بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة خاصة جدا بمناسبة نهاية العام وبداية عام جديد. الحقيقة سعيد جدا بالتواجد مع حضراتكم على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز أقول لحضراتكم إن أنتوا وحشتوني جدا 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 جدا، يعني ممكن أقعد أقول جدا لغاية لما السنة الجاية تنتهي. خلال الفترة السابقة الحقيقة وخلال 7 أو 8 شهور ما كنتش بظهر على قناة النادي الأهلي، وكلام كتير جدا 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 اتقال خلال هذه الفترة، ولكن في النهاية أنا متواجد مع حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي بعد هذا التطوير الرائع. الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كنتوا بتتفرجوا خلال الفترة السابقة، حاجات جميلة جدا بتحصل، استوديوهات رائعة، زملاء على أعلى مستوى، الكل الحقيقة هنا في داخل قناة النادي الأهلي بيشتغل بروح الفانيلا الحمراء وبروح عائلة النادي الأهلي، وهو ده الأساس اللي دايما بنشتغل عليه. من الأوقات اللي أنا كنت ببقى فرحان بيها جدا جدا وفخور إن أنا بنتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق، وقت افتتاح قناة النادي الأهلي وفرحة جمهور النادي الأهلي، واللي حصل خلال هذه الفترة من تطور واضح جدا لهذه القناة بعد ما كانت الأمور يعني صعبة جدا خلال الفترة السابقة، ولكن الآن زي ما حضراتكم شايفين كل الأهلوية فخورين، كل الأهلوية مبسوطين، كل الأهلوية فرحانين. أنا سعيد جدا جدا بالتواجد مع حضراتكم، وإن شاء الله خلال هذا الشهر بناء على كلامي طبعا مع إدارة قناة النادي الأهلي هكون متواجد مع حضراتكم في برنامج هقول لكم كل تفاصيله وهقول لكم كل حكاياته وكل رواياته، لأن عندي فيه تفاصيل كتيرة جدا 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 هقولها لكم خلال البرنامج النهاردة. طيب أنت النهاردة طالعين تعملوا إيه؟ النهاردة إحنا طالعين نحتفل مع حضراتكم، نحتفل بنهاية سنة كانت صعبة جدا من الناحية الصحية ومن ناحية أمور أخرى كثيرة جدا، ولكن الفرحة الوحيدة أو الفرحة اللي كانت دائما متواجدة هي النادي الأهلي. النادي الأهلي خلال السنة اللي فاتت تحديدا فرحات أو أمور كتيرة جدا 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 كنا فرحانين فيها. فرحنا بالدوري العام المصري، فرحنا بكأس مصر، فرحنا ببطولة إفريقيا، بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، هنتكلم عن كل الأمور دي النهاردة، وأيضا فرحنا بالمستوى الأخلاقي اللي متواجد داخل النادي الأهلي. يعني إيه المستوى الأخلاقي اللي متواجد في النادي الأهلي؟ حضراتكم عارفين النجم مؤمن زكريا، طبعا نجم مؤمن زكريا خلال فترة طويلة جدا كان تعبان وكان بيتقال كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، ولكن ما حدث خلال هذا العام من تضافر كل الجهود لعودة مؤمن زكريا مرة أخرى، أعتقد أن ده كان من أهم سمات هذا العام. السنة دي كان فيها حاجات حلوة كتيرة جدا، كسبنا دوري، كسبنا بطولة أفريقيا، كسبنا كأس مصر، وإن شاء الله ربنا يكملها لنا على خير السنة اللي جاية وتبقى سنة خير 2021، وتبقى سنة جديدة ناخد فيها كمان السوبر المصري والسوبر الإفريقي، وإن شاء الله نعمل مركز، أو ليه لأ ما ناخدش كأس العالم، يعني هنبقى نتكلم برضو في الأمور دي، كأس العالم للأندية يعني. ولكن ما حدث مع مؤمن زكريا من تضافر جمهور النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي أو لاعبو النادي الأهلي خلال الموسم السابق، أعتقد أن ده كان أبرز شيء، كان شيء هام جدا جدا، وإن دل يدل على أن عائلة الأهلي ستظل دائما موجودة، عائلة النادي الأهلي ستظل دائما موجودة. مؤمن زكريا كان هو الرمز خلال هذا الموسم، سواء في البطولة الأفريقية أو سواء في الدوري العام أو في كأس مصر، كل اللاعبين احتفلوا مع مؤمن، كل الجمهور احتفل مع مؤمن وراحوا له البيت. رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، الحقيقة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب احتفل مع مؤمن، وكانت لحظات جميلة جدا 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 الحقيقة، كل الجمهور الأهلاوي شافها وكل جمهور مصر الحقيقة. فده إن دل فبيدل على قد إيه عراقة هذا النادي وعلى احترام النادي ده لنفسه والأبنائه والأخلاقه والاسم مصر قبل أي شيء الحقيقة، لأنه الموسم اللي فات حصل فيه عثرات كتيرة جدا، ولكن استطاع النادي الأهلي بقدرته وبلاعبيه وقبلهم بجمهوره ان هو يقف ويقف امام كل الهجمات اللي كانت متواجده على
النادي الأهلي وعلى أي حاجة بتحصل في البلد. النادي الأهلي هو نادي الوطنية قبل أي شيء آخر. عشان كده النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا وحلقة استثنائية جدا. لما طلب مني الحقيقة، أنا ما كنتش موجود هنا في القاهرة، كنت برا القاهرة، لما طلب مني أن أنا أكون متواجد النهاردة في نهاية عام وبداية عام جديد، الحقيقة ما فكرتش. يعني لما الأستاذ إيهاب كلمني ما فكرتش الحقيقة، وما حاولتش أن أنا قلت له يلا أنا ما عنديش مشكلة. فتخيلوا حضراتكم النهاردة أن حلقة استثنائية وحلقة خاصة جدا بمناسبة نهاية عام رائع مرة على النادي الأهلي من حيث البطولات. عندنا أمور كتيرة جدا هنتكلم فيها، وإن شاء الله بداية عام جديد. تخيلوا حضراتكم النهاردة هيكون معايا مين؟ هيكون معايا اتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار، اتنين من النجوم الأساطير، اتنين من النجوم الرموز داخل النادي الأهلي، النجم الكبير الكابتن محمد بركات والنجم الكبير الكابتن سيد معوض. هنتكلم في كل حاجة النهاردة. أنا مش مذيع على فكرة، أنا النهاردة جاي أقعد مع حضراتكم وحضراتكم تقعدوا معانا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. هتكلم أنا وسيد وبركات، هنتكلم في كواليسنا، إيه اللي كان بيحصل، الأمور اللي عدينا بيها، الفترة اللي عشنا فيها، إزاي النادي الأهلي اتعلمنا منه حاجات كتير، إزاي جمهور الأهلي بيقف وبيساندنا، إزاي إدارة الأهلي، كل إدارات النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن إزاي بتقف مع لعيبتها، إزاي بتساند البلد في كل الأمور الاجتماعية وفي كل شيء. هنتكلم في كل الأمور. بس كده لا، عندنا كمان النهاردة ناصر البرنس النهاردة ولأول مرة هيكون معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. هنعمل ايه مع ناصر البرنس؟ انا النهاردة لما عرفت ان ناصر هيكون معانا ما كلتش حاجة من الصبح بصراحة يعني، وعارف ان حضراتكم النهاردة قاعدين السيدات الفضلايات الحقيقة هيبقوا قاعدين بيتفرجوا، والرجالة كمان بيني وبينكم يعني، الرجالة هيبقوا قاعدين بيتفرجوا على ناصر علشان يشوفوها بيعمل لنا الأكل النهاردة. بالمناسبة الأستاذ إيهاب النهاردة كان متواجد معايا وكان بيقول لي على أن لأول مرة، يعني يا ريت برجاوة تجيب لنا برضو المطبخ لو أقدر أقوم كمان يعني يبقى كويس جدا. ده لأول مرة هيبقى مطبخ النادي الأهلي، أو مطبخ لأول مرة بيتم افتتاحه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين. حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة، يعني هنقف بقى في وسط الاكل وفي وسط اللحمه وفي وسط الكبده وناصر هيعمل لنا كل حاجه، هيعمل لنا كل حاجه النهارده. ملوخيه، انا بس بقول لكم انا بغششكم على فكره. الموضوع بقى مختلف جدا. معلش بقى، الاكل هيبقى حاجه مختلفه جدا زي ما حضراتكم شايفين. النهارده عاملين لحضراتكم سهره خاصه جدا 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 من داخل قناه النادي الاهلي. زي ما قلت لكم يعني أنا كنت بقالي فترة ما بجيش القناة الحقيقة، لكن من ساعة ما دخلت والحبايب كلهم متواجدين، الاستوديوهات كلها زي ما حضراتكم شايفين متغيرة، تغير كامل الحقيقة في داخل قناة النادي الأهلي. وقد إيه الواحد بيبقى فخور لما بيسمع اسم النادي الأهلي وبيشوف شاشة قناة الأهلي. شاشة قناة الأهلي زي ما حضراتكم دايما متعودين منها، هتشوفوا اجمل حاجه واحسن حاجه من خلال هذه الشاشه. انا المفروض ان انا ما اقفش هنا الحقيقه، انا قمت فجاه علشان اوري لحضراتكم المطبخ، لكن في النهايه هي دي قناه النادي الاهلي وهي دي سهرتنا النهارده. زي ما قلت لحضراتكم هيكون معانا النجم الكبير الكابتن سيد معوض، النجم الكبير كابتن محمد بركات، وايضا هيكون معانا احد نجوم الطبخ النجم الكبير ايضا ناصر البرنس. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل نجومنا الكبار. ورجعنا لحضراتكم مره اخرى بعد هذا الفاصل. هرحب بضيفي الاول، هو ثلاث ضيوف الحقيقه هيبقوا معانا، ولكن بما ان ناصر البرنس. ازيك يا عم ناصر؟ حبيبي وحشني. حبيبي يا باشا، حبيبي عم اسلام. حبيبي والله. كله تمام؟ كله تمام والله. ناصر مش مجرد حد بيعمل كبده حلوه وملوخيه حلوه والكلام ده كله، لا، ناصر من الناس اللي احنا لو سافرنا 100 دوله ناصر سافر معانا 120 دوله، فيعني ناصر كان دايما متواجد معانا وعاشق للنادي الاهلي وعاشق لكل لاعبي النادي الاهلي وعاشق لكل ما هو احمر الحقيقه. فان شاء الله نعمل حلقه حلوه النهارده. هتاكلنا يا حاج النهارده حاجات جميله جدا. لا النهارده عامل حاجات سم ولمول، حاجه بتاعت
بتاعتك بتاع زمان بتاعت اللعيبه اوصف لك النهارده الاكل اللعيبه ياكلوه ازاي. الحاجه اللي انت متعود عليها طبعا. والله هتعمل لنا حاجه صحيه يعني؟ كله صحي طبعا، كله صحي كله النهاردة. كله كله النهارده عشان اوري، ما لازم اوري انا اللعيبه بتاكل ازاي وفي نفس الوقت تاكل جامد تبقى 10 على 10. الكبده صحي يعني؟ طبعا طبعا. انا فرحان جدا ماشي. طبعا انا جيت يعني الدعوه الجميله اللي جت لي ديت، وانا طبعا مع النجوم مصري طبعا حاجه كبيره طبعا يا سعيد بيها والله. طبعا اشكر طيب قناه الاهلي واشكر الحظ اللي انا جابني. مستمعك معلش بقول لك اشكر الحظ اللي جابني معاكم النهارده حبيب قلبي. ربنا يخليك يا نصور، ربنا يخليك. انت عارف مين معانا النهارده تاني ولا مش عارف؟ طبعا. طيب خلينا برضو نرحب باثنين من النجوم الكبار زي ما قلت لحضراتكم، النجم محمد بركات والنجم سيد معوض. محمد بركات مهما هتكلم عنه الحقيقه انا شاهدت فيه مجروحه، مدير الكره طبعا لمنتخبنا الوطني، كابتن سيد معوض المدرب العام او مدرب النادي مدرب منتخبنا الوطني. الاثنين الحقيقه هيبقوا معانا النهارده في زي ما قلت لكم في نهايه العام وبدايه عام جديد. ايه اللي كان بيحصل بقى لما كنا بنلعب، وايه اللي كان بيحصل خلال الفترات السابقه، و ايه اللي كان بيحصل وايه اللي هيحصل الايام اللي جايه هنقول لحضراتكم. بس استنوني مع سيد معوض ومحمد بركات. بتسلم عادي ولا ايه؟ يا جدع بتسلم عادي؟ بتسلم عادي؟ ده خلي بالك بص بيخاف على نفسه. امال ايه؟ بيخاف على نفسه. اتفضلوا يا كابتن. اتفضلوا فين يا كابتن؟ الكابتن ناصر البرنس حضرتك. الحلاوه دي طبعا. ازيك يا عم ناصر؟ وحشني. عمي اتفضل يا كابتن محمد. اتفضل يا كابتن محمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ايه الشياكه دي؟ الله يكرمك. ها؟ مش تقولوا لي طيب ان انتوا جايين كده النهارده عشان انا كمان البس حاجه كده خفيفه، مش لازم بدله وبتاع. بس انت لابس حاجه خفيفه يعني. عارف العظمه يعني. لازم نبداها كده. ازيك يا نجم؟ يعني قبل ما تقول لنا بقى ترحب بينا وتقول لك وتقول لنا بقى منورين والكلام ده، عايز انا اقول لك مبروك، الف مبروك طبعا بعد كل سنه وانت طيب، وكل حبيب. سنه والناس كلها طيبين، وان شاء الله تبقى سنه خير وسعاده على الكل باذن الله. عايز اقول لك يعني انا فرحان ان انا بشوفك النهارده بعد فتره حبيب. غياب مش ما بيني وما بينك، لا على الشاشه. على الشاشه. وان شاء الله يعني باذن الله يعني 2021 على اسلام الشاطر تبقى حاجه يعني محترمه يعني. حبيبي يا نجم حبيبي. اتفضل يا كابتن. يعني كل سنه وانت ومصر بخير، كل مصر وشعب مصر كل سنه وشعب مصر بخير وفي صحه وفي سلام، وربنا يعني يعدي 21 تكون احسن من 2020. فكرك على ان شاء الله ان شاء الله يعني اكيد كل الناس يعني بس لعله خير يعني ان شاء الله الامور رايحه للاحسن، ربنا يعدي على خير ويكون الامور كلها تمام، وربنا يدي الناس كلها الصحه ويبعد عننا اي شر واي وباء واي بلاء، وبنحمد ربنا على اللي فات يعني، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون افضل بكتير يعني. يا رب. اخبار راكت ايه؟ هنتكلم في الراكت. خلي بالكم عشان سيد بيعرف يلعب راكت من الناس القليله. بركات بينج بونج ولا راكت كمان؟ بطلته حتى. حتى انا كمان بطلته. اشمعنى؟ مجهد مجهد بالنسبه لي. القعده اللي هو قاعدها دي مجهده صعبه يعني، عارف اللي هو ايه؟ خلينا نخلص عشان. ازيك يا حاج ناصر؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله سعيد جدا. عارف كابتن محمد بركات؟ طبعا ده عمنا طبعا كابتن ناصر عمنا، وربنا يحرسه ويحميه، وكابتن سيد معوض طبعا يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله. هتاكلهم ايه النهارده؟ بعدين ده احنا على اتصال. لا والله على اتصال على طول، الراجل بيبعت لي وانا ببعت له. طبعا طبعا. ده احنا مدلعين دايما ربنا ليه معروف يعني. ما اقدرش، ده حبيبي من زمان قوي. ربنا يخليك يا محمد. والله سعيد جدا النهارده والله. انا فعلا امي بتدعي لي اللي انا اعرف امبارح الساعه 4 العصر دي، واليوم ده يتحول لهذا الكلام. انا دلوقتي تقول لك امي بتدعي لي وانا سامعك. لا والله بكلمك انا فرحان جدا. انا سعيد جدا. اللي جابه ساعدني ان انا مع اسلام. انا برجع يعني انا ليا عملائي
وليا مشاهديني، بس مشاهديني بروح لهم كل فتره طويله. فطبعا انا فرحان ان طبعا مع مشاهديني ومع النجوم، والنهارده هيبقى يوم جميل، واكلك الحاجات اللي انت بتحبها تسومبلومو اللي انت متعود عليها. ايه الحاجات السومبلومو اللي هي الحاجات السوتيه اللي هو بيحبها. بالمناسبه يا جماعه، احنا النهارده مفيش حاجه اسمها مذيع وفي حاجه اسمها نجوم، يعني طبعا ده كابتن محمد والكابتن سيد والحاج ناصر برضو ده بيتهم، يعني ده احنا في النهايه قاعدين قاعده. انا لو اعرف والله ما كنتش جيت بالبدله، بس هي كده الدنيا مشيت كده. انا عارف اصلا اللي هيتقال دلوقتي، لكن ماشي. احنا قاعدين قاعده مع حضراتكم، مبسوطين جدا ان احنا متواجدين مع حضراتكم. هنتكلم في كل حاجه، هنتكلم في اللي حصل السنه دي، هنتكلم بالنسبه لبركات الحدث الابرز اللي حصل السنه دي يا سيد، ان كسبنا دوري، كسبنا بطوله افريقيا، النادي الاهلي كسب الدوري وكسب بطوله افريقيه، كسب كاس مصر ايضا في كره السله، الحقيقه هنتكلم عنها كتير برضو لان لسه كسبانين الدوري العام والمرتبط. ولكن ظهور النادي الاهلي، او النادي الاهلي يفضل زي ما هو بالشكل اللي احنا عارفينه عنه، بالاحترام، بالمبادئ، بالاخلاق، في مؤمن زكريا طوال هذا الموسم، طوال هذا الموسم مؤمن زكريا هو العامل الرئيسي والعامل الاساسي في النادي الاهلي، سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام المصري او في كاس مصر او فرحه الفوز، دايما بنلاقي مؤمن زكريا. اعتقد اتعلمنا كتير في السنه دي. والله طبعا يمكن السنه دي كانت استثنائيه اسلام، علشان طبعا انت عارف ظروف فيروس كورونا واللي حصل وتاجيلات طبعا فتره كبيره، وكل الدوريات العالم يعني خلاص ما حدش بقى بيلعب فتره من الفترات، حتى في الرجوع ابتدت تظهر مشاكل، هديت الدنيا برضو شويه، وبعد كده رجعت الفترات اللي فاتت ابتدت برضو تزيد. ولكن خليني اقول لك في الاول وفي الاخر، يعني فتره كبيره عصرتها يعني في النادي الاهلي، يمكن 19 سنين، احنا دايما بنقول ما دام بيبقى في شغل، ما دام بيبقى في تعب، ما دام بيبقى في اخلاص، هو ده اللي بيوصلك للي انت عايزه. وفي اهم من كل دوت عايز اقول لك انكار الذات، ودوت اللي بيميز الناس عندنا في النادي الاهلي. يمكن حتى تصريحات كابتن خطيب لو بنشوف شفناها في دبي في جلوب سكر، في جلوب سكر حتى تلاقيه برضو بيتكلم، هو ما بينسبش حتى المجلس الإدارة لوحده أو مجلس الإدارة مع الأجهزة الفنية، مع الإدارية، مع الطبية، مع اللعيبة، مع جمهور دايما كبير واقف في ظهر النادي الأهلي، جمهور اللي هو بسبب فيروس كورونا، ما اتكلمش دلوقتي بقى كمان على جمهور الأهلي بس، بتكلم على جماهير مصر كلها اللي اتحرمت كمان، والإثارة قلت كتير جدا لان طبعا الظروف منعت الجماهير انها تحضر، فكل دي كانت ظروف صعبه. ولكن اما انت بتشتغل وان انت يعني بتجتهد، هو دوت الوضع الطبيعي، ان انت بتشوف نتاج لشغلك، وده اللي اشتغل عليه النادي الاهلي كويس. النادي الاهلي وصل النهائي وما توفقش، ووصل نهائي تاني وما توفقش، ومع ذلك الشغل بيزيد، الشغل بيزيد لحد ما قدر النادي الاهلي ان هو يوصل البطوله، وقدر ان هو يحقق البطوله التاسعه مع الدوري زي ما انت بتقول، ومع الكاس، مع البطولات في كل الالعاب مش في كره القدم بالزبط. بس فده نتاج شغل بيتعمل من سنين، طول عمر النادي الاهلي بيعمله، واحنا دخلنا النادي وقعدنا سنين في النادي وعارفين الدنيا بتدار ازاي، وعشان كده ده بيبقى النتيجه الطبيعيه. سيد، موقف النادي الاهلي مع مؤمن زكريا الحقيقه اعتقد كان، انا بالنسبه لي الحقيقه، ابرز شيء هذا الموسم، وحاجه من الحاجات اللي قد ايه بتبرز قيمه الاحترام وقيمه عائله النادي الاهلي. طبعا يعني شيء مهم جدا ان مؤمن هو اللي بيتصدر المشهد في كل احتفالاتك، في كل البطولات اللي انت خدتها خلال الموسم ده. وانا هتكلم في النقطه اسلام، الحاجات الانسانيه، الحاجات الانسانيه دي ممكن تبقى سبب رئيسي من اسباب حصولك على البطوله. طبعا يمكن حصلت دي مثلا مرات كتيره، يمكن انا عشتها جوه النادي الاهلي. معلش بس في ناس كتيره ما بتصدقش، كانت تقول لك يعني لا. انا اقول لك حاجتين مثلا. اتفضل. انت في بطوله 2008 كنت بتتكلم معظم الوقت اهدوها الروح عبد الوهاب الله يرحمه، وحصل كده وربنا كرم بالبطوله. 2012 اما بدات تتكلم البطوله دي للشهداء، وكان في فعلا تعهد، او اللعيبه كلها تعهدت على نقطه معينه ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله دي اهداء لشهداء بورسعيد
وده حصل خدت البطوله والبطوله دي والبطوله دي يعني في بدايتها حتى اللعيبه والجمهور وكل الناس بدات تتكلم ان مؤمن يعني اهدوا البطوله دي لمؤمن عشان حالته النفسيه عشان يقدر يرجع بشكل قوي حتى اما اتعلن ان مؤمن هيحضر النهائي وهو اللي هيسلم الكاس الناس كلها كانت بتتكلم في نقطه ما ينفعش مؤمن يسلم الكاس لحد غير لعيبه النادي الاهلي وده اللي حصل فعلا فالحاجات الانسانيه دي ممكن هي ربنا بيكرمك عشانها ممكن تلاقي البطوله دي سبب من الاسباب الرئيسيه ان انت خدتها وجود مؤمن وجود النيه الكويسه من ناحيه مؤمن وقوفك بجنب مؤمن خلي بالك كلنا ممكن كنا نبقى طبعًا في نفس الوضع طبعًا. يعني مؤمن واحد مننا انا عشت مع مؤمن وانا مدرب في النادي الاهلي مؤمن كان اهم لعيب في بطوله 2017 اللي انت لعبت فيها نهائي وخسرت مؤمن كان هيبقى لو خدت البطوله في 2017 هو نجم الفرقه هو النجم الاول للفرقه فبين يوم وليله يحصل الظرف ده فطبيعي ان انت تقف معاه وخصوصا لما يكون حاجه بحجم النادي الاهلي وبحجم العلاقات اللي موجوده جوه النادي الاهلي خلي بالك هي مش علاقه يوم او علاقه تعاقديه بين لاعب ونادي لا هي علاقات كلها بتقوم على الحب والعلاقه كويسه النادي الاهلي طول عمره هتلاقي اي حد بيمر بظرف بيقف معاه ومرورا بلعيبه كتير حصل جميل الجميل يا سيد كمان الجميل كمان مش يعني مش لعيبه النادي الاهلي بس لا ده الجميل ان مصر كلها ولعيبه الانديه كلها كنت تشوف ان اي حد بيجيب جون بيروح يعمل حركه مؤمن وبتاع فده كان شيء جميل واي حد تقول له اعمل حاجه عشان مؤمن كان بيعملها يعني في ناس حتى كانت يعني كتيره جدا ممكن تطلب منه اي فيديو او اي حاجه ينزلها عشان مؤمن بالذات الناس ما فيش حد بيقول لك ما حدش كان بيتكلم في حاجه ما فيش حد انا مش عايزها اوصل يعني كده انت فاهم لان هو مؤمن انا من الناس القريبه جدا لمؤمن ومن الناس اللي بحبها جدا وبقول لك عشت معاه وهو نجم النادي الاول في وقت كده ما تحس واحد كان نجم الفرقه وواحد اهم لعيب في الفرقه بين يوم وليله يحصل له ظرف فطبيعي جدا اللي حصل معاه ده وده يدل ان النادي الاهلي يعني عنده وفاء لابنائه وعنده وفاء لواحد من اللعيبه اللي اديت له وتعبت في الملعب طالما بتتعب في الملعب هتلاقي الرد هتلاقي يعني طالما انت بتخلص الاخلاص ده اهم حاجه يعني سواء جوه الملعب او بره الملعب سواء انت مدرب سواء مسؤول في النادي وده اللي حصل النتيجه دي بتاع البطوله مش نتيجه بطوله ما جاتش كده لا جت بتعب ناس كتيره جدا جت بتعب لعيبه موجوده لعيبه اجهزه فنيه موجوده تعب اداره تعب مسؤولين اكيد الجمهور اللي ورا الفرقه الجمهور اللي في وقت كورونا حتى في مباراه قبل النهائي والنهائي جه النادي وحضر التمرين يمكن موسيماني يتفاجئ بعدد من الجمهور الموجودين فده دليل لا انا كنت النادي في النادي اليوم ده بالمناسبه يعني في حاجات كده يوم حلو قوي يعني بتخليك لا النادي ده في حاجه من جوه مختلفه تماما يعني برضه يا بركات الله يرحمه محمد عبد الوهاب وزياره الكابتن سيد عبد الحفيظ وكباتن النادي الاهلي لوالده محمد عبد الوهاب اعتقد برضه انا حابب ان انا ابدا بالكلام ده لانه ده احنا بنتعلم منه انا بتعلم وانت بتتعلم وسيد بتتعلم كلنا بنتعلم من قيمه النادي الاهلي ومن قيمه التضافر اللي الكابتن سيد اتكلم عنه واللي سيد اتكلم عنه ان احنا ممكن عشان حاجه بسيطه جدا وحاجه انسانيه بسيطه ممكن جدا تكسب بطوله طبعا لان احنا طول عمرنا ان احنا عارفين ان الكوره فيها حاجات كتير جدا يا اسلام غير الفنيات يعني انت الكوره دهيت غير الفنيات انت ممكن تكون لعيبك لعيب كويس وطبعا اللعيب اللي بيبقى بيلعب في نادي كبير لازم يكون هو لعيب كويس ولكن في حاجات تانية مثلا ازاي انت مثلا هل انت قريب مثلا من ربنا ولا مش قريب من ربنا فديت ربنا بيوفقك في حاجات كتير جدا في اوقات انت محتاجها فربنا بيديها لك الحاجات الانسانيه اللي انت بتتكلم فيها دهيت برضه ممكن يكون ربنا بيخلص لك مواقف معينه في اوقات معينه لانك انت بتراعي الحاجات ديت لان الحاجات دي كلها الدين بتاعنا بيقول ان احنا لازم برضه ان احنا نراعيها وده برضه كان موضوع بالنسبه لنا كان موضوع صعب لان الموضوع يعني محمد ابو هاب الله يرحمه برضه كان في وقت من الاوقات كان اخونا وكان كنتش موجود يوميها اعتقد وكان انا كنت موجود انا كنت موجود بس ما كنتش في التدريب انا ما كنتش بتمرن اليوم دوت كنت في الاوضه مع الاداريين وبعد كده فوجئت عايزين عربيه اسعاف فحتى الواحد كان ساعتها لان في لعيب وقع يعني فاهم برضو كانت الدنيا لعيب وقع وعربيه اسعاف يعني في خبطه جامده مثلا ممكن حد يعني فطبعا الموضوع فجاه لان الموضوع في حته تانية وبعد كده في مستشفى وبعد كده خبر في مستشفى صادم وبعدين شوف اما محمد الله يرحمه كان محبوب ازاي وكان كل الناس بتحبه ودايما اللعيب الناس بتتكلم قبل فنياته على اخلاقه فانت لما بتبقى محبوب واخلاقك عاليه وكل الناس بتحبك بيبقى التعاطف
يعني غير طبيعي. الموضوع مختلف طبعا. فكل الحاجات دي وكل السمات اللي كان فيها محمد اجبرت ان كل الناس كانت زعلانه جدا والناس كلها عايزه تقف، فمش جديده على النادي الاهلي ولا على كابتن سيد ولا انها تعمل زياره ولا انها تقف مع والدته ولا اخواته ولا لا اصل مش السنه دي انت عارف ان يعني انا عارف ان في حبل ود موصول على طول لحد دلوقتي ويعني ويا رب احنا طبعا ما نتمناش ان احنا يعني نشوف حاجه يعني وحشه لا في النادي الاهلي ولا في مواقف في انديه تانية، ولكن الحياه بيبقى فيها حاجات كتير قوي يعني الحياه بتخليك بتعدي على مواقف انت ما بتبقاش متوقعها ولا متخيلها وبتحصل قدامك وبتاثر فيك في لحظتها وبتاثر فيك بعد كده على المدى البعيد. كنت حسام البدري خلاه يكشر كتير ولا لا 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 اتكلم جد كتير كلام جد الكلام ده انا مش لا لا عارف اللي هو ايه بيكلمك يعني عن علاقته بربنا يعني لا لا بس خد بالك ربنا هداه عشان الاسئله خد بالك دلوقتي لسه هي ماشيه في اطار معين انت يعني هتقلب الاسئله هتروح في اطار ثاني هتلاقيني انا استغربت يعني ربنا هداه جدا واضح ان والله انا ما عنديش المعلومه دي والله طب والله بيهزر والله يعني بقى بيشوفني والله في اوضاع ثانيه خالص والله فعلا والله طب ما ايه لا يعني هو ممكن بقى جد شويه يعني هو طبعا خلي بالك نفسي اعرفها ازاي بجد والله نفسي اعرفها ازاي برضه يا اسلام انت لما بتكون مسؤول ومسؤول عن حاجه كبيره زي منتخب مصر فده طبعا انت عارف انا يعني لما اتسالت على قصه محمد لما ان هو هيبقى مدير منتخب مصر والكلام ده كله قلت لهم اللي كان بيقول لي يعني صحفيين يعني بيسالوني بتاع قلت لهم هيبقى هيعمل اكتر واحد هيعمل نجاح في المكان ده قالوا لي قلت لهم اصل بركات هو وشه بيضحك لكن هو لما بيحب يقلب الوش التاني بيبقى حاجه تانية ما بقلبوش والله اسلام هي الفكره ان انا ما بقلبوش بس هي صدقني فعلا يعني المسؤوليه غصب عنك بتوديك طبعا احنا بص الاول احنا مثلا قعدنا زي ما بنقول مثلا ايه لعبت مثلا 5 سنين في النادي الاسماعيلي وتعلمت في النادي الاسماعيلي حاجات كتير جدا جدا هنتكلم وجيت رحت ولعبت في النادي الاهلي وتعلمت في النادي الاهلي حاجات كتير قوي ف 19 سنين فانما انت دلوقتي بقيت انت خلاص انت دلوقتي انت خلاص لعبت هنا ولعبت هنا وده النادي وده بيتك وده انما انت في الاول دلوقتي والاخر انت خلاص انت بقيت بتاع الناس كلها انما دلوقتي انت ملزم ان انت مسؤول ان انت كل اللعيبه عندك سواسيه لعيب الزمالك بالنسبه لك زي الاهلي زي الاسماعيلي زي 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 فديت الحته دهيت مع طبعا الناس دايما بتبقى عايزه احسن حاجه وانت عارف الكوره بالنسبه يعني للناس ايه فعايزين احسن حاجه فاحنا بنتمنى ان احنا نعمل احسن حاجه بس دي فده اللي بيحطك شويه بس ايه مش مصدق برضه في الضغط والله ليه هو هتلاقيه مضغوط نفس الضغط برضه سو انت عارف هو انت دايما الكاميرا على يعني مدير الكوره هو دايما بتجيله او مدير المنتخب بتجيله دايما الكاميرا عشان تبقى على وشه خصوصا بقى محمد بركات عارفين ان هو بيحب يهزر ويضحك ويعمل وبتاع ومش عارف يعني بيقربه عشان يشوفوا الفرق هيعمل ايه يعني انت فاهم يعني انت عارف انا شفت مثلا يا سيد حاجات برده البركات وكابتن حسام كابتن حسام معروف ان هو راجل دايما يعني شديد ما بيضحكش كتير يعني بلاش خلينا نتكلم ما بيضحكش كتير والناحيه الثانيه بركات العكس فجت لقطه ايه كابتن حسام بيضحك وبركات هو اللي مكشر قالك كابتن حسام ايه رايك هي هو الموضوع حتى في المنتخب دلوقتي ماشي هو على حسب الوقت نفسه يعني احنا طبعا. قاعدين قاعده عاديه هنتكلم ونهزر ونضحك انما انت طبيعي جدا بركات مش هيقعد في ماتش يضحك والنتيجه مثلا ده مش ده طبيعي لو حد من الناس مستني انه اكيد ده مش طبيعي ان انت تبقى قاعد مسؤول الناس متعوده على كده ان هي ما شافتوش في موقع زي ده موقع مسؤوليه بمعنى اصح يعني شافت بركات اللعيب بركات قبل الماتش حاجه وخلي بالك جوه الماتش حاجه ثانيه خالص وبعدين هي فكره كابتن حسام هو كابتن حسام لما ساله هو كابتن حسام يعني هي برده الناس واخده انطباع ان كابتن حسام ما بيضحكش بس هو برده طب انت يعني كابتن حسام عشان كلنا قعدنا معاه وعلى طول ولسه وبنقعد معاه لحد دلوقتي وعلى طول بيهرج وعلى طول بيضحك بس بعيد عن الشغل بعيد عن الكاميرا بقى انت الكاميرا برده الماتش شغال وانت الكاميرا قاعده لازم تضحك مش هينفع صعبه شويه عدينا بايام كتيره جدا حلوه وعدينا بسنين كتيره جدا يمكن انا وبركات في من ايام واحنا عندنا 14 سنه اعتقد يا بركات كابتن سيد الطباخ كابتن سيد بازوكا ربنا يديله الصحه وكابتن سيد بازوكا نجم النادي الاسماعيلي طبعا كانت ايام حلوه بتفكرك الايام دي بايه دلوقتي وانت قاعد كده بتفكر في الايام دي يا بركات من وانت صغير يعني طبعا فعلا ما هو البدايه دي ما اسلام دي كانت البدايه بتاعتنا يعني دي اللي نقدر نقول البدايه بتاعتنا ليه لان انا افكرك المنتخب كان تحت 16 سنه وعقبال ما ابتدينا او بدانا نجمع المنتخب جمعنا من 14 فقعدنا فتره سنتين مع بعض فالفتره ديت هي اللي احنا بدانا نشتغل
على نفسنا. ابتدينا يعني ابتديت بتعمل مثلا اسم لإسلام الشاطر، ابتديت طبعا لان طبعا يعني ايه كان ما كانش فيه توفيق في حته الوصول في التصفيات وبتاع كده، لان طبعا كنا ساعتها بنروح بنلعب غانا وبيلعبونا مع الناس الغريبه. خلصتوا على جيل كامل احنا صغار. لا طب اقول لك على حاجه والله، بس احنا يعني احنا انا فاكر ساعتها بعد ما عملنا الحاجات دي والله عملنا حاجات كويسه، لعبنا غانا اتغلبنا 3-0 هنا 3-0 في المقاولين، بس جيل كامل اشتغلنا على نفسنا قبل العوده. خسرنا 2 بس، ما انا خسران 3 المفروض اخسر يعني من الاجيال القليله اللي بتخسر بره وجوه يعني. ما شاء الله خدوا كاس عالم، خدوا كاس عالم ساعتها يا ابني، خدوا كاس عالم. ما تعرفش الكلام ده، الحاجات دي انت كنت لسه صغير، انت كنت بتجري ورانا بتتفرج علينا. كنت لسه صح. كان عندك كام سنه انت ساعتها؟ لا لا سعيد مش اصغر مننا كتير. لا اصغر من اسلام باربع سنين، منك بثلاثه. لا يعني انت كان عندك، انا 79. طيب 3 سنين، احنا كان عندنا مثلا 16 سنه ولا 15 سنه، هو كان عنده لسه 12. كان لسه برضو ما انتوا مثل اعلى قدامي، بس بصراحه مثل يعني سيء جدا يعني. فرقه بتخسر بره وجوه. يا عم بقول لك ما بتخسرش بره اقل من جوه، فرقه سيء. يعني اشتغلنا على نفسنا، رحنا خسرنا هناك 2. كانت ايام جميله. دايما البدايات بتبقى مختلفه سيد، البدايات بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ يعني البدايات بالنسبه لي انا، يمكن انا بدات في الفيوم لحد سن 16 سنه، وبعد كده الالومنيوم سنتين، وبعد كده النادي الاسماعيلي. يمكن انا وانت دخلنا النادي الاسماعيلي يمكن انا قبلها بشهر، يمكن انا جيت في نهايه الموسم سنه واحده. جيت في نهايه الموسم وانت بعدي، ويمكن كملنا فتره كبيره. يمكن انا قعدت في الاسماعيلي 9 سنين، وبعد كده النادي الاهلي. انا حتى ما جيت النادي الاهلي كنت انت مشيت. الحمد لله السنه اللي انا جيت. مين اللي خلص عليا بذمتك؟ لا يعني انا مش هتكلم يعني. يعني هو عارف نفسه اللي خلص عليك يعني، وربنا ستر عليا يعني. انا الحمد انا لله. الحمد لله ربنا ستر. هو انت اللي بطلته تهيألي. لا هو اللي خد قراره من نفسه يعني. هو ما هو اللي خد قراره من نفسه. يا راجل يا راجل. هو ايه ده، هو كلام عليا انا؟ يعني هو خد قراره. ادي بص، ادي ابن اللذينه. ما كنت بقول لهم اكتر حاجه بتزعلني لما بلعب بكرايه ان اسامه بيلعب. ايوه بص بقول لك والله العظيم ثلاثه. والله انا عمري في حياتي ما شفت، والله العظيم ثلاثه، ربنا عالم. يعني العلاقة اللي كانت دايما بينا كانت مختلفة. يعني المفروض هو بيلعب مكاني، ولما هو بيلعب انا بقعد. بس هو عشان الحتة الدفاعية بس يا اسلام، مش عشان يعني. لا بس والله كان انت، ما انت كنت صادد مع بساط وائل جمعة اللي كان بيعادل ويديها لك. ما انت برضه كنت صادد. مش قوي مش قوي، ما كلنا بطلنا. هو كان بطل كام واحد؟ والله بطل كتير. كان لسه معايا الاسبوع اللي فات، وكنت لسه بفكره بالبساط. قال لي ما فيش، انت الوحيد اللي طول، انت الوحيد اللي عدى. كان بيلعب معاك ايه وائل جمعة؟ لا الحمد لله وائل كان بيلعب بالناحية التانية على طول، حتى في النادي او في المنتخب. مرزق، بص مرزق في كل حاجة. لا هو ما كانش بيحب يلعب ناحيتي كمان، لان انا من النوع اللي. مين اللي كان بيلعب ناحيتك؟ شادي؟ يعني احمد السيد لعب فتره، وكذا حد يعني. كان انا من النوع اللي بيطلب الكره على طول، فوائل ما بيلعبش الكره بسرعه. وائل لازم يديها، لازم يقف ويبص ويحط بطن رجله كله لما يزنك. ايوه وبعدين يرفع ايده. ولا يرفع ايده دي في حته ثانيه. طب بتحبوا اكل ايه؟ وبعدين نرجع نتكلم على الكلام ده. عايز تاكل ايه من عند ناصر النهارده؟ اعمل يا ناصر، عندك يا ناصر. النهارده والله عامل لكم حاجات جميله جدا والله. كله والله، الكوارع اللي بتحبها، المخاص اللي بتفوت فيها، اللحمه الستيك. عامل انا كنت عامل فكره سيك ومبار. هو دايما طول عمره بيتدق يعني، طول عمره بيتدق على الستيك. عملت انا السيك ومبار اهو، وجايبه معايا ده، الحمد لله نجح. والحمد لله رحت حلمت بيه ده، عملت السيك ومبار. حلمت حلم تاني، عملت السيك ستيك. النهارده يعملوا لك بالمكرونه. طب وايه الفرق ما بين الممبار والسيكو ممبار؟ لا السيكو ممبار انا قلت ادلعه عشان هو محروم. بس كده هقول لك ليه بقى. ليه بقى؟ اما العيله عندي مثلا واحد سيكو واثنين سيكو 10 سيكو، واحد وخطيبته بليز، في واحد سيكو لسه ما جاليش. فحاجه جميله لو انت تعجبك ده سيكو ممبار يا ناصر. داني الحواوشي مفرومه لك فريش، اللي انت ما بتاكلش الا غيره بقالك 32 سنه. ناصر انت الافوار عيلتك عندك. انا كنت بهرب حواوشي اليابان والله العظيم ثلاثة عشان اكله هناك. بهرب حواوشي اليابان. طب بقول لك ايه مره ناصر، استنى بس. بص انا عايزك هتحضر لي بقى ايه، سيكو ستيك. دي سيكو ستيك بس باكيتي وياه. لا سيكو ستيك بس ستيك وستيك. التك 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 عليه التك عليه. وسيكو ممبار والملوخيه الهوا عاملها لك وبخرطها لك هنا. انا والله النهارده طبعا اشكر قناه الاهلي طبعا،
وعملائي الكرامه وكابتن محمد بركات فرحان جدا اللي هم يعني انا صراحه بقيت حاسس ان انا نجم ابو سيد. كابتن سيد معوض طبعا عمنا وكابتن اسلام الشاطر وكرات الاهلي كلها تعظيم سلام طبعا عملائي وطبعا دلوقتي لغايه دلوقتي ما سلمتش على مشاهديني انا يعني بقالي سنه محروم من مشاهديني. ما الناس قدامك يعني مش مشاهديني مثلا كل سنه وانتم طيبين عملائي الكرام اهلي اعزائي الكرام مشاهديني اللي بقالي سنين ما بطلعش قلت لكم من قناه الاهلي في 21 مع مين؟ مع النجم الكابتن محمد وكابتن سيد وعم اسلام. انا فرحان جدا والله النهارده يبقى يوم جميل بفضل ربنا وفضلكم والله واكلك احلى اكل. طب بقول لك ايه بتعرف تعمل اكل تونسي؟ والنهارده حبي وين هير ايه؟ حبي وين هير حبي كان فاكر مين اللي بيقولها دومتي؟ حبي دي عادي. طيب دومتي ايه بقى؟ طب خليك معايا بس عشان احنا عندنا دلوقتي مكالمه. تعرف تعمل حاجه اكل تونسي او حاجه ناصر؟ تونسي اعمل تونسي والله؟ اللبليبي يعني بحب اللبليبي احلى اكله في تونس اللبليبي والكسكسي بس الكسكسي عندنا بيعملوه بسكر وكده هناك بيعملوا السكسكسي كابتن محمد باللحمه الضاني والموزه في اكلات حلوه طبعا. قول انت الو يا بركات شوف الو الو لا علي صوتك حضرتك هو كده الو 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 اهو اهو شفت الالو دي؟ السلام عليكم يا فندم. الو هنكلمه تاني قطع تاني كان معانا يعني هنجيبه دلوقتي انيس بوجلبان الحقيقه واحد من الناس برضه توقعت والله لما سالته على الاكل التونسي توقعت انيس والله الاكل التونسي احلى هناك البليبي والله وانا اكلت طبعا انا كنت يعني والله يعني فكرتني بقى بزمان والله ايه ايام زمان طبعا بقول لك استنى بس حضرتك حاجه مره ناصر واحنا في اليابان ما جيتش انت معانا وتسافر معانا مره برضه لا لا والله 2008 يا ابني احنا كان بيسافر فالمهم انا لقيت ناصر واقف مع مانويل جوزيه كده هو واقف ومانويل جوزيه واقف جنبه وعمال يتكلم معاه بيتكلم مع مانويل جوزيه انت عارف مانويل ما بيتكلمش عربي وناصر ما بيتكلمش انجليزي يعني اللي هو يعني ايه مش عارف تعمل ايه عملت ايه بقى يا ناصر انت ساعتها انا ساعتها كان طبعا كابتن سعيد احمد طبعا حبيب ربنا يبارك له بالصحه كان قاعد كان هو مطرود ماتشين يعني كان طالع بره الماتشين بقى انا بقى الماتشين دول كنت معاه اول ماتش كان هو بيجي انا بجيب لب وزداني ومش عارف ايه وكده هو قاعد جنبي الكاميرا بتنور احمر لما بخش عليها ايوه واخد بال حضرتك فانا طبعا لقيت الكاميرا جت عليا اديته حبه لب قال لي نو قلت له يس نو يس انت ساعتها اتصلت بيا قلت لي ايه يا ناصر انت بتتكلم برتغالي قلت له اقفل دلوقتي يا اسلام معلش اقفل دلوقتي يا اسلام عشان هيكلمني هو باي خلاص لبست عليا اللي انا بقيت صديقه وكل حاجه بشويه لب. طب احكي لك موقفين على ابو على ناصر يعني موقفين انا استغربت منهم جدا يعني موقف لا ناصر بيعدي في موقف كان عندنا ماتش في اسكندريه كان مستر مانويل برضو اللي ماسك الفرقه فانا بقفل الاوضه وخارج لقيت الاوضه اللي جنبي فعم ناصر على طول اول ما بيكلمك يقول لك عمي لقيته يقول عمي وعامل سندوتشات وبتاع انا ماتش كنت عارفه كنت عارفه بقى يعني انت عارفه بس ان هو جه ورانا وعامل سندوتشات وبتاع دي نقطه ومره ثانيه كنا بنلعب بطوله وديه في ويمبلي وبنلعب برشلونه قبل الماتش بساعه او ساعه ونص كده قبل ما الفرقه تنزل تسخن حتى فاللعيبه نزلت الملعب فانا فوجئت بعم ناصر يعني الفرقتين المفروض في الملعب عم ناصر ماسك ميسي وحضنه وماسك تليفونه انا اموت واعرف هو دخل الملعب ازاي يعني انت فاهم اصلا احنا كلاعيبه دخلنا الملعب بالعافيه يعني انت فاهم انا مش عارف هو دخل الملعب ازاي يعني هو اصلا وصل ازاي ودخل الملعب ونزل الملعب ارضيه الملعب يعني ده دخل في الفي اي بي لاونج في كاس عالم الانديه موقفين بالنسبه لي انا مش عارف اتفاجئ صور مع ميسي عادي عادي جدا يعني انا بقول لك هو واقف في ارضيه الملعب واحنا كلعيبه كنا لسه بره يعني ما نزلناش اصلا. بتحب اكل ايه يا بركات من عند عم ناصر؟ انا ناصر يمكن بقالي فتره كبيره يعني بقالي فتره ما باكلش بقالي فتره كبيره جات لي فتره كنت باكل كل يوم يعني كل يوم يبعت لي خصوصا ان انا في المهندسين فجنبه فعلى طول بيبعت لي كنت احب من عنده ورقه اللحمه قوي والحواوشي برضه والحواوشي والسجق والحواوشي والسجق هو مدمن حواوشي مع انك انت مش اكيل يعني
لا 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 اكيل والله يعني باكل دلوقتي بقيت دلوقتي بقيت كويس بركات ما شاء الله بس ملتزم يعني اكيل بس ملتزم ملتزم او لا ملتزم يعني معلش ربنا يسامحك صح انا عايزك ايوه كده تبقى صاحي معايا كده اقول له اقول حاجه سند على الشاشه اصل احنا على الشاشه فلازم يقول ملتزم ولازم يقول يعني عارف قد ايه ملتزم هو طبعا طبعا لا والله انا كنت انا بحب بالحب يعني بعمل الحاجه وبحب اعملها بايدي ما بحبش اذي اللعيبه بس كنت بعمل حاجه كويسه لحمه ستيك مش عارف كان هو بيحبوا الحاجه دي والله لو في اسكندريه بروح اللحمه الستيك بتبقى حلوه لحمه ستيك مع الكبده مع شويه مخاصي كده وبتاع بعمل له سندوتش 10 على 10 فيعني من زمان انا بحب الاهلي من زمان وانا راجل اهلاوي من صغري وبحبه وانا نجحت بيه صراحه بكلمكم بجد هم يعني فضل ربنا وفضلهم يعني الكابتن كان محمد يجيب جون كان لازم يبقى واقف على الكبوت وعامل لي كده فدي حاجه من عند ربنا ومعاه دلوقتي النهارده حاجه كبيره جدا برضو عايز اقول لحضراتكم ان انا هقول لكم على خبر بس يعني هينزل دلوقتي حاجه صفقه مهمه جدا 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 النادي الاهلي عملها النهارده هقول لكم ايه هي ولكن اول ما هننزل صفقه برضو النادي الاهلي دلوقتي عمل صفقه مهمه ناصر برضو بيلف كتير وبيروح معانا في كل حته كل الاماكن يعني انا بقول لك انا بتفاجئ بيه يعني يعني ممكن تلاقيه هنا في القاهره يجي لك الاوتيل عادي انما ممكن ماتشات بره ملعبك يعني يعني ماتش في اسكندريه انت اصلا اكيد مش يعني رايح اوتيل يعني مستر مانويل متهيألي اللي كان بيتفاجئ بيه بيحبه قوي بس كان بيتفاجئ بيه يشوفه يلاقيه موجود جنبه يعني جالك مانويل جوزيه جالك لا مانويل جوزيه صراحه لا عمره ما جه عندي ما جاش عندك لا انا اصلا كنت مشاكل عشان كنت بجيب انا ساعات كنت طيب كنت رايح اجيب لعيبه شوكولاته يجي ياخدني من المطعم شوكولاته اقول له ايه الشوكولاته فالمهم كان ساعتها بس هو كان ملتزم حتى في اكله وبتاع راجل محترم طبعا ويستاهل كل خير يعني وخيره علينا يعني طبعا كنت بروح معاهم في الفندق وبقعد في نفس الدور بس طبعا احتراما كان هو انا بحترم اللعيبه وبحترم ذاتي يعني معاهم فالحب جبت عند ربنا ازاي بدات بقى حبك للنادي الاهلي وارتباطك بالنادي الاهلي يا نصر لا والله انا من زمان بحبه وانا صغير كنت فاتح باترينا كده وكنت مثلا ايه ببيع لسه رغيف ب 3 جنيه وكده كنت بمشي الاهلي قبل ما تكمل ولكن خلينا اقول لحضراتكم ان النادي الاهلي بيتعاقد رسميا مع وولتر بواليا راس حربه نادي الجونه ومع نهايه هذا الموسم وبدايه موسم او نهايه هذا العام وبدايه العام الجديد اعتقد ان دي صفقه رائعه جدا 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 وولتر بواليا رسميا في النادي الاهلي لمده 4 مواسم يعني ممكن اعرف رايكم يا كابتن بركات يا كابتن سيد طبعا صفقه ممتازه طبعا يمكن انت لو سالتني مين اكتر لعيب مميز في الدوري في خلال الاربع خمس اسابيع اللي بيتلعبوا دلوقتي هقول لك وولتر بولي او اي حد متابع كوره ومتابع ماتشات الجونه يمكن الجونه كتيم السنه دي مفاجئنا بالبدايه بتاعته اول 5 مباريات بيلعب 5 مباريات ما بيخسرش فمتصدر الترتيب طبعا لسه في فرق طبعا زي الاهلي والزمالك وبيراميدز ما لعبوش ال5 ماتشات ولكن ما خسرش في ال5 مباريات كسبان 3 ماتشات من الخمسه ومتعادل ماتشين وولتر بوليا يمكن افضل لعيب في الفرقه السنه دي وحتى كان افضل لعيب في الفرقه السنه اللي فاتت سبب من اسباب ان الجونه قعد السنه اللي فاتت يعني بالظبط هو اللي عامل لهم شكل في الاول 5 ماتشات بصراحه فهي طبعا صفقه بكل المقاييس يعني صفقه رابحه طبعا النادي يعني اللعيب مهم لعيب باللي احنا شفناه خلال الموسم اللي فات والموسم ده انا زي ما قلت لك ان هو من اسباب رئيسيه في ان الجونه قعد واحد من يعني بينافس على هدافين الدوري حتى من الموسم اللي فات والموسم ده وبدايته قويه جدا ومن اللعيبه اللي واضح ان عندهم يعني امكانيات كبيره جدا بس النقطه ان شاء الله يعني نتمنى ان هو يتاقلم مع النادي الاهلي ويكون مفيد للنادي الاهلي واحد من يعني الاجنبي اللي بيبقى مفيد بيبقى فارق معاك اسلام بشكل طبعًا كبير جدا طبعًا يعني لما بتجيب لعيب اجنبي احنا جربنا قبل كده انت شفت فلافيو كان تاثيره عامل ازاي مع النادي الاهلي جيلبرتو علي معلول كل اللعيبه دي تاثيرها كبير جدا فاعتقد ان هي صفقه مهمه ان شاء الله يعني اعتقد مع الدور الثاني مع وجوده مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده حاليا اعتقد الموضوع هيفرق بشكل كبير يعني واحد من الناس اللي بطلت لعيبه كتيره كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي الو الو يا نجم مساء الخير كل سنه وانت طيب يا نجم مساء الخير يا كابتن اسلام ازيك مساء الفل يا كابتن وائل وحشنا يا كابتن اسلام انت اللي وحشت ليك حق عرب عندي ليك حق عرب عندي بس بعدين بقى بديهولك ان شاء الله
يعني انت اللي عايز مني ولا انا اللي عايز منك؟ انا اللي عايز منك طبعا. انت اللي ليك عندي، انت اللي ليك عندي. انت اللي ليك عندي حبيبي يا نجم، مفيش بيننا الكلام ده يا نجم. لا بس شوف بعدين قال لك ايه. قال لك بعدين بقى بقى بعدين بقى بقولك لما ابقى اشوفك بقى ان شاء الله. منور قناه الاهلي مره ثانيه كابتن اسلام حبيبي، ومعاك طبعا حبايبي كابتن سيد معوض وعم مصر، عم البلد كلها. ربنا يخليك يا كابتن وائل. يعني كابتن سيد معوض وعم مصر، ماشي يا سيدي مفيش مشكله، هنعديها. هما بيعملوا فيك كده ليه؟ عم البلد ده لازم المه وائل، عارف ان انا طيب فانا بعدي يعني. انت بتعدي يعني انا، لكن التاني مش هيعدي. انا عندي حاجات كتيره جدا وعندي اسرار كتيره جدا وعندي حاجات طول عمرك بتعدي يا كابتن. بس انا يعني قلبي طيب يعني انت فاهم، ما تحبش تتكلم وفي حاجات ما ينفعش اقولها. فيعني انا يعني عندي حته مثلا ان انا باخد بالي شويه، ممكن حاجات تتقال وحاجات. لا 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 حضرتك بركات بركات. لا يعني عادي، هو ممكن يقول اي حاجه على اي حد، فهو طبعا وائل بيقلع منه. انت فاهم الشفافيه وائل بيقلق منه، انما انا اي حاجه يعني وائل بيقلق منه، فلازم يعليه بقى عم مصر ويديله وضعه عشان ما يقولش عليه اي حاجه. انا عارف ان انا كده كده مش هقول عليه حاجه، انت فاهم. يا نهار اسود، هو الدرجات دي يا وائل بركات بتخاف منه؟ لا كده هيوقعونا في بعض يا كابتن جمعه. هو انا ما عنديش اسرار يا كابتن اسلام والله، انت عارف. ده انت هتقول لي ده بينام الساعه 8 يعني يا دوبك احنا بنبدا هو بينام. انا كتاب مفتوح، كتاب مفتوح. بقول لك ايه، عبد ناصر البرنس بيسلم عليك برضو. طبعا ناصر حبيبنا كلنا انت عارف. حبيبي يا كابتن وائل، كل سنه طيب يا كابتن وائل. سنه سعيده كده وسنه كلها خير ليك الاسره. منور يا ناصر، ربنا يخليك. ربنا يخليك انت. المكالمه دي جميله جدا جدا يعني، وانا فرحان حبيب. والله انا في وسط النجوم وبتكلم كمان نجوم حبيب. ده ايه ده؟ دي ماما بتدعي لي حبيبي يا ناصر. والله بشكرك جدا، كل سنه طيب يا كابتن. سنه وانت طيب حبيبي يا عم وائل، سعيد عليك. الله يخليك يا ناصر، ربنا يخليك. وائل يعني سنة فاتت لسه كنا بنتكلم فيها، أولا خبر العاجل دلوقتي اللي معانا والتر بواليا رسميا في النادي الأهلي لمدة 4 مواسم خلال الفترة القادمة. يعني أولا نعرف رأيك في هذا الموضوع. ده لعيب كويس طبعا، أنا اتفرجت عليه المباراتين اللي فاتوا مع فريق جونة، ولاعب كويس جدا ومكسب للنادي الأهلي. أفضل من الناس اللي كانوا موجودين الفترة اللي فاتت، وعنده إمكانيات مميزة ولاعب سريع وكورته كويسة. هداف الدوري لغاية دلوقتي ولاعب جيد جدا صراحة، مكسب كويس للنادي الأهلي. النادي الأهلي هيستفيد منه خلال الفترة اللي جاية من وجهة نظرك يعني؟ يعني انا بقول لك اظهر الفتره اللي فاتت سام عن نهايه الموسم اللي فات وبدايه الموسم ده ان هو لاعب جيد وعنده امكانيات ممتازه، و يعني في مواصفات كتير كويسه يعني. ان شاء الله يبقى موفق بس مع الفرقه ويندمج بسرعه مع المجموعه ويدخل مع التركيبه اللي موجوده دلوقتي حاليا يعني ان شاء الله. بركات وائل من الناس اللي يعني كنا لسه بنقول عنده بطن رجل كبيره قوي يعني. لا طبعا اشمعنى انت يعني؟ هو انا مستغرب بركات ساكت ليه لغايه دلوقتي يا استاذ. لا خلي بالك هو لسه، خلي بالك ما سخنش يعني. لا 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 احنا اسبوع احنا قعدنا ترتيب الاوضاع في علاقتنا انا وانت يا جمعه الاسبوع اللي فات لما قعدنا مع بعض. ترتيب الاوضاع ازاي يعني؟ مش لا يعني احنا بقى يعني مش هنهاجم بعض بقى تاني خلاص. مش هينفع. ممكن اقول لك حاجه يعني؟ قول لي اتفضل. يعني انا لو منك يعني انا اقول بس يعني واحد من المواقف اللي انت عملتها يعني، هو في موقفين حلوين بس يعني. الاولاني اول واحد عماد النحاس واحنا بنلعب نهائي كاس الامم العسكريه في مالي، وعماد النحاس طالع في كره مشتركه مع الفيرود بتاعهم فدخل في دماغه وقع اغمى عليه في الملعب. عماد عماد اغمى عليه خلاص بيبلع لسانه. كان الفتره دي في لعيبه كتير جدا بلعت لسانها فالمهم وائل جمعه واقف جنبه، فهو عنده مخزن في دماغه المعلومه ان انت لازم تحط حاجه في بقه عشان هو ما يبلعش لسانه ويقدر يخرجه وما يموتش في نفس الوقت. وائل جمعه عمل ايه؟ عمل يعني ايه؟ يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، ذكي جدا يعني. جزمه وائل مثلا 45 والملعب كان فيه مطر وطينه وبتاع، خد الجزمه حطها في بقه عماد، كان هيموت من الطينه اللي دخلت جوه بقه.
يعني احمد اشتكى راح المستشفى تاني يوم عشان الحاجات اللي دخلت من جزمه وائل في بقه، مش عشان جزمه كبيره بقى، جزمه 45 والجزمه بص يا اسلام ملعب فيه مطر وطينه، خدوا الطينه بص كل حاجه استاد فوق احمد كان نايمه. دي عملتها ازاي دي يا نجم؟ عملتها ازاي يا وائل؟ عملتها ايه التفكير ده؟ الفتره دي كانت الفتره بتاعت حوادث بلع اللسان كتير اسلام، والوقعه بتاعت عماد كانت قدامي يعني عماد طلع اشترك مع المهاجم ونزل على دماغه من ورا، فعماد نزل ببص على دماغ لقيت دماغ عماد لقيته يعني عينيه مش معايا ومش مركز، فطبعا كنت قريت المعلومه بتاعت ان انت لازم تفتح بق اللاعب او حاجه زي كده، بس المشكله الملعب كان كله طين طبعا، فعماد راح المستشفى من كتر الطين اللي دخل جسمه. من كتر الطين بس يعني الحمد لله فاق من الوقعه، لكن من كتر الطين. يعني دلوقتي وائل بتفكر في ايه او بتفكر ازاي لما بتشوف يعني الجيل بتاعك كله، يعني بركات مدير المنتخب الوطني، كابتن سيد مدرب المنتخب الوطني، انت في محلل كبير في قناه كبيره او مهمه، ايضا عماد النحاس مثلا مدير فني لفريق كبير، لما بتشوف الجيل ده بتفكر في ايه يا وائل؟ او اكتر حاجه بتبقى يعني بتفكر فيها لما بتلاقي بركات كده وسيد كده وعماد كده وفلان كده وفلان كده، بتفكر في ايه؟ يعني اكيد اسلام الناس دي يعني تستحق ان هي تبقى موجوده في المشهد الاول، يعني في صداره المشهد دلوقتي. يعني الناس دي خدمت المنتخب مصر قبل ما تكون خدمت النادي الاهلي. الناس دي ليها اسم الناس تثق فيها كلها، فلازم الناس دي طبيعي ان هي تكون موجوده يعني. وتستحق مكان واماكن اكتر من كده كمان، لان في ناس موجوده في صداره المشهد الرياضي ما زالت اجزاء، يعني جزء كبير منهم موجودين واثبتوا فشلهم، فانا اشوف ان المجموعه دي لازم تاخد الفرصه ولازم تجرب والناس تستفيد منها، يعني الناس دي لعبت وقدمت اداء وقدمت سلوكيات وتصرفات في خلال فتره لعبها واستمرارها في الملاعب تقول ان هي تنفع ان هي تبقى قيادات في المجال الرياضي في مصر يا اسلام، سواء في الاعلام سواء في المنتخبات سواء في الانديه يعني. وشوف عماد ما شاء الله لما حصل على الفرصه كمدير فني بالخبرات اللي عنده الخبرات اللي اكتسبها نجح، وبقى الموسم اللي فات من احسن المدربين الموجودين في مصر. فويس على كده في مجالات ثانيه كتير، محمد بركات اللي الناس بتقول ان بركات ما كانش ينفع يبقى في مركز قياده او مسؤوليه، متولي مسؤوليه المنتخب الاول منتخب مصر ومدير المنتخب الاول، فدي من الحاجات. سيد مع المنتخب كمساعد للمدير الفني كابتن حسام موجود وشغال بشكل جيد مع المدير الفني، فيعني الناس دي لازم تاخد الفرصه سام ولازم تشتغل ويبقى ليها دور زي ما قلت. الناس دي قدمت وعندها الرصيد اللي يسمح لها ان هي تعمل الكلام ده كله. معايا تليفون، خليك معايا وائل برضو عشان معانا تليفون برضو، احنا النهارده عاملين قاعده كده تبقى لطيفه تالت بتاعنا. شادي يا شادي مساء الخير يا فندم. انت اتغيرت ولا ايه؟ هو وائل عامل مداخله يقول كل سنه وانتم طيبين، بيتكلم فنيا وبتاع يا جماعه. وبعدين عارف اقول لك على حاجه، انت معاك بركات وزاد، اقسم بالله الاثنين بياخدوا الكلام من هنا بيطلعوه. بركات بتاع الكلام ده وائل. بتاع الكلام يا وائل، سامع يا وائل شادي بيقول لك ايه؟ انا بعديها يا اسلام ايه؟ انتوا ناويين تقفلوا القناه بعد القعده؟ هو بقول لك ايه، خد بالك ده هما الاثنين ممكن يشتموا بعض دلوقتي اصلا، يعني شادي ووائل ممكن دلوقتي يشتموا بعض. يقعدوا عادي جدا، اكتر اثنين بيحبوا بعض في مصر. ايوه هو هيشيلوا بعض بقى، يقول له فاكر الجون الفلاني والله. شادي منور يا شادي والله. حبيبي يا اسلام الله يخليك، وكل سنه وانت طيبين. انت طيب يا حبيبي. وانا مبسوط جدا جدا عشان حاجات كتير جدا كتير المحترم دوت مع الاجيال السابقه اللي هو حقق انجازات كتير جدا. ايوه مهم جدا تواجد اللعيبه اللي ذو قيمه زي كابتن سيد معوض وكابتن بركات وزي كابتن اسلام وكابتن وائل جمعه اللي صنعوا تاريخ محترم للنادي الاهلي. كمان مبسوط جدا لوائل معانا في المداخله عشان دايما الناس مش عارف تعمل رابط ليه اللي في مشاكل ما بيني وبين وائل، ومفيش الكلام ده، وائل ده اخ كذاب. والله
العظيم والله لا العظيم. طبعا انا بهزر اكتر واحد عارف. وائل وائل ده اخ عزيز وانا بحترمه جدا جدا. كويس اللي هو معانا في المداخله عشان الناس اللي بتحاول طول الوقت تعمل وقيع. انا مش هتكلم بقى كلام جد والكلام. اتنين ليمون طب والنبي اتنين ليمون بسرعه عشان معاك ناصر. برحب اكيد بناصر وبركات اساسا جاي اكتر عشان ياكل عكاوي. انا حافظه ده. بتحب العكاوي؟ يا عم انا قلت له يا شادي وحشني جدا يا كابتن شادي. ايه؟ حبيبي عم شادي. حبيبي يا ناصر الله يخليك. حبيبي يا باشا كل سنه طيب. حبيبي وانت طيب يا ناصر الله يخليك. يا وائل يعني كلام كلام جميل يعني والقعده دي بتفكرك بايه يا وائل؟ لا طبعا انا شادي اخويا اسلام طبعا كلنا اكلنا عيش وملح مع بعض لو حصل في فتره من الفترات ان في زعل مننا الواحد بتعدي. العشره بتخلي كل حاجه تتنسي يعني مع الوقت. الواحد دايما بيفتكر اللحظات الكويسه واللحظات الطيبه بس اكتر من كده. انما زي ما شادي قال احنا يعني التجمع ده لوحده بيخليك دايما تفتكر اللحظات الحلوه وتخليك تبقى فرحان طبعا ان انت بتشوف الناس اللي عشت معاهم عمر كامل. احنا نعتبر عشنا مع بعض في النادي وفي المنتخب يا اسلام اكتر ما عشنا مع اختارنا يعني صح. فطبعا الواحد كل ما بيشوف الاسماء دي والناس دي بيفتكر اللحظات الحلوه وخاصه عم ناصر البرنس لما كان بيجي معانا فاكر الياباني كنا كلنا بنستغرب هو جاي منين. جات الكبده معايا و ربنا يخليك عم شادي حبيبي. طبعا عم شادي اللي معلمني دوائل دوائل بس المكالمه كانت سنبلبول. بقول لك ايه يا جماعه ما تجيبوا لنا عماد النحاس كمان يا محمود عشان يبقى خط دفاع كامل بقى يعني هاتوا لنا عماد النحاس كمان يا محمود يعني عشان تبقى الدنيا واضحه يعني. انا مبسوط والله يا اسلام بقول لك ان الناس دي كلها معاك دلوقتي ويعني ان شاء الله سنه تبقى سعيده علينا كلنا ان شاء الله ويعني دايما في فرحه وفي انبساط وربنا يزيل المرض اللي موجود ده ونفضل دايما في سعاده وسلام ان شاء الله يعني. بركات كان بيلعب دايما جنبك باك رايت ووائل وشادي كان بيلعب جنب سيد معوض صح يا شادي؟ بص يا اسلام انت ما تدخلنيش فنان عشان انا معاك البركات كلها وهو عارف. معاك ايه؟ معاك ايه؟ الوحيد بص هو خلص على سيد سنين طويله وعذبه. هو خلص على سيد بس يا شادي؟ لا اسمعني بس عذاب بركات معايا والله هو عارف. طب ما ايه مش فاهم يعني. طب انت هتكلمنا كده وهتقفل يعني ولا انا مش فاهم؟ لا مش هتقفل اقول لك الحاجه بركات خمس سنين اصل انت وانت عارف اسلام انت هتستهبل. انا راجل مذيع ماليش دعوه. يا شادي 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 هو ايه علاقه ان كل ما واحد يجي يقعد معايا في الاوضه يمشي يعني؟ انا معلش اولا اللي بيقعد اللي بقعد معاه في الاوضه اللي مشي ده هو مش قادر يفرض نفسه فنيا. اسلام مش قادر يفرض نفسه فنيا. انت مش قادر تفرض نفسك فنيا. رمزي بركات رمزي صالح مش قادر يفرض نفسه فنيا. طب انا اقول لك على حق. طب انا ما قلتش عاشور بطلني ليه بقى؟ ما انا هقول لك بقى اسمعني ادينا حاجه بقى عم شادي عشان ادينا حاجه جديده ادينا الحقنا بقى. انا مشيت 16 واحد قبليه يا اسلام. كم؟ 16 متخيل 16 والله 16 هو اللي مشي. عدهم لك يا باشا عدهم. عد يا نجم عد. عد علاء ابراهيم وعلي ماهر ووليد صلاح الدين وهشام حنف. شوف بركات جاء هقول لك انا بيعمل ايه. بركات ذكي جدا خفاش. يسهرك تروح الماتش مش مركز. انت هتقول لي التغيير الاول. التغيير ده وائل سمعت كام تغيير اول انت قبل كده؟ لا وائل بينام بدري يا باشا. يا وائل معايا يعني الناس اللي معايا. لا لا الناس اللي معايا الحمد لله ما العدد مش كتير بس يعني انا ممكن ادافع عن بركات في النقطه دي. يا عم تدافع ايه ده انت مبطل 20 باك رايت. دافع جمعه دافع. الراجل بركات قاعد يلعب جنبي بتاع 7 8 سنين. سبع ثمان سنين قصدي مستحمل بساطه. 7 8 سنين مستحمل البساط بتاعته. العيب في الناس اللي بتقعد مع بركات يا اسلام. العيب في الناس اللي بتقعد معاه صح. طب انا عمري ما قعدت معاه انا كنت بقعد مع شادي عشان تبقى عارف بقى. ما انا بقول لك لا بركات لا ده اللي بيلعب جنب بركات بيبقى نجم. انت يا ابني متغير اقسم بالله يا وائل. يا رب في حاجه غلط. ربنا يهديك كده. انت قابض يا وائل. ربنا يهديك وتفضل كده على طول. بقول لك ايه الاسبوع اللي فات يا وائل فرق معاك قوي.
الاسبوع ده فرق معايا جدا انا عرفت بركات من جديد. هو كمان هقول لكم بس اسمعوا بس حاجه. قول لي يا نجم. قول يا شادي. اسمع بس. اولا وائل التاريخ كله معايا بقى فانا هقول. قول يا نجم. مره الماتش شغال قبل الماتش بركات راح لوائل جمعه قال له ايه؟ قال له بقول لك انا بلعب كان اول مره العب باك رايت. وكان مستر مانويل عايز بركات يستغل السرعات كانت الفرقه مش فاكر مين اللي بيلعبها بركات بسرعته والباص بتاعه سليم 100% فايه؟ قال له انا هستغل لك اللي انت ايه؟ ما ترجعش تعمل لي الواجب الهجومي. راح لوائل جمعه قال له ايه؟ قال له بص هتلعب لي جامد؟ هلعب لك جامد. اديني الباص بالراحه. المهم ابتدى الماتش فالباص ايه بركات كان لسه بيرجع كده فهو اللي عاب له باص جامد شويه قال له بقول لك راح جاي رده له جامد جدا اقسم بالله راح جاي قال له ده لعبوا له جامد راح جاي قال له ايه قال له هتلعب جامد هلعب لك جامد ثاني هلعب لك بالراحه انت انت لعبت ورا سيد شويه لحق سيد ولا شادي لعب معايا سنه كتير ها سنه لا بس في المنتخب كتير لا بص عايز اقول حاجه سيد من اللعيبه اقسم بالله انا اشهد امام الله يعني سيد لعيب كذاب شوف كلنا قلناها في نفس واحد كذاب قول يا شادي قول قول يا حبيبي لعيب جامد جدا ما شاء الله عمري ما هنسى مره مستر مانويل في محاضره قال لهم هو مارادونا مش عارفين توقفوه مارادونا فاكر يا سيد كان ماتش الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه بيقول ايه بيعيشوا بعض طب بقول لك ايه يا شادي اقفل بقى اقفل يا شادي بقى مش كده يعني بقول لك يا شادي ساعة ونص يا عم ولا ساعتين ايوه انت كنت اكتر واحد عارف كل شويه تيجي تشتكي تقول ما نعمل ايه يا عم ما انا على طول بروح ناحيه سيد علشان هو الثغره اللي في فرقتنا شفت سيد حبيبك بقى برضه لا يعني يعني ايام جميله جدا يا بركاته بتفكرنا دايما بكل حاجه حلوه والجيل ده زيه زي كل اجيال النادي الاهلي كل دايما النادي الاهلي كل في كل سنينه بتلاقي اجيال واجيال وعظماء الحقيقه ورموز كبيره جدا اهم المواقف اللي عشتها مع شادي ومع وائل سيد يعني شادي مواقف كتير جدا يمكن انا حضرته في النادي الاهلي سنه بس انما حضرته في منتخب مصر يمكن بطوله 2008 يعني اعتقد يعني بس هي مواقف كلها اللي مع شادي ما تتنسيش بلاش يا سيد يعني مواقف ما ينفعش ما احنا مش انا مش عارف اتكلم ايوه ما هي مواقف شادي خصوصا مواقف ما تتحكيش يعني انا اقول وائل اللي فاهم قصدي السلك ما بيطولش يا وائل يعني اكيد لا 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 اكيد انت فاهم بلاش الموضوع ده لا يا جمعه يا جمعه الا ايه السلك ما بيطولش ده يا جمعه دي مواضيع ما بتتحكيش انت فاهم اوعى وائل تقول وائل يا جمعه حاجه بيضحكوا عليك يا جمعه لا لا موقف ما يتحكيش لا ما يتحكيش خالص فشادي خالص 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 لا هي موقف ما تتحكيش عناوين لان بطل الموقف ده كان شادي فما ينفعش انما وائل وائل يعني يعني وائل من يعني مش هنقعد نتكلم في الكوره لان هو احسن لا مدافع النهاردة احسن مدافع في تاريخ مصر مش هنتكلم في الكلام ده يعني خلاص كل الناس يعني لا محلل جامد قوي يعني انا والله بقعد اتفرج عليه بقى مبسوط وائل وائل من الشخصيات عشان برضه يخلي بالك ممكن يقول كلمتين زياده شويه بس هو هو طيب يعني وائل ما عندوش حته الخبث اللي هو بيبقى قصده حاجه معينه عايز يعمل حاجه معينه بيديها هو بيديها واحده انما هو في الاول والاخر لا يعني طيب من الناس اللي تعرف تعاشرها الناس اللي هو قال نقطه مهمه في الاول ان انت بترجع في الاول تقول ايه في الاخر كلنا عيش وملح مع بعض يعني فبترجع العلاقه احسن من الاول 100 مره فهي يمكن حته كلمه او كلمتين انما هو من جواه هو طيب جدا ما بيقولش كلمه في حق حد ما بيغلطش في حد بشكل كبير انما اكلمك في نقطه بقى اللي هي بقى عيوب وائل عيوب وائل ان هو ما بيغلطش يعني على طول رافع ايده في الاوفسايد يعني هو ما بيغلطش هتقول له عملت الباص ده ليه هيحلله لك في ثانيه يعني هيحلل لك الباص انا عملته عشان خاطر يدي لك موضوع ممكن يتكلم فيه نص ساعه طب تقول له انت فكرت في كل ده خلال يعني الثانيه اللي بصيت فيها ازاي يقول لك لا ده يعني مره بنلعب فرقه في جنوب افريقيا مع منتخب مصر بنلعب منتخب جنوب افريقيا وبعد كده النادي الاهلي هنلعب فرقه في دوري الابطال فهنقعد اسبوع في جنوب افريقيا فالماتش الاولاني الدقيقه مثلا 93 الفيرود بتاع جنوب افريقيا رايح انفراد فوائل بيجري جنبه وائل خاف يمسكه فسابه فراح للحضري راح حاططها خسرنا الماتش فبعدها قعدنا خمس ست ايام في جنوب افريقيا اللعيبه الدوليين وبتاع فبنلعب ماتش فقبل الماتش بنتكلم بقى وائل ده انت لو مسكت الراجل كان خلاص المهم اول دقيقه اسلام في الماتش مع الفرقه اللي انا مش فاكر فرقه ايه
فهو الواحد معدي من جنبه على ال 18 وراح بره اه في نفس المكان راح ماسكه في اول دقيقه اول دقيقه. المهم ان الفاول اتلعب وجا جون وراح واقف قال لك اهو جاب جون يا اخويا اديني مسكته. خلي بالكم اسلام يا جد وائل 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 عنده حاجه ما حدش يعرفها عنه كتير هو هيموت من الضحك. احكي يا نجم احكي. وائل ما تقربش منه وهو جعان اقسم بالله. ما تعرفش ايه؟ لو وائل لما بيجوع بيبقى جعان اه والاكل ما جاش بسرعه اقسم بالله ممكن يناديك يقول لك مصطفى ابراهيم. ما ترد يا عم وائل رد يا عم جمعة. والله هو ده انا الوحيد اللي عارف الموضوع ده. ايه اكله سمبلومو خفيف مش كلامه مظبوط. انا اللي عارف وائل بياكل ايه. اكله ايه؟ اكله سمبلومو. وائل حتى لو بياكل بيحب الاكل خفيف. ده مش كده. هو وائل بيحب يعزم على الناس كده الحقيقه اللي هو بياكل. يا ربنا يخليك يا عم ناصر. بس انا شايف بركات ما بيدخلش في الحوار ليه؟ لا خايف انا موجود. لا كان بطل ياكل عكاوي. موجود يا جمعه انا معايا الاسرار. طب انا يا عم طب انا يا جمعه هعترض. انت لو الاكل بتاعك سمبلومو طب انا هعترض ليه يا عم؟ سمبلومو اكيد يعني كويس ليك رؤيه كويسه ان انت اكلك سمبلومو. طبعا من الاخر يا باشا ملتزم. ملتزم الساعه 7 8 الصبح يصحى الفطار. يا بس عم كابتن ولا بتكلم غلط؟ انا بس بتكلم في الالتزام. بركات نجم الكلاب ساندوتش. نجم ليه؟ الكلاب ساندوتش. اه طب بقول لك ايه يا شادي معلش الناس عايزه تعرف سر. انا عارفك انت هتقول ايه اقسم بالله. اتفضل. طب قول يا نجم. انت عارف هتدي اشاره لايه؟ صعبه قوي اسلام اللي انت عايزنا نتكلم فيه. طب خلاص بلاش بلاش الاسرار. الاسرار الصعبه دي بلاش. بص يعني انا عايز اقول حاجه بقى بعيد عن الكوره بقى بصراحه يعني. بطولات الحمد لله كانت كتير جدا. لعيبه بجد كانوا رجاله بمعنى الكلمه. اخلاص باقل ماديات. بركات كان نجم كبير جدا. ابو تريكه حاجه ولا اروع. طبعا وائل جمعه واحد من الناس. محمد النحاس سامي الشاطر احمد فتحي نظام الحضري لما كان موجود. لعيبه احمد حسن لما كان موجود. كل اللعيبه الكبار فكرت فيه. سيد معوض كل اللعيبه. ايوه انيس بوجلبان. كل الناس بامانه يعني. شاوي شاوي كمان. شاوي عشان شاوي حسام غالي متعب. حسام غالي ومتعب وفلافيو وجلبرتو كلهم. ومتعب طبعا صعب تقول بالاسم تنسى حد. تظلم اي بني ادم ما تجيبش اسمه يعني بصراحه. لان هو ده اللي بيزعلني فعلا لما الناس بتطلع بتقعد تتكلم على اثنين ثلاثه. كل الناس احمد في احمد عادل رامي عادل يعني كل احمد عادل حارس. لا ده انت كده هتجيب الاجيال كلها. صح طبعا صح هو صح هو بيتكلم صح فعلا فعلا لان فعلا الجيل ده كله اسلام من اوله لاخره تعب فعلا. في ناس كتير قوي وشادي يتفق معايا وائل جمعه يتفق معايا السيد برضه في السيد اتظلمت كتير جدا يعني. كانت لازم تاخد اكتر من حقها كتير جدا. وفي الجيل ده وفي لعيبه كانت بتشيلنا وبتشيل الاسماء دي كلها وما كانش برضه يعني كانت برضه ايه ماشيه جنب الحيط. دي حقيقه دي حقيقه. شادي يعني عايز تقول حاجه ثانيه يا شادي؟ حاجه اخيره بس. اتفضل يا شادي. فيما يخص الجيل والاسماء وبرضه ابو تريكه نجم كبير لازم نذكر اسمه وصنع تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. طبعا محمد بركات كان ليه دور مهم جدا جدا ومهم جدا ياخد حقه. كل ده لازم نتكلم فيه. ولكن اللي انا عايز اقوله احنا اجيال بنكمل بعض ونسلم بعض الشاره وبنسلم بعض البطولات والنجاحات وبنسلم بعض الاخلاقيات المحترمه. الجيل ده الناس ما تعرفوش عنه ضمن النجاح مش مهم مين يلعب. المهم ان انت تروح للهدف تروح كاس العالم وتجيب بطوله افريقيا. كان اسلام يلعب ما يلعبش بركات يلعب ما يلعبش شادي يلعب ما يلعبش. ده بس انا حبيت اقول الرساله دي فيما يخص الكوره. كمان مبسوط جدا مره ثانيه اكيد برحب باخويا وحبيبي وصاحبي والناس المحترمه محمد بركات وسيد معوض من الناس الرجاله وانت يا اسلام من الناس المحترمه جدا. وانا مبسوط مره ثانيه ومليون اللي سمعت صوت وائل كان مهم جدا بالنسبه لي. واول ما عرفت الوائل معاك وانا ما اتصلتش الثانيه لان ما بيننا عشره كبيره. طبعا ما بيننا قعدنا مع بعض اكتر من اهالينا ووائل على راسي من فوق. في ولاد حلال زي ما بيقولوا بيوقعوا ما بين الاخوات وبين بعض. لكن انا بعتز بيك يا وائل قدام الناس كلها وبحترمك ومشرفنا في اي مكان بتبقى موجود فيه.
انا بشكرك جدا يا كابتن شادي، الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي الكبار الحقيقه، واحد من الناس اللي ليها دور كبير جدا في فترات طويله. وائل برضو لو حابب تقول حاجه في نهايه هذا في نهايه السنه يعني وبدايه سنه جديده. لا انا بشكركم طبعا يا اسلام، وسعيد ان سيد وبركات موجود معاكم، واتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله عليكم وعلى مصر كلها وعلى النادي الاهلي ان شاء الله، وباذن الله تكون السنه اللي جايه دي افضل من السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله يعمل اداء مشرف زي ما احنا ادينا مع النادي في 2006 ويحصل على مركز كويس في البطوله. الدنيا كلها هنا منتظره ومستعده النادي الاهلي للنادي الاهلي قدام، ان شاء الله الجمهور يكون حاضر ويبقى احتفال بالانجاز المميز اللي النادي الاهلي عمله. ومره ثانيه سعيد ان انا كنت موجود معاكم جدا، وكان نفسي ان انا اكون يعني معاكم في الاستوديو في لقاء زي كده، ف ومبسوط ان سمعت صوت سيد والله بجد، انا ما شفتوش وما شفتكش انت اسلام كمان، فده عشان كده في الاول انا قلت لك لما ترجع بقى ان شاء الله. يعني الاجازه انا استمتعت بوجودي مع بركات في الاجازه، وان شاء الله يعني في اقرب فرصه باذن الله اشوفكم على خير في مصر باذن الله. ربنا يخليك يا نجم، متشكرين جدا. توفيق يا جمعه. توفيق. شكرا يا كابتن وائل. كابتن وائل جمعه احد اساطير النادي الاهلي واحد اساطير المكان اللي بيلعب فيه الحقيقه الاستوبر ده. لما تقول استوبر لازم تقول وائل جمعه. حلقه لطيفه يعني، عاملين جو كويس جدا. والله انت بفتكر ايام. نعم انت بسطتنا بصراحه حبيبي. لا ده انا مبسوط بيكوا ونفسنا نجيب يعني، انا النهارده كان عندي فكره ان احنا نجيب كل الجيب اي حد بالجيب بتاعنا الحقيقه. صدقني من اكتر الاسابيع او اكتر الاوقات اللي انا كنت مثلا مبسوط فيها هو مثلا الاسبوع اللي فات زي ما وائل بيكلمك، كنت مثلا قاعد مثلا حوالي 4-5 ايام قاعد مع وائل جمعه مع الحضري وعصام وشوقي تيالي. فيعني الكلام برضو كان كله ماشي كده في السكه ديت، ان احنا فاكر اما حصل الذكريات المواقف الصعبه وما مش عارف مين اتعمل مين اتطرد مين اتخبط، فكانت ماشيه كده. فالنهارده لا سيد اصل احنا كنا بعيد شويه. فالمره دي انا قاعد مع اسلام وسيد وجي وائل وجي شادي، فيعني هو ده يعني. بص احنا في الاخر يا سام احنا كل حاجه عملناها عملناها واحنا كده يعني، احنا عملناها كلنا مع بعض كلعيبه. كان معانا في ظهرنا جمهور محترم بيساندنا، اللي بيقع فتره من الفترات الجمهور بيقومه معانا، اداره دايما في ظهرنا معانا طول عمرنا، ناس بتشتغل معانا اجهزه فنيه طبيه اداريه كله بيساعد. وهذا اللي انا بدات بيه الحلقه وقلت لك ما دام كله بيساعد وكله على الوعد كل حاجه تتحل، كل حاجه تبقى كويسه. بركات اتغير برضه والله بقى بيقول كلام حكم. بس انا قبل ما انسى بس عشان هعقب على كلمتين قالهم وائل في الاول لما كان بيتكلم على بركات واننا موجودين في جهاز المنتخب، ان الجيل ده لازم يتصدر المشهد. يعني انا بتمنى ان طبعا ان كل الجيل لازم يبقى موجود في اماكن كثيره جدا، هو ده الطبيعي ان انت طالما الناس عملت انجازات كبيره جدا سواء مع النادي او مع المنتخب وادت اداء كويس جدا، ما لهمش حاجه اخلاقيا، عندهم حاجات فنيه، عندهم امكانيات، هي دي النقطه ان انت بتدي الفرصه وعلى حسب امكانيات وعلى حسب معنى اصح مؤهلاته وعلى حسب تاديه الدور اللي هو هيقوم بيه قيمه. انما الناس دي لازم تبقى موجوده في اماكن كتيره جدا. الجيل ده الواحد بيتبسط جدا اما بيشوف يشوف اسلام موجود في التلفزيون، يشوف بركات في المنتخب، اشوف وائل جمعه بيحلل، اشوف عماد مدير عماد فني. النحاس من احسن المديرين الفنيين اللي موجودين خلال السنين اللي فاتت كلها، ما كانش افضلهم. فهي النقطه كل ما الناس دي موجوده كل ما الجيل ده موجود. واحمد حسن وميدو وحازم امامي كلها تجارب الواحد بيتمنى ان هي تنجح وتكمل على المدى البعيد، لان ده طبيعي. ده يعني هي الكوره كده، او بمعنى اصح هي الطبيعه كده، كل مره جيل بيسلم جيل ويبدا معاه. انما انت بتاخد الفرصه وعلى حسب بقى امكانياتك وعلى حسب الدور اللي انت بتقوم بيه بيبقى تقييمك بعد كده وعلى حسب توفيقك يعني في حاجات كتير. يعني وانت برضو يعني ممكن تختار حد ويطلع ما عندوش الامكانيات في المكان ده، بس انا قصدي ان هو لازم ياخد الفرصه بناء على انجازاته بناء على الحاجات اللي عملها في حياته كلاعب كوره.
بمعنى اصح بيتكافئ عليها، فهو بياخد الفرصه، هو بنفسه بقى هو اللي يقدر يمسك في الفرصه دي ويكمل، او هو اللي بيبعد نفسه. فهي النقطه ان الجيل ده يستحق بصراحه بكل امانه، لان انت الواحد عاشر المجموعه دي كلها كل واحد عنده امكانيات، كل واحد مستني الفرصه، كل واحد ان شاء الله هيبقى ليه دور خلال الفتره الجايه. نتمنى ان شاء الله ان كل الجيل بتاعنا يكون موجود في كل الاماكن ان شاء الله. هسيب حضراتكم تستريحوا شويه من بركاته سيد واسلام وشادي ووائل، وعندنا لسه مفاجات كتيره في بقيه الحلقه، ونشوف برضو عم ناصر عملت لنا ظبطت لنا الدنيا تمام كله تحت السيطره كله دلوقتي انا سامع كله. هنقول المفاجاه دلوقتي قبل ما نعمل فاصل. ايه اللي انت هتقولها؟ قول لي وانا هخش. لا خلاص، ما هنطلع فاصل نكون برضو ظبطنا الدنيا شويه، كله تحت السيطره. هنطلع فاصل ونسيب حضراتكم تستريحوا شويه، ونرجع نكمل مع النجوم الكبار كابتن محمد بركات وكابتن سيد معوض، وعندنا مفاجآت تانية كتيرة. مع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العام 2020 وما تركه من تأثير سلبي على الرياضة في مصر والعالم، وحالة الحزن المسيطرة على الجميع، كان الأهلي كعادته هو الابتسامة الوحيدة في وسط الأحزان، والنقطة المضيئة اللامعة في سرداب طويل من الظلمات، وكان وحده كافياً ليرسم البهجة والسعادة على وجوه عشاقه وقلوب الملايين من جماهيره في كل بقاع مصر والعالم. سطر الأهلي اسمه بحروف من نور في العام 2020 الذي كان عام السعادة بالنسبة له في مختلف الألعاب. لم يستطع 2020 أن يتحدى الأهلي وركع أمام قدراته وطاقات لاعبيه، ففتح كيس هداياه ومنحه بلا حدود ليكون عاما استثنائيا في تاريخ القلعة الحمراء، والبداية من صانع السعادة فريق الكرة الذي جعل جماهير المارد الأحمر تقفز وتغني وتبتهج كما لم تبتهج منذ سنوات طويلة، وعاد للسيطرة الكاملة على الساحرة المستديرة محليا وقاريا، وحقق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006. فبعد سبع سنوات عجاف نجح الفريق في الفوز بدوري أبطال إفريقيا التي عاندت النادي منذ العام 2013 رغم وصوله للمباراة النهائية مرتين من قبل، ولكن كانت التلتة تبتة وضرب الفريق بقوة وتجاوز منافسيه الواحد تلو الآخر، وثأر من خصوم السنوات الماضية إلى أن تعملق في المباراة النهائية وأطاح بغريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 بهدف قاتل عبر ساحره الجديد أفشة في اللحظات الأخيرة، ليصبح شعار القاضية ممكن حقيقة لا خيال، ويصبح الأنشودة الجديدة لجماهير لا تشبع من البطولات بعدما رددت طويلا التاسعة يا أهلي. ولم ينسى الفريق في خضم نهمه الإفريقي وتطلعه للفوز باللقب القاري البطولة المفضلة لدى جماهيره بطولة الدوري الممتاز، فحسمها باقتدار قبل عدة جولات من نهاية المسابقة وبفارق كبير عن جميع منافسيه، محققا اللقب للعام الخامس على التوالي وللمرة الثانية والأربعين في تاريخه، ليذهب الدرع سعيدا إلى المكان المفضل لإقامته في دولاب أنيق مكتظ بالبطولات في قلعة الجزيرة. كما عاد المارد الأحمر للاستحواذ من جديد على البطولة المستعصية منذ ثلاث سنوات كأس مصر، واقتنصها بجدارة رافعا رصيده من كؤوس البطولة العريقة إلى الرقم 37، مبتعدا كثيرا في الترتيب التاريخي لأبطالها عن جميع منافسيه. ونتيجة لكل هذه الإنجازات كان المارد الأحمر فريدا ومتفردا وسباقا على صعيد مصر والقارة الإفريقية، واخترته جوائز جلوب سوكر العالمية للفوز بجائزتها لأكثر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط حصدا للبطولات في القرن 21.
وحلق نسر الأهلي خفاقا فوق سماء عاشقه وأسطورته محمود الخطيب وهو يتسلم الجائزة في دبي وسط كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم وحضور لأعظم الأندية العالمية المتوجة وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني. وعلى صعيد الألعاب الأخرى ظهر الأهلي كعادته عملاقا في 2020 وأثبت أبناء النادي المخلصون أن القلعة الحمراء هي مهد الألقاب والبطولات في مصر ونجح رجال الكرة الطائرة بالأهلي في السيطرة على الموسم رغم أنف كل المنافسين محققين 3 بطولات عبر الفوز ببطولة الدوري الممتاز والبطولة العربية للأندية الأبطال ثم كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش وصارت على نفس الضرب سيدات الكرة الطائرة بالنادي فنجحنا في الفوز بلقب الدوري مع المدرب الرائع حمدي الصافي وبعدها توجنا ببطولة كأس مصر على حساب الصيد وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميز نال إشادة الجميع. وفي كرة السلة نجح فريق الرجال في الفوز بلقب دوري المرتبط منذ أيام قليلة وهو نفس الإنجاز الذي حققه فريق السيدات أيضا كما فازت سيدات الأهلي أيضا بلقب الدوري السوبر على حساب سبورتينج وظهرت نجمات الأهلي خلال الموسم متألقات ولفتن الأنظار بأدائهن الرائع ورغبتهن الملحة في حصد الألقاب حقا الأهلي دائما عظيم لا يعرف المستحيل ولا تهزمه السنون العجاف مثل 2020 ودائما يحلق نسره في سماء البطولات ويحصد المجد والألقاب رافعا رأس عشاق القلعة الحمراء بانتصارات لا تنتهي وأفراح لا تنسى وبطولات خالدة على مر الزمان شاهدة على أمجاد عملاق يزرع السعادة أينما تواجد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين سيبنا حضراتكم تستريحوا شويه ورجعنا لكم مره تانية هنتكلم دلوقتي يا بركات وسيد في النادي الاهلي عمل السنه دي النادي الاهلي الحمد لله ربنا كرمنا بدوري ابطال افريقيا بعد غياب 7 سنوات زي ما انت قلت يا بركات في الاول اعتقد ان دي كانت حاجه مهمه جدا 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 خصوصا ان انت وصلت النهائي مرتين ثلاثه خلال ال7 سنوات هو كويس طبعا ان انت مش بعيد استاذ يعني انت مش عارف انت محسسني كده بس انا فاكر احنا لما كنا موجودين احنا خدنا 2005 2006 2008 7 لو تفتكر وصلنا النهائي تعادلنا بره جينا هنا خسرنا ماتش الحكم اللي انت خدت الانذار الثاني فيه اما خسرنا 2007 وكانت الزعل كبير لانه كان مش متوقع خصوصا ان انت محقق نتيجه تعادل بره ملعبك فكانت النتيجه مش متوقعه ولكن اشتغلت كويس على نفسك وكنت مصمم ان انت تكمل وان انت تعوضها على طول وده اللي حصل على طول في 2008 هو ده بالظبط هو دوت اللي حصل الاهلي البطوله بعيده بقى لها 7 سنين زي ما انت بتقول كان 2013 انما انت مش بعيد عن المشهد انت برضه وصلت النهائي مرتين ورا بعض ما توفقتش مره قدام الوداد ومره قدام الترجي ولكن اشتغلت برضه وفضلت قاعد مصر ان انت تجيب التسعه وهو دوت اللي حصل اشتغل كويس بتحاول من خلال البطولات بتاعتك اللي بتاخدها المحليه بطوله الدوري احنا بنتكلم يا استاذ ناصر لو سمحت احنا بنتكلم يا استاذ ناصر اتفضل فمن خلال بطولات كمان يعني يمكن السنة دي زي ما انت بتقول البطولة التاسعة افريقيا قدرت ان انت تحقق بطولة الدوري قدرت تحقق بطولة الكاس ويعني انا شايف ان هي عن بطولات عن جدارة رغم ان احنا لازم نحيي نادي الزمالك على المباراة النهائية اللي عملها قدام النادي الاهلي في البطولة الافريقية لانه النادي الزمالك بصراحة عمل ماتش محترم جدا في النهائي الافريقي ولكن كان التوفيق من نصيب النادي الاهلي وهو دوت دايما اللعيب الاهلي بنقول ان هو بيتمتع بيه او لازم ان هو يتمتع بيه ان انت بتلعب فعلا كلمه ان انت بتلعب على اي بطوله هو دي فعلا هو انت بتلعب على اي بطوله انت بتلعبها المفروض بتلعب عليها اما تخسر بطوله تحس ان انت عملت حاجه
مش طبيعيه، او انت عملت مثلا حاجه غلط في حق ناديك او في حق جمهورك، جمهورك دايما بيبقى مستني منك احسن حاجه في الدنيا، وبالتالي انت بتشتغل على نفسك وبتقدر ان انت تحقق اللي فاتك، ودوت اللي عمله النادي الاهلي السنه دي. طب بقول لكم ايه، ما تيجي نقوم نقعد مع نقف مع ناصر شويه عشان ناصر ابتدى نطمن على الاكل، تشوف هناكل ليه ولا مش هناكل النهارده. اتفضل ناصر، ناصر ممكن يحدفنا بحاجه. خد الشاي معاك اتفضل، يعني ما فيش مشكله خالص، اتفضل حبيبي يا باشا، ده الدنيا كلها لو ممكن يا ناصر بيه. ايه الحلاوه دي؟ نيجي نقف معاك كده ونشوف الدنيا. لا يا باشا تنور يا باشا والله. ها؟ ايه الحلاوه؟ اشتغل بنفسك؟ لا ازيك يا عم حبيبي عمي والله، انا سعيد جدا 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 والله يا كابتن النهارده. بجد والله. بس انت شكلك اتضايقت. لا 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 خالص. لا بس حضرتك هو احنا رغيين شويه يا عم ناصر معلش. لا لا هو مش متضايق، هو مش متضايق مننا احنا، هو متضايق. هو في حد، في حد زعلك كده؟ انا شايفك وبعد كده سبت الاكل وطلعت تجري وراه هنا. لا لا بجد انا بجيب المخاصي بتاعت حضرتك. بس انا ما طلبتش، انا طلبت ستيك وطلبت ستيك يا باشا والمكرونه سلقتها وكل حاجه والمكرونه اللي انت بتحبها والستيك ومنبار. سيكو منبار، سيكو منبار ايه؟ وسيكو منبار، سيكو منبار جاهز والله. وال يعني الاكل تمام، جايب لك الميزه، انا عامل كل حاجه خفيفه. يعني عامل هو شغلي الكبده والملوخيه، وعامل الحاجات اللي هي الخفيفه، الملوخيه شويه، الكوارع، الموزه الضاني، الكوارع المسلوقه اللي انت حبيتها اول عزومه اكلتها، كنت انت حبيت الشوربه، شوربه بتحب العكاوي بشوربه بس ما بتحبهاش انت البصل. انا مركز ان انت يعني في اللي انا بحبه بس، انت مركز مع سيد خالص انت في اللي بيحبه. لا ده حبيبي، ده عمي الكابتن سيد، ده عم الناس ده. طب هو سيد بيحب ايه طيب؟ انا باخد له الناس ويروح يستقبلني بصراحه. عبد الله بصراحه بيستقبل الواحد والله. ايوه طب هو سيد بيحب ايه؟ انا عايز اعرف سيد بيحب ايه؟ انا ماليش، خلي بالك من الاكل صراحه برضه. هو بيحب العكاوي. لا هو بركات. اقول لك انا بحب، انا بحب من عند البرنس الملوخيه بصراحه. ملوخيه عاملها لك انا. توريني حاجه كده ملوخيه كده. ملوخيه الهوا دي فين؟ هعملها لك ايه في ثانيه. طب يلا طيب، يعني ما احنا النهارده ايه في ثانيه بالسمنه البلدي ايه؟ وببركات وبسيد، فيعني انا والله العظيم ثلاثه النهارده اسعد يوم في حياتي علشان مع قناه الاهلي مع كابتن اسلام وكابتن محمد بركات وكابتن سيد معوض، وصراحه فرحان جدا ان في يوم احتفال زي كده يبقى موجود معاكم. ربنا يخليك. واجيب السكينه والمستحد واقطع التورتايه. فرجنا كده السكينه والملوخيه. الكبده بقى اللي هو الكابتن سيد بيحبها وكابتن بركات، الكبده البلدي اللي هو بيحبها اللي عاملها له على طول اهي. اهي. وده السيكو اللي هو اللي بقول لك عليه، اللي هو الستيك اللي بقول لك عليه. بحب الكبده فعلا. الستيك اسمه ايه؟ السيك اللي هو السيكو ستيك ده اهو، عباره عن ثلاث حتت. وتتبيلته بسيطه، ولا ميه بصل ولا اي حاجه اهي. ليمونه. فاهمين طبعا احنا اهو، شويه ملح. ايوه حطيت حاجه كتير، ولا ميه بصل ولا كلام دوت. واخد بالك؟ ميه ملح اهو، فلفل الابيض. الله الله، شويه فلفل اسود صغيرين اهي، بس كده. وعاملها كده، هي اهم حاجه اللحمه بس كده، والملح الشارب ليها. اهي سيد هيشيل واحده وبركات هيشيل واحده. اي واحد دي و اتفضل يا نجم. بقول لك ايه يا باشا، هو انت عملت برامج يا ناصر قبل كده؟ عملت عملت برامج كتير ما شاء الله، عملت برامج طبعا. لا بس دي مختلف. لا الحلقه دي جميله، مختلف. جدا مختلفه جديده. ده مختلف يعني حاجه جديده بالنسبه لي. وفي نفس الوقت ما بروح اعمل برنامج، ما بروحش اي قناه كل شويه، بس القناه تقول لي تعمل حلقه وبرنامج ما اعملش، دي شغلي اولى. اللي انا اخدم عليكم بتاع. بس لما بتيجي حاجه زي كده طبعا ليه الشرف اللي انا اجي كابتن نادي قناه الاهلي، اللي انا اجي اعمل حاجه زي كده وكابتن اسلام وكابتن بركات. لا لا طبعا هنجيب دلوقتي تليفونات هنعرف مين. نعم هنجيب تليفونات دلوقتي كمان برضه عشان كله ده حسابك. ملوخيه بقى، بص اهي المكنه دي بقى، بص الملوخيه، بص بس دي بقى الخلاف المهم، دي مكنه ملوخيه. انا يعني دي بتاعت لانشون، انا عملتها للملوخيه يعني مكنه تقطيع. الملوخيه تقطيف اللي هي سكاكين وبتعمل تك 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 تك، اللي هي زي ماما، صوت ماما بتاع المكنه اهو. ايوه كده اتخرطت الملوخيه وطلعت، والطشه طلعت، والتوم اهو. فين تومك اهو؟ ثانيه اهو اهو اهي، وانزل لك الملوخيه على الهواء دلوقتي. حضر معلقتك. بص اتخرطت، يعني انا بخرط الملوخيه وهي اللحمه اهي
والمكرونه الاسباجيتي بتاعتك ده اسمه السيكو بقى ايه سيكو ستيك اللي هدوقه لك دلوقتي. ده سيكو ستيك ودي المكرونه اهي بتاعتي. نعمل ملوخيه الاول اهي. تعالى سيد احنا تعالى نعمل شويه لحمه قوم بس انت دي الملوخيه بتاعت الملوخيه اتفضل يا كابتن سيد دي اتخرطت اهي. بص بص عامله ازاي الملوخيه. بص حاجه الحمد لله ده اختراع. ايوه دي اللي هي الملوخيه. تعالى يا كابتن اتفضل اهو مبوظ لك اي حاجه يا عم. اتفضل يا باشا اتفضل يا باشا مبوظ لك اي حاجه والله. قلب يا باشا بالصلاة على النبي. خد يا نجم اتفضل اتفضل يا نجم شوف هتعمل ايه. قلت لك بقى الشغل بقى انا بوظهم له. والله اهي ايوه والصلصه اهي بتاع سيكو ستيك اهي. قلب يا عم سيد بقى بالمره كده وخليك بقى يا عفريت. يلا يا عم عم صراحه يعني هو اصلا قلب يا عم سيد وخليك عفريت يا عم بركات. هم بيحبوا الاكل يعني حتى لما بيعملوا حاجه مع بعض اكل وانا في الاخر خدام انا طب استنى بس عشان في حد قال لي يا عم سيد في حد تاني عايزين يدخله معانا في الاكل. يلا يا باشا اهو جاهز يا نجم مساء الفل. حبيبي كل سنه وانتم طيبين يا عمده. مساء الفل يا عمده. ده كلام برضو ده كلام برضو قلت له بتعمل فيها كده يا عمده منور الدنيا ويعني حاولنا نجيبك وكان معانا مين بقى؟ كان معانا وائل جمعه وكان معانا شادي وحاولنا نجيبك بس انت عبل ما رديت بقى. لا يا حبيبي معلش بركات كل سنه وانت طيب يا سيد كل سنه وانت طيب حبيبي يا عمده. طيب حبيبي طيب. كانوا بيقطعوا فيك تقطيع والله يا عماد دلوقتي مش عايز اقول لك الخمسه والله مستحيل مستحيل. ده كانوا لسه بيحكوا الموقف بتاعك يا عماد اما اغمى عليك في كاس العالم العسكريه وجمعه مصمم يحط جزمته في بقك. كان هيموتك يا عماد. كابتن عماد مش هو طبق كابتن عماد عم النحاس عم النحاس عم النحاس. ايه ده ايه ده ده مفاجاه انا كنتش واخد بالي عشان مركب لي سماعه في ودني مش عارف ايه دي مش سامع. ازيك يا كابتن عماد ربنا يبارك لك في اولادك. حبيبي يا عمران كل سنه وانت طيب. حبيبي يا فندم ربنا يخليك كابتن كل سنه وانت طيب يا عمده وايام جميله ودايما بنستمتع بيك عليك وعلى حضورك الكريمه يلا يا باشا التومه. وطبعا احنا طول عمرنا الحمد لله اخوات واصدقاء وزمايل واصحاب وعشت مع بعض عشره عمر يعني كبيره جدا. والعيال والعيال كبرونا قدام. ده لسه لسه بركات بيقول لي الكلمه دي دلوقتي. بيقول لي هو بدر اخباره ايه ومازن وياسين وسليم. قلت له العيال كبرت بقى خلاص بقى في حته ثانيه. معلش يا عم اسلام بس خلينا معانا شويه. عم عماد بص هوريك الملوخيه اللي هي مخرطه اهو اهو دي ملوخيه ايه اتخرطت. انا بص يا عم عماد عشان اوريك الملوخيه المخروطه اهو. تتفرج على الملوخيه المخروطه عماد. والله وحشتها والله. ربنا يخليك كابتن عماد والله سعيد جدا انا معاك وصراحه انا فرحان جدا النهارده. ده النهارده الزلع دي ماما ده عيالي قوي. يا عمده يعني عشنا مع بعض ايام جميله جدا طبعا. السنه دي الحقيقه كانت سنه مليئه بالانجازات للنادي الاهلي والحقيقه مليئه بالانجازات ليك انت شخصيا يعني. والله طبعا استنى وهنبتدي طبعا بالنادي الاهلي والانجاز الكبير طبعا بطوله افريقيا والكبير في مباراه القرن زي ما بيسموها طبعا لان المباراه دي ممكن يعني تتاخر كتير عقبال ما تيجي مباراه ثانيه نهائي افريقيا ما بين الاهلي والزمالك. من المباريات اللي هي اتعادت الواحد جدا وبطوله عايشتنا فتره يعني كانت دايما بتقول من 7 سنين لكن ممكن تبقى واحده من اقوى مباريات في تاريخ النادي. لان وارد يعني النهارده بعد اكثر من 100 سنه بتلعب مباراه نهائي افريقيا ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك وتفوز بالمباراه. فده من الحياه اللي هي بصراحه يعني اسعدتنا في السنه اللي كانت باينه من اولها لغايه اخر يوم فيها تعب وفيها وباء ربنا يبعده يا رب عننا والناس الناس كلها تبقى بخير وبسلامه والوباء ده يعني يروح والدنيا تمشي مره ثانيه للخير زي ما اتعودنا يعني. لكن احنا على المستوى الشخصي طبعا مع نادي المولين فانا بحمد ربنا انه طبعا في المركز الرابع بعد غياب فتره كبيره النادي المولين عن اللعب في افريقيا. فده انا بحمد ربنا على المجهود اللي اتبذل في خلال السنتين وكان ده تكليل لتعبنا في خلال الموسمين اللي فاتوا الحمد لله. وربنا يعيننا ان شاء الله بقى في اللي جاي يعني حتى البدايه بتاعتنا مع نهايه السنه ما كانتش بدايه موفقه لكن الحمد لله بننهي السنه 2020 بمكسب الحمد لله مهم بالنسبه لنا على فرقه محترمه طبعا فرقه البنك ومعايا جهاز فني محترم كابتن محمد يوسف وعادل مصطفى وكابتن رئيس كمان
وبنت كابتن سعيد احمد، ناس عايشه عمر معانا، والكابتن ناصر جهاز فني محترم، وان شاء الله ربنا يكرمهم. كنت حاسس انا عمده، يمكن انا علشان احنا يعني زميل غرفه يعني سنين حبيبي، كنت حاسس حبيبة بفرحتك بالجون الاولاني اللي فات، خصوصا ان هو في الاول اتحسب اوفسايد وبعد كده اتحسب الفار حسبه، فكنت حاسس بفرحتك يعني، كنت حاسس ان والله انت مضغوط يا عمده كده شويه. ضغط وركات صعب ان في حد يجيب من عنده 12 لعيب في بدايه موسم وتبتدي بثلاث خسائر في الدوري، ما حصلتش من ساعه لما اشتغلت في مجال التدريب على مدار الخمس ست سنين. ملوخيه كده اهي. ولكن كانت ظروف صعبه بنعدي بيها، فانا بشكر برضه اللعيبه على الـ على الـ على الـ على الرجوله اللي كانوا عليها امبارح. يا باشا المسؤوليه اللي كانوا فيها امبارح، طبعا مكسب مهم يطلعنا من الحاله اللي احنا فيها، صعب فريق كبير او اي فريق طبعا يجيب منه 12 لعيب مره واحده صعب جدا يعني، لكن انا بقول الحمد لله يعني بدايه، وان شاء الله باذن الله ربنا يعيننا في اللي جاي طبعا، وربنا يوفقك ان شاء الله في النجم يعني باذن الله. وسط عليا سيد عمل فيا حركه النهارده صعب النهارده والله يا ابني هو على طول كده، طب ما انت عارف من زمان ده الوقت ده بالذات لازم تهرب يا عمده يسلم عليا ويقعد بعيد عني بتاع مترين ثلاثه. يلا باشا يا عم كويس انه سلم عليك اصلا، ده ما بيسلمش علينا احنا. عماد انا عاوز اوريك الملوخيه على الهواء. ولا بقى عماد انا عاوز يا عم عماد انا عاوز منك خدمه تشاركني بس في الملوخيه دي. ماشي يا عم جهاز طلع ملوخيه اهي اتخلطت اهي يا عم بركات. بص اهي يلا يا نجم. ماما اهي في الحل اهي. بص اهي ايوه الله اهي اروح انا بقلب كده اهو عشان اعمل ملوخيه عم بركات على الهواء كده. احط الطاجن جنبك يا عم سيد يا عم محمد ستون جنبك عشان اجي لك. وحضر معلقتك اهي احلى ملوخيه. وادوها حد يعرف يعمل ملوخيه كده يا عم عماد؟ اهي اهي يا باشا. هنزل بقى بايه بقى يا عم عماد بقى اهي. ايوه فين اهي المكرونه الاسباجيتي بقى بحمرها شويه على الجريل كده. طيب بحمرها شويه على الجريل. ايوه اهي اهي بديها سنه زيت بسيطه عشان تشتغل كانك بتحمر انت حاجه على الجريل. وانا اخش اعمل سمك عشا زبادي. انت هتعشى زبادي؟ حرام عليك. ملوخيه يا باشا. بقول لك ايه يا عماد البس وتعالى. البس وتعالى والله. وهات لنا بقول لك يا عماد وانت جاي هات لنا طقمين جداد ليا انا وسيد علشان ناصر مش هيسيبنا. حبيبي يا عم عماد والله بحبك جدا جدا، ربنا يبارك لك ويبارك لاولادك حبيبي يا عم عماد. و 2020 النهارده 2021 هنعمل لها تعظيم سلام. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم وعلى الفتره الكريمه وعلى جمهور النادي الاهلي العظيم وعلى النادي الاهلي بيتك كبير. وعلى طبعا اخواتي وحبايبي وزمايلي اسلام وبركات وسيد ودايما موفقين ودايما مطلقين اسلام وبالتوفيق بركات مع سيادة المنتخب ان شاء الله تعمل لهم حاجه كويسه محترمه يا رب باذن الله. وحاول حلم كل المصريين في وصولنا لكاس امم وكاس عالم ان شاء الله. ان شاء الله يا عمده ان شاء الله. تسلم يا حبيبي. تسلم حبيبي يا عمده. حبيبي يا عمده. انت عندك ماتش امتى اللي جاي؟ الاربعاء ان شاء الله في تونس، سافرين الحد ان شاء الله. يلا ربنا يكرمك يا عمده وان شاء الله تبقى حاجه جميله كالعاده، ودايما بتنورنا وبنفرح بيك وكل جمهور النادي الاهلي وكل جمهور مصر الحقيقه بنفرح بيك يا عمده. ربنا يبارك فيك حبيبي. كل سنه طيب. كل سنه طبعا مناصر. ربنا يخليك عم عماد مشكورك جدا وتحياتي. اجي لك دلوقتي اركب العربيه واجي لك والله العظيم ثلاثه وجريلاتي وحاجتي كلها معايا عشان انت مبسوط ان انت مع كابتن عماد. بحبهم كله. متشكرين يا عمده وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. متشكرين يا باشا. بس سلام على النبي عم عماد تعظيم سلام. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عملاء كرام اعزائي المشاهدين في كل مكان، رجعت لكم تاني من قناه الاهلي مع عم اسلام وعم عم سعيد. عوض دي بقى المكرونه ايه اللي هي ايه بقى يا باشا عم بركات اللي هي السيكو ايه؟ قلت لك عليها اللي هي سيكو ستيك. سيكو مكرونه؟ سيكو ستيك اهي يا باشا. اي وانت ملوخيه جت اهي اهي اتحمرت اهي واهي شويه الكزبره الجمال شويه الكزبره ادي تقليبه. حط الطاجن جنبك وحضر معلقتك الطاجن يا رجل. هيزعقلك هيزعقلك مش على كده. ده هيبهدل الهدوم والله. هيضربك يا عمال يضرب في ايه ده يا عم ناصر. بقول لك ايه ما تضربش في الهوا ناصر. الحلاوه دي اهي يا لهوي. حضر كل واحد يمسك معلقه. كل واحد يمسك ايه ده دي بتطلع قلوب وربنا بتطلع قلوب حقيقي مش تهريج. مش كابتن سيد معوض ورا حبيبه الصلاه على النبي. نفسي حد يقول لي الو ازيك يا ناصر. كله عم اسلام عم اسلام من ساعه ما جيت كله عم اسلام. الو عم اسلام وناصر ده يعني كده كده لا لا
يا لهوي اه 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 يا لهوي اهي يا لهوي عليك يا باشا. خد بقى ولا معلقتك فين الحركه الشهيه بتاعتي معلقتك عادي يا عم يا بترمز ايه لايه بقى الحركه لا يعني حركه كده انا بديك حته لحمه كانها لحمه عينه يعني طب يا ناصر قول انت قالوا المره دي انا مش هقول بس مفاجاه يعني تعملي مفاجاه حد قال لك يا لهيب ودنك ده بقى ده تحديدا يعني عامل حاجه كده ايه اسطوريه لا والله اه خلينا نقول الو وشوف انت بقى انا مش هقول مين الو مين معايا ازيك يا عم الله مين معايا يا باشا مين معايا بقول لك ايه هو في البدايه كده كل سنه طيبين هو بركات مبحله ليه قوي كده في الملوخيه لا ده حبيبي بقى اقول لي مين كده ده بيبو ده الو يا باشا انا جبتلك على طول انت عايزني يعني بعد وقفه ناصر يا عم خالد اول والله العظيم اول لعيب كوره جه كان عندي والله العظيم كنت بعده لحد تاني عند الشجره كل راح جاب ايوه لا خلينا ماشيين يلا فين البتاع يا كابتن مصر مش هتحييه ولا ايه يا عم ناصر كل سنه طيب يا باشا يا عمنا يا عم الناس وحشني جدا 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 وبعدين بجد والله العظيم عم خالد مبسوط اقول لكم الحقيقه يا جماعه ايوه ايوه عم خالد بقى اكله كله سنبل وموم ده والله ده اللي ملوش في الاكل ده خالص يعني ربنا يحرسه الا هو يا نجم وحشنا وكل سنه وانت طيب وسنه جميله عليك وسعيده عليك نجم كبير طبعا كابتن خالد بيبو تحيات طبعا كابتن بركات وكابتن سيد معوض وحشنا يا خالد ده حلقه جامده جدا ده مش متصهرين مصر كلها الصراحه معاك حبيبي حبيبي يا خلوده ربنا يخليك كل سنه وانت طيب يا بيبو كل سنه طيب كابتن اسلام جدا عم خالد انت حضرت معانا السيكو ستيك بص السيكو ستيك عم خالد انت طبعا مالكش في الكلام ده شفت انت بص دوت ده كده انت كده ممكن ما تتعشاش لو انت شفته لا ما انا كفايه بتفرج عليكم طبعا كابتن اسلام يعني سعيد جدا ان انا بشوفك طبعا على الشاشه قناه الاهلي وسعيد جدا بشكل القناه بصراحه بمنتهى الامانه حاجه حلوه قوي واتمنى طبعا التوفيق ليك سعيد كابتن محمد بركات والله وحشني جدا حبيبي يا بيبو بتمنى له التوفيق يعني مهمه صعبه جدا وان شاء الله بدات كويس وان شاء الله تخدم بشكل كويس كده وتعمل حاجه كويسه منتخب مصر كلها مسؤوليه كبيره معاك كابتن سيد معوض طبعا دعواتك يا ريس يا ربنا يكرمكم طبعا احنا كلنا في ظهركم طبعا مع كابتن حسام بدري بنتمنى له التوفيق وكلنا بنساند الكابتن حسام ان شاء الله لغايه اما يعمل احسن حاجه يقدر يعملها كلنا بنسانده وبنساعده يعني فكرك هيقدر يعمل حاجه بوجود سيد معوض لا ده استاذ محمد وبركات يعني لا بقول لك ايه انا ماليش دعوه ببركات بقول لك ايه لا بقول لك ايه ما تدخلنيش في فنيات انا مش فني انا كنت لسه هقول عليك كلام كويس يعني انا كنت لسه هقول لاسلام اقول له بصراحه يعني دي شهاده حق والله بيبو موجوده في قطاع الناشئين في النادي الاهلي فارق بشكل كبير واضح جدا طبعا اولا ان الولاد شايفين قدامهم نجم كبير شافوه في الملعب فده فارق مع اللعيبه بشكل كبير وتاني حاجه في حاجه مختلفه زي ما قلنا اسلام في الاول ان الجيل ده يستحق ان هو ياخد الفرصه زي ما بيبو خدها كده يعني بيبو ان شاء الله يعني نتمنى التوفيق ونتمنى ان القطاع على ايده وعلى ايد الناس اللي موجودين معاه المدربين والمسؤولين يكون في احسن حال انما باين البدايه القويه في النادي الاهلي السنه دي قطاع الناشئين ده يعني بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله هيكون موجود 3 او 4 لعيبه موجودين في الفريق الاول وهيطلع لعيبه كتيره جدا النظام اللي ماشي بيه الشكل اللي باين بيه القطاع الحاجات انا يمكن بقول كده عشان يمكن متواجد بشكل كبير في التمرين في ماتشات الناشئين فبشوف التغيير اللي حصل فواضح ان في حاجه جديده في النادي الاهلي ان شاء الله يعني بتمنى التوفيق لبيبو وربنا يكرمه يا رب ان شاء الله يعني سيد طبعا خليني اخد من الكابتن سيد بس الكلام واشكره طبعا وزي ما كان بيتكلم الكابتن سيد يعني انا سعيد جدا 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 ان احنا الجيل بتاعنا يعني دلوقتي موجود بشكل كويس لما يعني لما بقول لك كابتن اسلام وانت موجود على الشاشه والبرنامج بتاعك طبعا محترم وان شاء الله يكسر الدنيا كلها وده احنا متعودين منك على كده حبيبي وبعدين يبقى جنبك على طول كابتن محمد بركات مدير منتخب مصر لكل لعيبه مصر تتمنى ان
ان هي تسلم على كابتن محمد بركات, مش ان هي تبقى هو اشتغل تحت اشرافه يعني. ودي حاجه احنا كلنا يعني كلنا كنا بنحب بركات في الملعب, وان هو يكون موجود في الشغل الاداري اتمنى له التوفيق. ربنا يكرمك يا كابتن معوض, واحد من احسن باكات ليفت يعني حصلت في تاريخ النادي الاهلي. خالد معلش خليك معانا ثانيه بالظبط كده, لان احنا دلوقتي الساعه 12 بالظبط نشوف احتفالات كل انا عاوز افرجك بس عم خالد سيبك بقى من انت برنس والله. بص بقى ما ينفعش انت ده عم خالد ده ما يجيش جنبك, ما ينفعش. لا 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 ده سيك ومنبار, انت بتحب الاستيك بس, انت بتحب الاستيك يا عم خالد يا بيبو بيبو. اتفضل يا نجم. هنطلع بس نشوف احتفالات فروع النادي الاهلي المختلفه سواء في الاقصر او في مدينه نصر او في فرع الجزيره او في الشيخ زايد. شوف احتفالات النادي الاهلي بالسنه الجديده. يعني يا كابتن خالد سنه جديده مع احتفالات النادي الاهلي, وسنه عدت الحقيقه كان فيها انجازات كتيره جدا يا كابتن خالد. طبعا والسنه دي طبعا كانت يعني بالنسبه لنا يعني مش عايز اقول لك يعني كان فيها حاجات كتيره جدا صعبه واحداث الكورونا, وعايز اقول لك يعني احنا باحداث كورونا كنا شغالين يعني مش عايز اقول لك اسرار وكده يعني تقريبا يعني الكابتن كان شغال كل يوم فتره كورونا, ما كانش قاعد ما كانش بيرتاح. الناس كلها كانت القفله والبلد كلها كانت يعني الامور كانت صعبه جدا, انما الكابتن كان شغال وكان بيخطط ازاي يعني بعد ما نرجع الدنيا تبقى ماشيه ازاي. فبصراحه يعني الواحد انا شفت بعيني طبعا التعب بتاع السنه اللي فاتت وازاي التحضير لكل اللي حصل. ده اللي حصل ده يا جماعه ما جاش صدفه, جه كده, لا ده جه تعب كبير جدا من يعني من كابتن خطيب طبعا تعب قوي, وكان ما فيش يعني ما كانش بيسيب اي حاجه معديه كده, لا كل حاجه كانت محسوبه بالسنتي, كل حاجه كانت بيعمل لها حساب, والحمد لله ربنا كرم وقدرنا يعني نختم السنه بثلاث بطولات محترمين جدا مميزين نبني عليهم في اللي جاي بقى ان شاء الله, ونقدر نعمل حاجه احسن يعني. جمهور النادي الاهلي يستاهل اكتر من كده يعني. معاك انت ونجوم اللي معاك عارفين يعني ايه جمهور النادي الاهلي وراك بيساندك بيساعدك, يستاهل اكتر من كده. احنا خدنا كل حاجه من جمهور النادي الاهلي, دي ابسط حاجه نقدر نديها له ان احنا نخليه يبقى مبسوط, دي ابسط حاجه يعني. ايوه واحنا بنتكلم معاك يا خالد زي ما انتم شايفين كل جمهورنا وجمهور شاشه قناه النادي الاهلي احتفالات كل فروع النادي الاهلي سواء فرع الاقصر زي ما حضراتكم عارفين الاقصر, وايضا فرع الشيخ زايد وفرع الجزيره وايضا فرع مدينه نصر وكل الفروع الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين احتفالات كبيره جدا 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 بالسنه الجديده. سنه جميله وخالد معانا برضو بركات, سنه جميله يا عم ناصر. طبعا سنه بالصلاه على النبي 2021 دي هتبقى لبل. كل سنه وانت ان شاء الله والله هتبقى 10 على 10. لا طبعا هو جميل طبعا كمان ان انت تجيب خالد بيبا اسلام على التليفون, لان خالد يعني من الناس اللي عصرناهم يعني, هو يعني كابتن علينا هناك في النادي طبعا, وجي قبل مننا وعمل حاجات حلوه كتير قوي وكملها معانا فعلا يعني, من اللعيبه المحترمين اللي الواحد فعلا كان ليه الشرف ان هو لعب معاها واضاف لنا كتير جدا جدا. فيعني انا سعيد ان انا بسمع صوته كمان النهارده, وعايز اقول له بالتوفيق يا خالد ان شاء الله. وزي ما سيد قال يعني يمكن سيد بيتواجد ومتابع يمكن اكتر مني, ولكن يعني انا على ثقه ان انت هتقدر بقى زي ما بيقول تطلع لنا لعيبه مش زيك, لا واحسن منك كمان ان شاء الله. يا رب يا رب كابتن بركات. لا انا عايز اقول لكم يعني اطمنكم يعني كده, واحنا جديد طبعا والاحتفالات قدامنا كفايه ان انا بحتفل معاكم, دي حاجه تسعدني ان انا طالما مش قاعد معاكم ان انا بتكلم معاكم, دي حاجه تسعدني يعني الجماهير المصري كلها ان يبقى في نجوم من نجوم النادي الاهلي بيحتفلوا معاهم في اول السنه الجديده يعني. في حاجات كويسه جدا في قطاع ناشئين النادي الاهلي, مليان بالمواهب على في كل الاعمار السنيه, وكان كابتن سيد موجود طبعا بيتابع بصفه مستمره. وعايز اقول لكم بقى كابتن سيد عنده حته جوهره اتفرجوا عليها كمان 3-4 سنين هتكسر مصر كلها.
ان شاء الله ان شاء الله. حاجه محترمه جدا شخصيه قبل ان هو لعيب كوره، شخصيه النادي الاهلي موجوده موجوده فيه، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا في الفتره دي ان يبقى كل الولاد عندهم شخصيه النادي الاهلي ونربيهم على ازاي النادي الاهلي يبقى ربنا يبارك لك يا عم خالد. يعني بص عم خالد عم خالد عم خالد بص دي بص دي بص والنبي دي اهي بص ديت عامله ازاي، انت بتحب دي يا عم خالد اهي الموزه اللي هي مسلوقه هيجيبها لك دلوقتي بس بعد ما اخلص الاحتفالات على طول عشان دلوقتي في الاحتفالات. والله العظيم ثلاثه يا عم خالد تنورت كمان عارف انت ومدينه نصر و6 اكتوبر وكله يا ابني اصبر عم خالد بيبو عم خالد بيبو والله العظيم انا بحبك في الله تعظيم سلام يا عم بيبو عم بيبو عم بيبو كل ده ما فيش يعني يا بيبو واحنا بنتفرج واحنا بنتفرج يا بيبو وانا عامل اعمل كده وانت هنا لا انا سيبني اتكلم بقى يا اخي سيبني اقول الكلمتين انت بقالك ساعتين الا ربع سيبني 10 دقايق موزع عم خالد بقى لا ده طبعا زي ما احنا شايفين احتفالات فرع الاقصر في للنادي الاهلي طبعا الحقيقه افتتاح برضو فرع الاقصر في السنه دي يا خالد اعتقد ان هو لان انت كنت واحد من الناس اللي متواجدين هناك اعتقد ان يعني ان احنا نروح لجنوب مصر ونقعد مع اخواتنا الصعايده وحبايبنا هناك اعتقد ان ده شيء ملفت وشيء جيد جدا. احنا رحنا فرع الاقصر وهو بدايه الاشتراكات كنت موجود هناك انا وكل الاداره التنفيذيه بتاعه النادي كانت موجوده هناك طبعا على طول محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي كان موجود هناك ورحنا شفنا كل تفاصيل النادي موجود هناك طبعا حاجه محترمه جدا النادي تقريبا جاهز بشكل تام في كل الامكانيات اللي طب اطلع لك كوارع كمل يا خالد اتفضل مش عارف اكمل وناصر في الكوارع ناصر عايز يجيب لك كوارع انا عايز افتح نفسك بس انا عايز يجيب لك كوارع فرحانين بقى يا اخي بقى فرحانين عايز يجيب لك كوارع والنهارده ايه ده الخميس بس انت على الصوره وري لهم الكوارع بقى يلا يلا يا لهوي خالد معلش برضو نبص على الكوارع معلش يا باشا انا عاوز بس اعمل لك طبق كده عم خالد بس كده ده هيريحك نفسيا جدا بص اهو بص يا نهار ابيض اهو بص اهو بص كل ما اطلع من الحله اطلع حاجه بص ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الحكاوه ايه يا بيبو بقول لك ايه يا بيبو ما انت لو قريب تعال لنا وانا عارف ان انت قريب اهو هيجي يا لهوي هعدي الشارع بس ايه ده يا طب ما تعدي وتعالى والله بجد مش تعالى انا جاهز يا باشا شغال 24 ساعه عم خالد بيبو تعظيم سلام الشيخ زايد مدينه نصر الصلاه على النبي النادي الاهلي كده صحيح على بقى 23 اعلى كمان اعلى كمان صح كده يلا يا باشا بالصلاه على رسول الله يا بيبو هتيجي كابتن اسلام انا شايف ان احنا مش هينفع نتكلم في التليفون انا هجي لك دلوقتي عشان طب يلا يا نجم تعالى والله مستنيينك طيب خلاص يلا مستنيينك يلا طيب ماشي سلام عم النبي حبيبي يا عمي بس الحق بقى عشان الحق بقى اهو اهو الحق بقى لا 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 الحق بقى يا عم خالد ايه ده ايه ده ايه ده طب اكمل الحلقه طب لبسي طيب يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا عايشين في اجواء كاننا قاعدين في بيتكم قاعدين مع حضراتكم طبعا علشان يعني نستمتع بيكم الحقيقه ونستمتع بجمهور النادي الاهلي في كل انحاء العالم الحقيقه حاجه جميله جدا وناصر عامل لنا شغل جامد جدا وعامل لنا لا هو على طول كده يعني خد بالك هو ناصر من زمان من ما احنا ما كنا يعني كنا بنلعب وهو على طول كده حتى هو يفضل دايس عليك في التليفون طب ابعت لك ورقه طيب طب والله يا ناصر اصل انا متغدي ولا لا لا هبعت لك انت جعان بس مش واخد بالي كل واحد ليه شوكه وسكينه يلا يا نجم يلا نسر المكالمات ونعيش في 21 ونجهز التورتات ونحط السكينه ونقطع التورتات يا سلام طيب ممكن نطلع فاصل ونرجع يلا يا باشا بالصلاه على رسول الله الكرام في كل مكان اعزائي المشاهدين عم اسلام عم سيد معوض تعظيم سلام عم بركات ما حدش يروح في اي حته من هنا من مطبخ البرنس ما حدش يروح في اي حته تعظيم سلام اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى يا عم ايه ده شويه عاوز اعمل مره داخله انا وانت واحد يا بس برالي ماسك طبعا لازم اخوفك لازم عشان المشاهدين رجعت لكم تاني لعم اسلام وكابتن سيد معوض وكابتن بركات عم الحركات الحواوشي اللي بيحبه اهو وهو العيش اهو
مكالمة مهمة جدا. خلينا نروح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. سيادة العميد زي حضرتك وكل سنة طيبين، ويعني سنة سعيدة جدا وأول مداخلة في السنة الجديدة يكون معنا المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أعتقد يعني شيء رائع جدا. يا كابتن اسلام كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكابتن بركات طيب، وكابتن سيد معوض وعم ناصر منورين قناه الاهلي، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وبلدنا كلها بخير، ومؤسساتها وقياداتها السياسيه وقياداتها العسكريه وجيشنا وشرطتنا بخير وطيبين، كل سنه والنادي الاهلي وجماهيره طيب واعضائه والعاملين فيه. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله تبقى سنه سعيده علينا كلنا. طبعا احنا سنة 2020 كانت سنة صعبة علينا، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا فيها. يا رب سنة 2021 يكون ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا بس الوباء والكورونا اللي كانت موجودة، اللي هي فعلا أثرت فينا كلنا، ولكن إن شاء الله بندعي كلنا ربنا يرفع عنا إن شاء الله بإذن الله، وتبقى سنة أفضل بكتير بإذن الله. رغم قساوة السنة اللي فاتت دي وانتوا كلكم معانا فيها، ولكن طبعا ما نقدر نقول النهارده لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب يعني استطاع اللي هو على كافه الاصعده، سواء الناحيه الماليه ما فيش ولا عامل ولا لاعب ولا جهاز فني ولا اداري اضيف في هذه السنه، وقدرنا ان احنا نوفر لهم يقدروا هم نجحوا يوفروا كل سبل اللي هي الحياه الكريمه لعاملنا وموظفينا في النادي على الصعيد الانسائي. طبعا شايفين الطفره الحمد لله اللي حصلت على مستوى انا لسه كنت هتكلم معاك في الموضوع ده سيادة العميد. الحقيقه طفره انشائيه كبيره جدا في كل المجالات وفي كل الافرع، سواء الاقصر او هنا او هنا او هنا او الشيخ زايد او كل الفروع الجزيره ومدينه نصر، كل الفروع الحقيقه طفره انشائيه كبيره جدا، والكل الحقيقه بيشهد بهذا الموضوع، وايضا طفره كبيره في موضوع الصحه والاجراءات الاحترازيه في كل فروع النادي الحقيقه، ويعني الحقيقه حاجه جميله جدا يا سياده العميد. يعني والله الحمد لله، يعني كل حد يعني كل واحد، انا برجع اقول ثاني كل واحد طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيم جدا جدا جدا، بنشكر ربنا يعني لازم نشكر ربنا كلنا، لان فعلا فعلا يعني عائله النادي الاهلي تماسك مع بعض ووحده صفها مع بعض، اللي دايما كان رئيس النادي بينادي بيه. النهارده احنا رغم الصعوبه اللي احنا عشناها، ولكن نهايه السنه كانت سعيده جدا علينا الحمد لله رب العالمين، سواء يعني زي ما انت قلت دلوقتي الطفره الانشائيه اللي بتحصل على مستوى الفروع، وان شاء الله باذن الله الفرع الرابع فرع التجمع الخامس، وعندك فرع الاقصر ان شاء الله باذن الله يفتحه برضه خلال الايام اللي جايه، بقى في خمس فروع موجودين للنادي الاهلي، فالحمد لله رب العالمين يعني. وسواء على البنيه التحتيه كمان اجراءات الصيانه اللي بتحصل على مستوى الفروع كلها بصفه مستمره، يعني مهما قلنا لازم نشكر كل يعني عامل وكل فرد وكل عضو في النادي اللي هم كلهم متكاتفين وبيواجهوا ازمه كورونا اللي موجوده، بيلتزموا بالاجراءات الاحترازيه، وكل ده الحمد لله الامور ماشيه بشكل طيب الحمد لله. يعني انا من اللي بيروحوا النادي الاهلي على طول، سواء الفرع ده او الفرع ده او الفرع ده، ولكن دايما لما بنيجي نخش النادي اعتقد ان النادي الاهلي من اكثر الانديه تطبيقا لنظام الاجراءات الاحترازيه اللي متواجده في العالم كله، ولكن احنا بنشوفها في النادي الاهلي الحقيقه، يعني كل الاعضاء تمشي هنا تمشي هنا، اعتقد ان ده شغل محتاج جهد كبير جدا يا سياده العميد. اذا كان النهارده النادي الاهلي مؤسسه كبيره، ولكن النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين بيطبق لوائح وبيطبق اسس وبيلتزم بمعايير كل الناس، كل واحد بينضم لعائله النادي الاهلي رياضيا او اجتماعيا هتلاقيه دايما بينخرط دائما في اللوائح اللي بتبقى موضوعه، فبتطبق على كل الناس، بتطبق على رئيس النادي، بتطبق على العامل الصغير، بتطبق على العضو الرواد الاعضاء بتوعنا، بتطبق على اعضاء شبابنا الصغيرين واطفالنا، فكلها بتبقى منظومه واحده. الاجراءات الاحترازيه النهارده عندنا طبعا الدكتور محمد شوقي لازم نشكره لانه باذل معانا مجهود، رئيس اللجنه الطبيه، من العام اللي فات يمكن انت كنت من الناس اللي بتيجي تقعد معانا وبنقعد لوحدنا انا وانت في النادي ساعه ما كان الحظر الموجود، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ فيها في الفتره دي ونعمل صيانتنا ونبقى جاهزين، او لما يقولوا هنفتح فتحنا الحمد لله كل الاعضاء التزمت بالاجراءات الاحترازيه. يمكن برضه فرصه النهارده برضه نناشد اعضائنا الفتره اللي جايه، عايزين هنركز يعني بقوه على الاجراءات الاحترازيه، الالتزام بالماسك الطبي، الالتزام بكل الاجراءات الاحترازيه اللي مجلس الوزراء وضعتها عشان خاطر نحافظ على سلامه ولادنا ونستمر
تستمر الحياة الرياضية، مش عايزين نقفل بقى زي السنة اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله، ولكن نلتزم كلنا عشان خاطر تبقى سنة سعيدة علينا إن شاء الله بإذن الله. سيادة العميد، أعتقد طوال السنة جهد شاق وجهد كبير جدا من كل الناس، من أول الكابتن محمود الخطيب لغاية أصغر عامل في النادي. أعتقد أن تتويج النادي الأهلي في نهاية هذا الموسم الصعب جدا 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 بجائزة جلوب سوكر من مجلس دبي الرياضي، أعتقد أن ده حاجة من الحاجات اللي احنا نفتخر بيها كأهلاوية. يا سيادة العميد، شوف، هو الحمد لله، الحمد لله، يمكن كل أهلاوي الحمد لله، والهول إيه تاني، هو فخر للرياضة المصرية كلها مش الأهلي فقط. طبعا طبعا وجود أنا شهادتي مجروحة طبعا، ولكن احنا لازم نقول كده وانتوا هتبقوا معايا في هذا الكلام، وجود أسطورة الأخلاق وأسطورة الرياضة كابتن محمود الخطيب وسط أساطير العالم عشان يستلم جائزة نادي القرن الأفريقي والنادي الأكثر تتويجا ببطولات الشرق الأوسط، كانت حاجة مشرفة لنا كلنا، كلنا كنا قاعدين فخورين بيها، فخورين اللي احنا بننتمي للنادي الأهلي، فخورين بمصرياتنا اللي احنا بنعتز بيها، وعايزين أكثر من نادي الفترة اللي جاية يكون بيتوج زي النادي الأهلي. وأتمنى عشان ده يحصل لازم كلنا، يعني ما في حد ناجح، كلنا نحاول نشوف يعني نشوف بيعمل ايه عشان ينجح، بنعمل ايه عشان خاطر بيطبق لوائح ازاي، افضل بكتير جدا جدا من ان نشغل بالنا اللي احنا ازاي نوقف مسيرته. يعني خلينا دايما 2021 هشوف الناجح النهارده كابتن اسلام شاطر، كابتن محمد بركات، كابتن سيد معوض، يعني حتى عم ناصر ناجح في شغله، نشوف طبعا ازاي ناجح نحاول نقلده عشان نبقى زيه، لكن ما نحطلوش عراقيل عشان نعطله، ده مش هيبقى كويس لبلدنا. احنا بلدنا النهارده عندك قاده سياسيه قويه جدا بتتحرك في كل اتجاه، لو انت شايف النهارده البنيه التحتيه في بلدك، الطرق دي، اذا لو كل مؤسسه عرفت دورها في بلدنا، لو كل واحد عرف دوره بيأديه ازاي، متهيألي هيبقى افضل بكتير جدا 2021. يمكن نهايه سنه 2020 علينا رغم قسوتها، تاني قسوتها كانت شديده علينا جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني كاس افريقيا وعودتنا تاني بطوله افريقيا بعد 7 سنوات غياب، 7 سنوات، ويعني ترجع ربنا سبحانه وتعالى يتوجك تاني بطولة افريقيا وكاس العالم، رغم كانت مباراه قويه جدا بين فرقتين اقويه جدا طبعا، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكان يعني اكثر حاجه الناس كانت فخوره بيها اللي نهائي دور بطوله افريقيا، نهائي مصري بيلعب على استاد القاهره، فرقتين الاهلي والزمالك، مباراه قويه جدا، ولكن الحمد لله الاهلي توج وعادت مره اخرى كاس افريقيا عندنا في الجزيره، وان شاء الله باذن الله كاس العالم منتظرين يبقى في نتائج افضل ان شاء الله. سياده العميد، كنت حابب ابارك لك برضو، يعني بدورنا حابين نبارك لك على الانجازات اللي حصلت، ومش طبعا مش على مستوى كره القدم بس، ده في مستوى كل على مستوى كل الالعاب، واحنا عارفين ازاي مجلس الاداره متمثله بكابتن محمود الخطيب ازاي بيحاول يعني دايما يكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، سواء جمهور الاهلي اللي في المدرجات، سواء اعضاء الجمعيه العموميه، دايما بيحاول ان هو يعمل لهم كل حاجه، ودايما السياسه دايما والكلام بيبقى على انكار الذات، وكله بيساعد كله من اصغر عامل لحد كابتن محمود. فيعني ببارك لك على كل الحاجات الكويسه ديت، ويا رب دايما تكونوا كلكم في خدمة جمهور النادي الأهلي وعند حسن ظنه إن شاء الله. احنا كلنا بنبارك لبعض والله، لأن كله بيبارك المنظومة زي ما حضرتك قلت كده، من أصغر عامل لغاية رئيس النادي، رئيس النادي بيشتغل بنفسه، بيتحرك بنفسه في كل مكان، كل أعضاء مجلس إدارته الحمد لله رب العالمين، أعضاء الجمعية العمومية، فهي دي أجمل حاجة، عائلة النادي الأهلي اللي هي اللي احنا كلنا فخورين إن احنا بننتمي لعائلة النادي. فيا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب إن شاء الله 2021. وانا سعيد جدا جدا بوجودكم، وفخور اللي انا برضو ومعاكم النهارده، سعيد بيها، وربنا يا رب يتم علينا بالخير يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. سيد برضو عايز يقول لحضرتك حاجه يا سيد العميد. كابتن سيد صديقي، بنتقابل كتير. احنا بنتقابل كتير جدا في كل الاماكن. يمكن انا هقول برضو يمكن نقطه مهمه، ان انا يعني متواجد في معظم ماتشات النادي الاهلي بحكم ان انا بروح اتفرج على اللعيبه وبشوف الناس اللي موجودة، المسؤولين سواء كابتن خطيب، أعضاء مجلس الإدارة، الناس المسؤولين على الكورة، العميد محمد مرجان، كل الناس يعني إحساسهم وشغلهم وكل الحاجات اللي بيبذلوها عشان النادي الأهلي يكسب، والإحساس كمان اللي أنت بتشوفه عليهم خلال النادي الأهلي بيجيب جول أو لا قدر الله بيحصل أي إخفاق، بيبقوا عاملين إزاي، خايفين على النادي إزاي، يعني متأثرين بشكل كبير جدا. الإنجازات اللي حصلت السنة دي ما حصلتش من فراغ، حصلت من تعب ناس كتيرة. أنا هقول زي ما بركات قال بالظبط، هي النقطة من
اعلى راس موجوده في النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب، اسطوره النادي الكبيره. والنقطه الثانيه العمال، يعني اخر حاجه كل الناس تعبت من بدايه، يعني لو قلنا عن محارس رمز مثلا من رموز الناس الموجودين، عن اوضه اللبس، اللعيبه، الاجهزه الفنيه، كل مسؤول في النادي اكيد ربنا كرم عشان الناس دي كلها تعبت. يعني الانجاز ده يحسب للمجموعه كلها. نتمنى ان شاء الله يعني اللي جاي يكون افضل. ده انت قلت نقطه مهمه، ان الناس لازم تشوف الناجح وتعمل زيه، او مش بمعنى اصح ان هي تتعلم شويه، تتعلم شويه ان احنا كلنا عادي. يعني اتكلمت نقطه مهمه جدا وانا عايز اضيف عليها، فعلا نادي الزمالك عمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، عمل نهائي، كلنا مبسوطين. احنا على المستوى الشخصي كمان كمسؤولين عن منتخب مصر كنا مبسوطين جدا ان فرقتين من مصر، النادي الاهلي والنادي الزمالك، بيعملوا مباراه كبيره زي دي وبيلعبوا نهائي افريقيا. فالنادي الزمالك نادي كبير ونادي عنده امكانيات كبيره جدا، انما بنتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي وعلى الظروف اللي حصلت والاجواء اللي كانت موجوده خلال الموسم اللي فات. اعتقد لا، انجاز كبير جدا ان انت تاخد الدوري والكاس وبطوله افريقيا، ونتمنى ان شاء الله يعني تستمر ان يؤدي اداء، لانه بيمثل مصر في كاس العالم للانديه، لان دي نقطه مهمه. غياب كبير جدا 7 سنين أو 8 سنين عن البطوله، فاعتقد ان شاء الله او بتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يعني يكون عند حسن الظن اللي احنا بنقوله. يعني شوف انا هكمل الكلام طبعا على اللي حضرتك بتقوله يا كابتن سيد. يعني يمكن برضو الحمد لله مش 2020 بس، لا هي من اول يوم احنا يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكابتن محمود الخطيب بالذات يعني تمسك بالاخلاق وتمسك بالمبادئ. هي الاخلاق هي دي اهم حاجه اللي احنا تمسكنا بيها، وهي دي المبادئ اللي احنا اهم حاجه اللي تمسكنا بيها. خدنا جميع المهاترات اللي كانت بتحصل واحنا متمسكين باخلاقنا، متمسكين بمبادئنا، عارفين اللي ورانا اجيال، ورانا شباب، ورانا ناس هتحكم علينا بعد ما نمشي. هي القصه كلها مش وانت موجود، هي القصه كلها لما تمشي الناس هتحكم عليك بايه. احنا الحمد لله هي دي كانت اهم حاجه اللي الناس لازم تركز فيها الفتره اللي جايه، ازاي كل واحد النهارده بيمشي في طريقه وبيحقق هدفه من غير ضجه ومن غير ما تبقاش عايز تاخد حق اللي حواليك. لا احنا الكويس زي ما انت من قلنا كده وبنقول تاني، نقف جنبه كلنا ونساعده، ولو في حد محتاج مساعده يعني هنقف معاه، ولكن الناجح والبطل ده لازم كلنا نبقى واقفين جنبه ونعترف ببطولته، عشان خاطر في ابطال كتير، عشان خاطر نشوف الفتره اللي جايه تتويج وجوده على منصات مصر، يبقى مصر تمثل قيمه كبيره جدا جدا جدا. عايزينها ترجع في العالميه مره ثانيه، عايزينها ترجع في افريقيا مره ثانيه. الحمد لله هو ده اهم حاجه، تمسكنا كلنا مع بعض الوسط الرياضي بالذات دون تعصب، دون تعصب، والتمسك بالاخلاق. الرياضه دايما اخلاق، الرياضه بتدعو للسلام، الرياضه دي يعني حاجه يعني اقول ايه، بس احنا كلنا في الوسط الرياضي بنحب اولادنا يبقوا في الرياضه عشان نعلمهم ازاي يبقى في اخلاق، ازاي يبقى في قدوه، ازاي يبقى في مبادئ، ازاي النهارده يبقى عارف كويس قوي في حاجه اسمها تنافس. لو كسبت الناس كلها بتبارك لك، لو كسبت ازاي بتقول هارد لك، واحنا مبسوطين وبتحاسب نفسك قبل ما تحاسب غيرك وتدوس على نفسك وبتتعب. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا عنواننا الرئيسي ازاي بنرضي جماهيرنا، واحنا لو في اخفاق عندنا بنحاسب نفسنا قبل اي حد. النهارده النادي الاهلي اي اخفاق كان بيحصل كان بيحاسب نفسه. لجنه كوره بس كابتن هو خطيب كانت ازاي بتدور على صفقات عشان خاطر نوصل للحظه اللي احنا فيها. على مستوى النشاط الرياضي انت عملت اقوى صفقات يمكن الحمد لله رب العالمين. يعني فريق الباسكت مباراه كانت فوق الرائعه بين فريق قوي جدا فريق الاتحاد وفريق النادي الاهلي في نهائي دوري المرتبط، رغم الظروف اللي الفرقه تعرضت ليها سواء شبابنا او سواء الدرجه الاولى والاصابات اللي حصلت، ولكن اصروا وكملنا البطوله عشان خاطر بلدنا، وكملنا البطوله عشان خاطر احنا عندنا هدف اعلى كلنا لازم هنتكاتف عليه اسمها كاس العالم لكره اليد اللي هتقام ان شاء الله. طبعا وقبل بس ما نروح لكاس العالم لليد برضو يا سياده العميد، اعتقد ان برضو شاشه قناه النادي الاهلي بنقلها لجميع وكل هذه المباريات، يعني مباريات السله كلها منقوله، مباريات الهاندبول كلها منقوله، كل حاجه بتتلعب طرف النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء برضه يدعو للفخر وحاجه جميله جدا. حاجه رائعه والله. ولا احنا قاعدين النهارده بنتفرج اهو في راس السنه قاعدين بنتفرج، الواحد فخور اللي هو بيتفرج على النادي الاهلي وفخور اللي فيها اولادها ونجومها هم اللي موجودين. يعني الواحد فعلا احساس جميل ان انتوا يعني انتوا قاعدين في وسط الحدث، بس احنا عشان شايفينكم من بره لا لو مكاننا احنا سعداء جدا بيكم وفخورين جدا بيكم وقناه النادي الاهلي. ويا رب دايما 2021 تبقى ان شاء الله باذن الله انتصارات للنادي الاهلي وفرحه لجماهيره باذن الله. سيد العميد اخر مره اكلت عند ناصر برنس امتى؟ انا عارف على فكره فقول حقيقه. طبعا انا عملت سوق بالامور وعملت عظيم سلام وسبت عم سيد وكابتن سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ ربنا يبارك له يا رب حاجه جميله وكابتن بركات
لا انا اديك تعظيم سلام. انا فرحان جدا جدا يا محمد بيه ان انا في مكانكم في البيت الكبير او في القناه الجميله دي. انا ماما بتدعي لي. متشكرين جدا يا محمد عبد الله، والله مش عارف اقول لك ايه، وربنا يبارك لكم. لا انت راجل طيب وراجل مجتهد وابن حلال، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك وبيكرمك كده في الخير، واحنا دايما بنحب اما بننتصر بنروح نحتفل عند عم ناصر على طول. ربنا يخليك يا كابتن، ناكل اكله الجميل دوت، ويعني ربنا يكرمك النبي يا كابتن. وسلم لي يعني النبي على الكابتن محمود بعد اذنك يعني. مبروك يوصل كابتن. يوصل عم ناصر. شكرين يا سياده العميد على وجودك معانا، وان شاء الله نبارك لك دايما. شخصيه من الشخصيات المحترمه جدا العميد محمد مرجان، محبوب ما بين الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا يا سياده العميد، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب شكرا. شكرا جزيلا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين عائله النادي الاهلي كوارع بقى. طيب خلاص انا عشان انا تعبت بقى. عم محمد يا عم محمد مرجان تعظيم سلام. مرجان مرجان مرجان. طب ما حد ادي للناس. طيب الشق ده يا سلام، انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. كابتن سيد معوض وكابتن بركات كابتن اسلام برضو يا سيد. انا عايز اسالك، وانت بتاكل الكوارع كده يعني وانت قاعد في البيت بتتفرج على مباريات الناشئين كلها على شاشه كله. شاشه قناه النادي الاهلي، بتتفرج على كره السله شاشه قناه النادي الاهلي، بتتفرج على كره اليد قناه النادي الاهلي. اعتقد ان ده شيء جيد جدا وبيخليك دايما تفضل قاعد قدام الشاشه المحترمه دي. وبرضه يا اسلام يعني غير الماتشات في تطوير كبير حصل، وخصوصا السنه اللي فاتت في تطوير في البرامج في كل الناس اللي موجوده. اعتقد ان هي اضافات كبيره جدا موجوده جوه قناه النادي. وبرضه شهادتنا مجروحه في بعض الناس اللي احنا علاقتنا بيهم كويسه من الاول، وهم في كل مكان يعني بيثبتوا جدارتهم. يعني لو اتكلمنا ايهاب الخطيب، لو اتكلمنا على ناس كتيره جدا موجوده، على محمود عدلي، كل على المجموعة كل يعني المجموعه اللي موجوده. لا اضافات كبيره جدا وعندهم فكر، عندهم فكر. حتى يعني التطوير السنه دي كان بدايه قويه. استاذ محمد كامل الحقيقه برضو طبعا يعني له دور كبير فيما طبعًا يحدث. الاستاذ محمود عدلي له دور كبير طبعا يعني. انا بقول لك انا مش عايز انسى حد، بس ناس كتيره جدا والبدايه كويسه جدا، البدايه مطمئنه جدا. يعني اظن ان مع مرور الوقت كمان هيبقى فيه افضليه يعني هيبقى فيه افضليه كبيره جدا، وهيبقى فيه الافضل بالنسبه لقناه النادي. فانا قلت لك يعني شهادتنا مجروحه في الناس القريبين مننا، وان احنا عارفين ان هم في اي مكان بيثبتوا جدارتهم، وده دليل اللي حصل السنه اللي فاتت كلها في قناه النادي، ده دليل على نجاحهم يعني. بركات برضو ان انت بتقعد تفرج ساعات على الناشئين في ولا لا مالكش انت فيه. انت بتفرجش على الكوره؟ بتفرج على الكبار بالعافيه. انا الكبار الكبار ما اتفرج عليهم بالعافيه. المفروض كنت اعكس السؤال. لا طبعا يعني برضو النادي الاهلي او شاشه قناه النادي الاهلي بتفرج على فكره. يمكن من الحاجات القليله جدا اللي بتحصل في العالم كله ان انت تجيب مباريات للناشئين ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، اعتقد شيء ممتع جدا. بص انا جيت، انا يمكن اسعدني الحظ ان انا ابقى موجود هنا بعد التطوير واتكلمت في النقطه دي يمكن في اخر الحلقه. وزي سيد انا في شهادتي فعلا يمكن انا علاقتي يعني كويسه جدا بإيهاب الخطيب من زمان طبعا. فيعني لو اتكلمت في حقه كلمه كويسه مع ان ده حقه يعني كل المجموعه الحقيقه يعني انا دايما يعني ايه بتكلم ان في حاجه بتبقى واضحه الجمهور نفسه بتاع النادي الاهلي ردود افعاله شوفها في المتابعات والسوشيال ميديا في الاماكن ده، شوف هي بتتكلم على القناه ازاي بعد تطويرها. ودايما يا اسلام هو ده المرجع اللي انت بتشوف منه الجمهور. الجمهور يعني شوف انت الجمهور هو بيتكلم في ايه. لو الجمهور متجاوب جدا زي ما احنا شفنا وكده يبقى فعلا الدنيا ماشيه في سكه كويسه. لو كان في اي حاجه وده احنا ما شفناهوش، فطبعا كل الشكر لاي واحد ساهم او كان له يد في التطوير، لان كل دوت في الاول وفي الاخر بيتعمل علشان خاطر جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بالملايين، ومن حقه ان هو دايما يشوف كل حاجه حلوه واي حاجه جديده من فرق بتكسب من النوادي وافرا زي ما انت بتقول. كل شويه بتتفتح في اماكن، الجمهور نفسه بقى حابب بيبقى على اتصال بلعيبته على طول، بيشوفها من خلال التدريبات التقارير اليوميه اللي بتيجي. كان الكلام، فاكر الكلام الاول ده ما كانش موجود، كان بيبقى فيه صعب ان هو يحصل التواصل ده، خصوصا ان انت كمان فتره السنه او السنتين اللي فاتوا ابتدى موضوع الجماهير يقل، ما بقاش فيه بالظبط. فكل حاجه تبقى من خلال شاشه بالظبط. فبقى من خلال الشاشه دلوقتي بقى كل حاجه معروفه بالنسبه للجمهور. حاج ناصر
اتفرج على ماتشات الناشئين. ما دخلتش بقى انت وديت وشك الناحيه الثانيه قبل بس ما قبل ما قبل ما تقول الو. لا اصل انا الو مش انت انت. السلام عليكم يا فندم. مين معايا يا فندم؟ الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 21 يا عم ناصر وحشتني حبيبي. طب اعرفك انا. لا مش هقول له مين. ده واحد من بص اللي كانوا نايمين عندك اكل ليل ونهار يعني اول ما تروح المعسكر. اينو ايوه يا بدل قال لي كلمه السر. عمي اينو اللي خلاني بلاقي اينو. كل سنه طيبين يا عم اينو ورفقه وسنه سعيده عليك وعلى الاسره الكريمه وخير على المصريين كلها وعلى بلدنا وان شاء الله بلدنا كبيره وهتقوم وهتبقى زي الفل. وتعظيم سلام تعظيم سلام عم اينو حلوان حلوان. اينو وحشني جدا وكل سنه وانت طيب. كابتن اسلام كل سنه وانت طيب ودايما كده منور الدنيا ومنور حبيبي. وبسلامي لكابتن مصر واخويا الكبير الكابتن محمد بركات الفاكهه بتاعت النادي الاهلي. طب بقول لك ايه مبدئيا كده قبل بس ما تكمل قبل ما تكمل ما تمثلش وتقعد تقول لي اصل الكابتن والبتاع والحاجات دي. خش على طول عشان ايه ما الموضوع يكبر. ما انت عارف في الاول لازم. طب خلاص ماشي. اذا كان في الاول ماشي. كمل لسه سيد. كمل سيد حبيبي يا كوتا. وسلامي لنجم مصر الكابتن سيد معوض اخويا حبيبي. وعم ناصر طبعا ملك الاكل الحلو اللي احنا كنا 24 ساعه بايتين عنده. حبيبي عم اينو طبعا ربنا يبارك لك. انا وانتم طيبين ودايما منورين الاستاد. حبيبي يا اينو يعني سنه جديده الحقيقه زي ما كنا بنتكلم طفرات كبيره جدا في النادي الاهلي. انت طبعا احد اعضاء النادي الاهلي اللي متواجدين واحد العاملين في النادي الاهلي طبعا بما انك المدير الفني اعتقد ل 2001 2001 فاعتقد انت لامس اللي بيحصل في النادي الاهلي خلال هذه الفتره يا اينو. اكيد طبعا احنا كلنا اولاد النادي الاهلي وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي وخطوه جديده الحمد لله بقى لي فترتين. انا كملت المهمه بعد الكابتن ياسر رضوان بعد ما مشي. طبعا اكبر ليا ونجم محترم جدا وتعلمت منه والحمد لله جات لي الفرصه. وكابتن خالد بيبو يعني قال لي انت بقى اللي هتسوق المركب يعني وبدايه مدير فني فبس الحمد لله. ولعبت ماتشين وربنا كرمني وكسبت الماتشين كسبت ام بي وكسبت المحله فالحمد لله ماشي بشكل كويس ومعايا لعيبه كويسين وبيصعدوا فريق اول وان شاء الله كده نعمل حاجه كويسه ونخدم في الاول وفي الاخر النادي ده يعني. طب انت اينو معلش اينو انت يعني دلوقتي يعني خدت خلاص الجو يعني بتعرف تقف على الخط يعني تكشر وتزعق وتعمل الكلام دوت. ما انا اصلا كنت بقف على الخط يعني وانا مدرب عام كنت بقف على الخط ودلوقتي بقى بقت المسؤوليه صعبت اكتر بقى. ماشي يعني هنعديها. ماشي هنعديها عشان الشباب بيتفرج علينا وكده فهنعديها اينو والله يعني ما يعني هو بركات مش مصدق. انت ليه كنت مش مصدق ان انا بقيت مدير فني؟ لا انا عايز اقول لك على حاجه. اينو من الناس اللي هم كانوا من الشخصيات اللي هي ايه واخده برضو بتحب تهزر وبتضحك على طول وكده بس اينو من الشخصيات يعني اللي هو بيتحمل مسؤوليه يعني مثلا ما كنا نيجي نتكلم قبل اي ماتش او كده وان احنا لازم الماتش ده مهم جدا ولازم الماتش ده يخلص بدري وي تبص على وش اينو تلاقي وش متغير تماما. وش واحد بيسمع يعني فاهم وش واحد قرر احاسيسه قرر ان هو هينفذ يعني الكلام اللي بيتقال له ده اول واحد بيقول يديك وش كده يقول لك انا نازل اول واحد هنفذ وفعلا هو كان بينفذ. لا يعني لا يعني بص اينو كان يدوس على نفسه بس مش قادر ينفذ. لا اول ربع ساعه تلت ساعة ما هو انت غلطان انك دخلت. اول ربع ساعه اسمع يعني اسمع عين وبعدين رد استنى. اول ربع ساعه تلت ساعه يدوس على نفسه جامد جدا يطلع كل بص الباور بتاعه اللي هو بتاع ال 90 دقيقه يخلصه في اول تلت ساعه اللي ايه عشان الكلام حمسه. وبعد كده بقى اتفرج على اينو بقى ايه اما اي حد ياخده لا ياخده سبرنت وهو قاعد عمال يعتل ورا النبي. كنت بتجري في رمل. والنبي ده كلام يا نجم والنبي ده كلام يا اينو. بقول لك يا اينو اينو انا اجمد سبرنت شفته ليك عارف امتى؟ اهدى انا فاكر سمو الكيره. فاكر السبرنت اللي عدى وانت كنت بتقتل عايز تجيبه وعايز تشنكله عايز تتعلق فيه وعايز تعمل حاجات كتير وما عرفتش. لا وشفت انا ساعتها رحت جاري ازاي وهو بيجري جاري رحت انا واخد ايه حتى خدته من على
دائري. احسن حاجه انا كنت ببص يا كابتن، انا كنت ببص ملك الهزار كابتن بركات، انا كنت بتعلم من هو مثل الاعلى. مره انا احكي لك على موقف مثل الاعلى في الهزار بس يعني انا لا هو ملك بص انا مثل الاعلى في كل حاجه بصراحه. انا دخلت النادي الاهلي، الحق نفسك الحق نفسك. وبعدين مره ايه احنا لو ما كناش نهزر واحنا رايحين الماتشات وتمام، هو ده التركيز بتاعنا. هو في لعيبه كده، في لعيبه تمسك المصحف وتركز. مره انا ايه حبيت بقى اعمل اللي انا مركز في الماتش وامسك المصحف وبالاوتوبيس قاعد، اتغيرت في الدقيقه 27. ما هو قال لك ايه؟ والله مش واخد على كده، لازم نهزر ونضحك وبتاع وننزل نكسب وربنا بيكرمنا. لما ركزت وقلت انا النهارده هعمل بقى فيها متقمص وقلب وشي، اتغيرت في الدقيقه 27. ما حدش يعمل كده يا اينو صراحه يعني. يعني ازاي ما تقعدش تهزر وتضحك؟ لعبت مع سيد معوض ولا ما لحقتش؟ امال ما انا كنت ببص له بالاكرام. يعني ايه بتبصيله بالاكرام؟ مش فاهم يعني، مش فاهم. هو كان بيقلب وشه عليا ويقعد يزعق لي، فاديته بقى اعمل له ايه؟ اينو فاكر احمد السيد اما قال لك ده الرايه سبقك يا اينو؟ الرايه سبقك. قول له انا اطلع. ايه الرايه سبقك دي؟ الراجل اللي جري اسرع من ايه؟ لا والله. لا لما كانت بتيجي عليك وقت اللي انت مش قادر بصراحه. انا الكره معايا تلاقيني بص قرد، لكن الكره تبعد عني تلاقيني ما بتبص الناحيه الثانيه. بص الناحيه الثانيه اعمل ايه؟ طيب حبيبي يا اينو كل سنه وانت طيب ودايما بالتوفيق يا اينو. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم اينو، نورتنا يا عم اينو والله العظيم. وقناه النادي الاهلي كلها بتشكرك. حلوان حلوان عم اينو تعظيم سلام. سهره سعيده جدا ودايما منورين، وسعيد اللي انا كنت موجود معاكم عشان بجد انتوا كلكم كنتوا وحشين. حبيبي حبيبي يا اينو كتر خيرك، ربنا يخليك كل سنه وانت طيب ودايما منور قناتك قناه النادي الاهلي. بس هو على فكره كان بيتكلم في نقطه صح. ايه؟ السيد معوض انت لو ما بصيتلوش باصه ممكن يعديها، انما لو الثانيه لا لا. الحواوشي بقى والنبي يا باشا، خلينا بقى شويه بس النبي. الحواوشي اهو، الحواوشي بتاع عم بركات اهو، وبتاع عم سيد، وبتاع عم اسلام، وبتاع عم اينو، وبتاع كل الحلوين، بتاع عماد النحاس، ومعاد عماد النحاس اهو. وعم عماد لا عم عماد النحاس مش في الحواوشي. عماد النحاس مش في الحواوشي. حكاوي نصر. بس انت كل شويه تقول لنا كبده كبده ولسه ما عملتش كبده. انا قلت بس انا كل شويه ما تيجي كبده تجيلي مكالمه بقعد فيها 3 ساعات كبده هتموت. لا طب ما كبده خلاص نقفل وافتح انا بقى. ماشي لو فتحت وقفلت ما حدش هيطول معايا. فتحت ايه وقفلت ايه؟ افتح واقف. افتح واقف عارف المخرج. اقطع اقطع يعني باي باي كلام بسلم عليك كده يعني. اقطع 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 اهو. ايوه يا لهوي عم بركات والله العظيم هو ده اللي كان بياكله من سنين وجالك تاني يا عم بركات. والفلفل اللي انت كنت بتحبه زمان خالد بيبو اما يجي. طب نشوف حد بقى عشان كده كتير يا جماعه كده. انا باشا انا بجيب انا بقالي ساعه عامله سلام ما شاء الله ناصر والله حاجه جميله جدا. بقى اهو عمي كده هو الكبده بقى. ايه الكبده؟ لا الكبده العب يعني. يلا يلا يا ناصر العب عشان انا معايا تليفون. مين بقى؟ لا اخش استنى والنبي اقول انا مين. طب قول انت قول يعني اعمل حرف اقول مين ولا اقول زي ما انا مين بقى؟ ولا هتعرف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مين معايا؟ احسن شيف في العالم حبيبي. اخبارك ايه يا حبيبي؟ اولا لا مش هتعرف لو ما حدش قال لك مش هتعرف. لا والله. ازيك يا كابتن حبيب قلبي؟ حبيبي انت فين؟ بتك عليه جامد. فاكر الكبده؟ فاكر الكبده اللي انت ايه انا في فاكر الكبده اللي انت جبتها لنا في اليابان. الله عليك. اقول مثلا مين بقى؟ عم محمد فضل. لا فضل معانا. فضل ايه؟ أمير عبد الحميد. كابتن أمير عبد الحميد. عم أمير. عم أمير اللي بيحب الكابتشينو. حبيبي عم أمير. حبيبي عم أمير ده عم الناس. كابتن أمير ربنا وفاك وفاك في اللي أنت فيه بجد والله ما شاء الله عليك. ربنا يحرسك ويورث النادي الأهلي اللي هو جاب واحد زيك صراحة يعني. ربنا يبارك لك أميرو. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. طيب يا كابتن اسلام انا مبسوط جدا والله بالمداخلة دي. بمس عليك وحشني جدا. وطبعا كنت حبيب قلبي يا ميرو. ازيك يا حبيبي؟ حبيب قلبي. حبيبي يا ميرو وحشني جدا والله. وشرف ليا ان انا كنت بلعب معاك الصراحه. عاملين جو كويس النهارده ويعني الصراحه انا فرصه سعيده جدا ان انا ادخل المداخله دي عشان انتوا وحشني جدا والله بجد. بالعكس يا امير ده الشرف لينا احنا يا امير. وانت عارف ليه؟ وانت عارف ليه؟ بس انا مش هقوله قدام الناس. لا والنبي والنبي يقول والنبي يقول. ما ينفعش اكوس على الهواء. ينفع ينفع يا ريت. مش هينفع اقول النهارده. ينفع النهارده بنقول كل حاجه.
الكبده اللي انت بتحبها اه إيه؟ والكبده اللي انت بتحبها ناصر إيه؟ بيعملها اهو. ايه بص يا عم امير الكبده اللي انت بتحبها وبيجي لي بس بيموت في العكاوي يا امير برضو؟ عكاوي انا والله العظيم اقول لك حاجه يا عم امير، انا الحاجه دعيا لي النهارده والله العظيم اللي انت كلمتني والله حبيب قلبي. انا مبسوط جدا والله بصراحه، يعني اولا انا فخور ان انا ابن من ابناء النادي الاهلي، وان انا كمان فخور اكبر ان انا لعبت مع كابتن سامي الشاطر وكابتن بركات وكابتن سيد معوض وتريكا وكل الناس اللي موجوده، يعني مش عايز انسى حد. وفي نفس الوقت كانت ايام تحفه وعملنا الحمد لله تاريخ لينا وللنادي، وكان شرف لينا شرف ليا ان انا كنت بلعب مع النجوم الكبيره دي، وكان في ذكريات طبعا يعني كبيره جدا في افريقيا واليابان وحاجات كثيره جدا بصراحه. يعني انا لا واسبريهات كتير يا امير، اسبريهات كتير قوي 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 قوي. طب ايه موضوع الاسبريهات ده يا جماعه؟ لا ده بره الهواء ما ينفعش برضه. هو كل ما اقول لحد حاجه يقول لي بره الهواء. ما هو امير اسود طول عمره كده يعني، هو ما تفهمش كده يعني بيعمل حاجات غريبه كده. والجاكيتات الحمراء والحاجات الحلوه دي. لا بس كل ده مقدور عليه، انما يعني الاسبريهات لا، اسبريهات كتير يعني كتير قوي. الوحيد اللي خد بالي قصه، انت فاكر؟ والله انا فاكر كل حاجه كانها حصلت امبارح. وفاكر برضه الموقف اللي حصل مع كابتن حسام؟ يا عم انا مش عايز افتكره. ده بلاش دلوقتي بقى، ده عمال ابوس ايدك ولا كده، انا عمال اقفل على المواضيع دي من الصبح. لا اعمل ايه؟ لا 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 بص، اصل في مواقف وكان وفي ده غير بقى كاس العالم وغير الكبده بتاعت عم ناصر برنس. لا ناصر عامل مشترك معانا في كل حاجه ناصر، ما تترش. انت فاكر في اليابان معاه بالايس بوكس كان فيه كبده، وبعدين مانويل جوزيه مستر مانويل جوزيه دخل وعرف القصه دي لحق وخد منه الكبده في اليابان، في طوكيو في اليابان. لا ما حدش خد مني حاجه يا باشا، ده في المصري بقى. انت قصدك في اسكندريه ساعه ما قفشني في الشوكولاته؟ في اليابان انا جبت الكبده ونصها خلص، وبعد كده اديتها لخاله وقعدت اعملها له اللي هو قريبك في اليابان. ايوه ما شفت انت نسيت يا امير من كتر الكباتشينو. عارف يا كابتن اسلام؟ اه يا حبيبي. معانا ده غير السندوتشات بقى، الناس ما تعرفش ان احنا الفطورات اللي احنا خدناها كنا بناكل الساعه 2 بالليل سندوتشات كبده والكلام ده كله، وكان ما حدش عارف القصه دي كلها. ايوه عم ناصر هو اللي بيجيب لنا الحاجات دي، ورحنا اليابان جاب كبده ايس بوكس كبير جدا. انت جبت منين الكبده؟ دخلت اليابان الكبده في بوب صغير، في بوب صغير يا جماعه في اليابان بيقف كده جنب الشرط وبيعمل شمشمه. الطيار قال لي خلي بالك بيشم الشرط والكلام. انا جيت كده كان الكلب بيفتش واحده اجنبيه قبلي يعني. قلت لها كوز مي، رحت عامل للكلب كده جاله غيبوبه، رحت داخل بالكولمان بليز هاي، رحت داخل بيه. انا مش عارف والله، انا عارف القصه يا كابتن اسلام. عمي بقى عاش في طوكيو وعنده مطعم اصلا. قال له تعالى لي بقى من ريحه مصر، خدها خد نصها تمام وعملها وظبطها، وبعد كده خلاص بقى مع عم ناصر كل بقى. انا كل الرجاله عماله تبعت لي تقول لي احنا عايزين نيجي ناكل، يعني انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. يا جماعه انا يعني مش عارف اقول لكم الدعوه مفتوحه ولا لا، هنا ممكن يمسكوا في خناقي لو قلت. عم امير احنا جبنا سيره الكبده وجبنا سيره اليابان وجبنا عم امير وجبنا الشيخ زايد وجبنا المدربين اللي هيطلعوا ابطال وهيعملوا ابطال وابطال وابطال لمدى الحياه. الكبده ايه يا عم امير؟ والله منورين جدا والله يا كابتن اسلام، انا فرحان جدا، انا مبسوط جدا ان انا دخلت المداخله دي. حبيبي اطول عليكم بقى عشان طبعا كابتن سيد معوض وكابتن بركات وحشيني جدا. حبيبي امير حبيبي امير لسه موجود معاكم والله، بس طبعا اسيبكم بقى للناس تستمتع بالحلقه دي، وربنا يوفق كده النادي الاهلي دايما ويجمعنا على خير ان شاء الله. حبيبي يا امير ربنا يخليك، شاكرين جدا وكل سنه وانت طيب، وان شاء الله سنه سعيده عليك وعلى اهلك وعلى كل الناس يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن امير عبد الحميد. طيب قبل بس الفاصل ممكن ندوق الاكله ناصر بيه؟ يلا يا باشا ان شاء الله. طبعا الكبده طبعا قبل الفاصل، الكبده معموله والموزه والسيكو السكيك وعملت كل حاجه. يلا دلوقتي هنعمل فاصل يا جماعه، ومحدش يروح في اي حته. اعزائي المشاهدين عملاء الكرام، قناه الاهلي، كل سنه وانتم طيبين. عم كامل، عم الخطيب، عم سيد معوض وبركات، وعم اسلام الشاطر. بتوطي بتسالي لا ثانيه واحده يا جماعه، هتروح استنوا بتوطي صوتك ليه؟ بتوطي صوتك ليه؟ ليه؟ ما عشان بقولهم كتير فمش عاوز ازعجك. بتوطي صوتك، بتوطي صوته. لا انا مش عاوز ازعجك. ماشي يا عم ناصر، انا بقول بحب اقول اسم بلومو عشان انت ما تتضايقش. ماشي يا نجم، اطلع فاصل. ايه ده يا لئيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه
اتكلمنا كتير قوي عن السنه اللي فاتت الحقيقه وكل ما حدث خلال عام كامل من انجازات داخل النادي الاهلي، سواء الافرع سواء ما حدث. الحقيقه مبدئيا او الاول اتكلمنا عن مؤمن زكريا الحقيقه، وفرحه الفوز بالبطوله الافريقيه، وفرحه الفوز بدوري العام، وفرحه الفوز بكاس مصر، وزياره طبعا كل نجوم النادي الاهلي او كابتن النادي الاهلي مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمد الشناوي وبقيه اللاعبين اللي كانوا متواجدين، وكابتن سعد سمير كانوا متواجدين تمام. في زياره اجيلك فين والده المرحوم الراحل محمد عبد الوهاب. ايضا انجازات كثيره جدا حدثت في هذا الموسم، اخرها الحقيقه جلوب سوكر والتتويج الدولي الحقيقة بجائزة النادي القرن والنادي الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط. أعتقد كلها أمور جيدة جدا، ولكن اللي هيحصل السنة الجاية 2021 هل النادي الأهلي اكتفى باللي بيحصل؟ أنا هقول لحضراتكم أنه النادي الأهلي لا يكتفي. النادي الأهلي أنا افتكر يا بركات لو فاكر بعد مباراة الصفاقسي، بعد ما خلصنا الماتش فكابتن حسن وكابتن خطيب، كابتن حسن كان رئيس النادي، كابتن حسن حمدي كان رئيس النادي، وكابتن خطيب كان نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، وكانوا متواجدين معانا وفي البعثه. بعد ما خلصنا الماتش فاكر قال لك اجتماع الماتش الاولاني الماتش الثاني لما كسبنا البطوله. لا ما عملوا انا لعبت انت ما جيتش هناك صح؟ انا ما جيتش هناك. فهناك عملوا ايه؟ لما عملوا اجتماع بعد الماتش على طول، يا دوبك رحنا الاوتيل واجتمعنا وعملنا وبتاع، فقعد معانا كابتن حسن وكابتن خطيب. فاحنا قلنا بقى ايه هيقول لك؟ يلا يا جماعه مكافئات كذا وبتاع. قال لك المكافئات طبقا للائحه، هنديكم حاجه زياده لو شفنا اللائحه كويسه وبتاع، هنعمل لكم حاجه زياده لان لازم تمشي تبع اللائحه. ودي اولا. ثانيا مبروك، الماتش خلص، الكاس بقى في الكاس بقى في الدولاب. خلينا نفكر في اللي جاي، كان عندنا مباراه مع حرس الحدود على ما اتذكر، والناس كلها كلمتنا على مباراه حرس الحدود. نسيوا الصفاقسي، مش نسيوا، لكن هو النادي الاهلي كده، ان انت كسبت بطوله خدت البطوله اقفل على الدولاب وفكر في اللي جاي. طب دوت يعني انت بتقول الكابتن حسن حمدي وكابتن خطيب طب ومستر مانويل جوزيه كان يقول لك الكلام، جمله بتاعته المشهوره كان يقول لك ايه؟ خلاص بقى فين؟ في المتحف. في المتحف في المتحف. فهو ده خلاص، انت لو هتقعد تفكر وتعيش في نشوه البطوله وخلاص افرح. بس ما هو انت خلصت البطوله ديت، انت داخل في بطوله تانية، والماتش اللي جاي ممكن يكون في بطوله تانية خالص مختلفه. فانت ايه الفكره ان انت بقى يعني فرحتك بالماتش هتنسيك بطوله او بطولتين كمان؟ وانت اتفقت ان انت دلوقتي المفروض كلاعب في النادي الاهلي المفروض ان انت بتلعب على كل البطولات اللي بتشارك فيها. مظبوط. زي ما ركزت في دي هتركز في دي، انما لو ركزت في دي وما ركزتش في الاثنين دولت هتخسر الاثنين دولت. انت دلوقتي لما بتيجي بتطلع ببطولات كتير بيقول لك النادي الاهلي خد مش عارف في السنه دي ثلاث مثلا اربع بطولات، تحس ان هو وقعها على الجمهور في وقت من الاوقات، حتى لو الجمهور سعيد وفرحان، بس بالنسبه للجمهور برضه خد بالك بتبقى وقعها عادي شويه. لان جمهور النادي الاهلي من سنين طويله من الجيل الحالي اللي بيلعب دلوقتي والجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا، الاهلي طول عمره بيجيب بطولات. يعني النادي الاهلي بكل اجياله بكل اساطيره بيجيب بطولات، بس هو اهم حاجه في الموضوع الاستمراريه وكله بيسلم بعضه. فهي هي هي دي الفكره، ان انت لازم بتلعب على كل حاجه، فانت غصب عنك هتفرح وهتحتفل وانتهى الموضوع. لان حصلت قبل كده سيد في ماتشات كتير دايما بتلاقي الفرحه، ودي حصلت معانا برضو ما ننكرهاش ابدا، زينا زي اي ناس، لان احنا في الاخر برضو طبيعه بشريه يعني بني ادمين ساعات بنسرح مع نفسنا بزياده ويبقى دايما بيبقى اسوأ ماتش بنلعبه بعد ما تاخد بطوله، بعد ما تاخد بطوله تلعب صح. ماتش وتبقى مكسر الدنيا وتاخد بطوله وتيجي تلعب ماتش بعد كده تبان بمظهر يعني سيء جدا، فده برضو كان بيبقى من ضمن التاثير بتاعنا. اتفرجت على ماتش الصفاقسي فينا يا بركات؟ في البيت عندي. في البيت في البيت كنت انا عملت احمد إيه اخويا احمد طبعا يعني بص طبعا يعني انا طبعا فضلت اخبط دماغي. تصدق انا عمري ما سالتك السؤال ده. انا فضلت اخبط دماغي في الكنبه اللي انا كنت قاعد عليها. مش مصدق بصراحه. يعني بص، رغم ثقتي فيكوا واحد وفي كل حاجه ولحد الثانيه الاخيره وي كده، بس هو سبحان الله الماتش ده يا اسلام فعلا يعني هو ربنا تحس وانت قاعد بتفرج كده هو ربنا شايل لك يعني شايل لك حاجه. شايل لك حاجه يعني حاجه كويسه، بس خلاص التوقيت ما
بقتش خلاص بقى مش مس... يعني يعني خلاص بقى ايه فرطت حتى مني في التوقيت اللي هو اللي ممكن يجي فيه. انما الماتش كان ماشي في سكه يعني لا فاكر اللحظه نفسها يعني الجون دخل انت كنت قاعد انت واحمد على الكنبه مثلا وبعدين احمد كان معاه كان كده في ايده طبعا اترمت في الحيطه طبعا دهنا حيطه من اول جديد انا فاكر انا ما كنتش مصدق نفسي خالص لان كان الموضوع بعيد ولحد يعني لحد ما الكره ده يعني انا حتى ردت فعل لعيبه الصفاقسي هي اللي ادتني ايحاء ان الكره جت جون محتاج حد يفوقني ان الكره اما شاطها ابو تريكا على الطاير على طول بشماله ومش معدوله هي نازله وخد القرار مشادي بيقول لك انا اللي عملت الجون ده هو بيحسبها الشيطه دي بيقول لك لازم لا بس بص يعني كام يعني بص شادي عايز خلاص ما فيش وقت فعايز ينقل الكره طبعا لا انا وشوف كل واحد ناطط ما خد بالك برضو يعني هو كل واحد ناطط هو طالع عامل جنب عايز عارف يعمل ايه هو اللي عايز ياخد الكوره على الاقل المسها انا يعني انا انا اللي هاخد الكوره دي انا اللي هحاول ايوه فده اللي عمله متعب ودوت اللي عمله فلافيو لحد ما جه قرار بتاع ابو تريكا امشيت الكوره مع ردة فعل لعيبه الصفاقسي اللي هم وقعوا على الارض ومسكوا دماغهم وكده انا ده جول حسيت ان ابو تريكا بيجري والدكتور ايهاب قافش فيه وقال يا عم ايهاب سيبه خلاص سيبه يفرح يا عم ايهاب بس لا يعني طبعا كانت فرحه سيد ممكن تاخد قرار زي اللي خده ابو تريكا ان انت كل الكره تجيلك على يمينك وتشوطها لا هو في وقت زي ده يعني ابو تريكا يعني عشان كلنا عارفين ولعبنا معاه هي النقطة هو عنده حاجات يعني الحاجات المباشرة دي هو متعود عليها يعني ممكن بيمينه أكتر يعني إنما بشماله قليلة شوية إنما التوقيت بتاعها يعني أي حد طبيعي هيوقف ويضمن يعني في التوقيت ده بالذات هتبدأ تفكر 50 تفكير إنما أنت تاخدها واحدة وتروح بالشكل ده مين اللي بيفرق؟ اللعيب الكبير قوي عن اللعيب العادي عن اللعيب مش العادي لا اللعيب الكبير كمان بس يعني مش الحاجات الزي دي مش في الحاجات النهائيات دي صح هي دي هو الراجل من كتر يعني ما هو واثق في نفسه وهو ان هو عارف امكانياته هي جايه واخد قرار عم هعمل كده انت الموضوع انت بس لما بتيجي مثلا هتسال 100 واحد انت لو جات لك 99 هفكر 99 لا هيقول لك لا يعني انا مثلا انا ما اخدش الريسك ده برجلي العكسيه لا دلوقتي انا هقول لك ايه انا اقول لك اخر هجمه في الماتش طب العب المضمون هوقفها واستنى واحد كان هياخدها ويجري بيها يعني فاهم في 100 تفكير هو ما فكرش هي هو نازله ودوت اللي بقول لك اللي بيفرق اللعيب السوبر ابو تريكا طول عمره لعيب سوبر عشان كده خد القرار وربنا كرمنا اولا بقى يعني بص بقى يعني غير بقى لو فاكر في اول حلقه وانا بكلمك حتى في ايه وتريكا يعني شخص محترم طبعا قريب من ربنا في كل الصفات الكويسه اللي يتمناها مدرب انك انت يبقى لعيب كوره عندك او في نفس الوقت ايه او واحد صاحبك او واحد زميلك او واحد معاك في الشغل يعني في الصفات دي كلها صح فهو عشان في الصفات ديت كده وخد القرار هو ربنا كرمه يعني ربنا كرمه عشان هو قريب من ربنا وبالتالي اما ربنا كرمه فرح بقى بشوف ناس قد ايه بس انت عملت كره زي دي يا بركات في 3-3 ماتش الاهلي والزمالك 3-3 هو في الدوري طبعا مع الاختلاف لا طبعا بص يعني الكره الاخر بس برضو انت بس انت قراراتك في الحاجات دي قراراته لا بس انا بس دي قراراته لا انا خدتها بس دي قراراته ان هو ياخدها ويشوط ويعملها دي انا من اول ما انا باخد متعب بيوسع لي الكوره في 3-3 من هو راح ياخد الكوره انا واخد القرار ان انا هاخدها منه مش هديله فرصه ان هو يعني خلاص ليه لا. يعني ايه التفكير اللي جالك انا جالي ايحاء انت هتجيب جون ان انا هجيب جون وانا كنت واخد الكوره في وشي وكنت دايخ وكنت على الخط فكان ايهاب بيسالني كان بيقول لي طب هتكمل انت مش قلت له انا هجيب جول قلت له سيبني بس انا حاسس اني هجيب جول فما جت الكره دهيت ومتعب صدها عب واحد في الاول فايام ما جت لي انا خدت قرار ان انا هروح اخد الكره دي من متعب كده وهخش اكسر بيها على يميني وهشوط فهي مشيت الدنيا برده بالنسبه لي بطريقه كويسه وكان جون طبعا يظل جون من الاهداف الغاليه لانه طبعا في نادي الزمالك نادي كبير طبعا فيظل من الاهداف اللي بالنسبه لي كنت بتكلم برضه يا اسامه انت سالت بركات على الاستمراريه يعني بكل امانه الجيل الحالي الموجود في النادي الاهلي كان محتاج البطوله دي
يعني بطوله افريقيا بالذات لان فرقت معاهم بشكل كبير. الجيل ده مثلا لعب 2 نهائي وخسرهم، فكان هيبقى 3 كتير جدا يعني، كان الموضوع هيبقى صعب يعني، حتى المقارنات هتبقى جوه النادي الاهلي صعبه. انما دلوقتي لا، هو الجيل ده حط نفسه في ضمن الاجيال اللي حصلت على بطوله افريقيا، حصل على الثلاثيه في سنه واحده. ونقطه كان بيتكلم فيها بركات، ان انت بعد البطوله ممكن بعدها بتعمل ماتشات مش كويسه. الجيل ده عمل حاجه كويسه برضو، ان هو خد الكاس بعدها على طول يعني. ممكن البطوله دي لو خسرتها كانت هتضيع، مش هقول فرحتك الكامله، بس كانت هتضيع جزء من الفرحه. انما انت تاخدها وتكمل الموسم على كده، اعتقد لا يعني. زي ما قلت لك الجيل ده كان محتاج بطوله زي بطوله افريقيا، بطوله كبيره تتكتب باسمائهم. واعتقد ان هم قدامهم فرصه، ان انت يعني انت عندك الاعمار الموجوده في الفرقه، اعمار معظمها مش كبيره عندهم وقت كبير جدا ان هم يعملوا استمراريه. والاستمراريه ان انت بتعمل اسمك او بتعمل تاريخك من الانجازات بتاعتك. اما تيجي تقول احنا ما بطلنا، باجي انا اقول انا خدت 3 بطولات، انا خدت 4 بطولات، فهو ده انجازاتك، فده تاريخك كله. فانت انت طول ما انت في الملعب اعمل اللي عليك وحقق كل اللي تقدر عليه. بركات، من المواقف اللي دايما ما بتنساهاش انت كمحمد بركات كده مع مانويل جوزيه مثلا؟ لا طبعا، يمكن اكتر حاجه دايما كانت بتعلق معايا يعني كميه الزيرو اللي كنت باخدها، زيروهات كل زيروهات زيروهات زيروهات. انت خدت زيروهات ولا ما لحقتش؟ ما خدتش. انت خدت بتقلب بخناقه، كانت بتقلب بخناقه، كانت بتقلب بخناقه صالحه. ايوه صح، انت قلت لي اتكلمنا قبل كده وخدت صالحه وبتاع، الراجل ما كانش عايز يبص له وكده، وسيد باصص الناحيه الثانيه، والراجل باصص لي وانا مش عارف اكلم مين يا باشا. الاثنين بيحبوا بعض بيتخانقوا. لا وسيد سبحان الله كمان الانجليزي ساعتها قتلوا قوي يعني، فاهم يعني؟ انت عارف سيد الانجليزي قتلوا بقى ساعتها خناقه في اوضه اللبس، وحاجه يعني كلها حاجات يعني المدرب لما يجي يكلمك كلمه ولا يعني حاجه كله يعدي يعني، فاهم؟ لا وبعدين مش عارف متعادل، فمش عارف هو بقى بيقول له ايه، ان انا هغيرك ولا انا هوديك ايه، ولا انا قال لك يس اي يو وونت ذس، يقول له يو وونت يس اي وونت سيد، وده يقول له يو سيد وزيد يقول له اي وونت ذس، وانا مش عارف ايه ذس لحد دلوقتي. انا مش عارف هو كانوا بيتكلموا على ايه، بس هي الخناقه كبرت وولعت من مفيش بس. وبعد كده طبعا حبينا بقى نلمها، ف يعني انا يعني ايه، احنا عارفين بيبقى دايما في كابتن وكده، بس يعني انا طول عمري علاقتي بالراجل كانت كويسه يعني، فكنت حابب ان انا اروح وكان بيحبني بصراحه. بس بقول لك ايه يا سيد، كان بيخاف منه خوف اقسم بالله. بص بركات مش بيخوف، مش خوف يعني، لكن هو بركات كان يعني، شادي كان يحكي لنا القصه دي بطريقه غير طبيعيه. لما دخل عليكم الجيم قال له ايه؟ قال له بركات، قال له انا اهو جاهز اهو، وقف جري قاعد يعمل كده في الملعب، قاعد يعمل كده، قال له انا جاهز اهو، قال له انت مصاب؟ قال له لا مصاب ايه، انا زي الفل اهو. من المواقف الكويسه في الموقف ده حاجتين يعني. الموقف بتاع بركات ده كان بعدها بيومين، اما رحنا للراجل النادي مستر مانو كان مدي اجازه يومين، بعد اليومين رحنا الاوتيل وقعدنا نتكلم وبتاع، وانا قلت له انا بعتذر بغض النظر ان انا مكمل في النادي ولا لا، بس يعني عشان الموضوع. بس خد بالك اسوأ، عشان ياخد قرار ان انت تمشي ويرجعك تاني ده معنى كده هو بيحب صاحبك ايه. واكمل لك برضو يعني في جزء منها برضو نقطه كل امانه يعني لازم اقولها وادي لكل واحد حقه. كان في قبلها بيوم عزا اخت الكابتن خطيب، وانا كنت موجود فيه انا وابو تريكه ووائل جمعه، فكابتن خطيب واحنا خارجين فندى لتريكه فقال له احنا عايزين موضوع سيد يعني، انتوا حاولوا مع الراجل ونخلص الموضوع ده ان شاء الله وبتاع. فانا دي من المواقف بصراحه الكابتن خطيب ولابو تريكه نفسه، لان ابو تريكه اتكلم مع الراجل وبركات طبعا اما روحنا تاني يوم. فانت ده بيدل ان اللعيبه كلها، لا اللعيبه يعني لما يبقى عندك لعيبه يعني ايه بمعنى صح، بتحبوا بعض، خايفه على بعض يعني عادي. انت ممكن اما يحصل حاجه في فرقه زي دي ممكن تعمل ان انت مش فارقه معاك، بركات يعمل مش فارق معاه، ابو تريكه نفس الكلام، مع حتى المسؤولين في النادي ممكن يقول لك خلاص هو قرار الراجل وهو عايز يمشي والموضوع انتهى. لا الناس كلها بتدور ان هي في مشكله، بتدور على حلها بشكل كويس يعني بشكل كويس، طالما المشكله بسيطه ممكن تعدي. فيعني دي من المواقف برضو ان الواحد عاشها جوه النادي يعني، بتدل ان لا يعني انت بتتعامل مع واحده يعني الناس كلها عائله الاهلي مسؤولين لعيبه اجهزه كل واحد
انا دايما ببقى حريص ان انا لازم في كل وقت بطلع فيه ولا بتكلم فيه بصراحه ان انا بقول لا انا الراجل ده انا بحبه جدا يعني بصراحه. مين؟ مانويل جوزيه. طبعا لانه هو بصراحه اضاف لي كتير جدا 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 جدا. هو مدرسه يعني. يعني هو علمني حاجات واضاف لي حاجات كتير جدا وكان واثق فيا في اول قبل ما انزل اول تمرينه اصلا جالي في وقت طبعا كانت ناس كتير قوي اتفاجئت ناس كتير بتهاجم الصفقه معايا وانا لسه صغير يعني انا 26 سنه ولا فكتير كلام كان كتير ومش عارف غده درقيه وخلص وكبر وخلص اللي عنده مش عارف كبر 26 27 سنه ده مش كبير خالص اصلا بس هو يعني كان الهجوم كان جامد انت جاي من عشان جاي من دول عربيه طبعا كنت وكنت جاي طبعا يعني ما كنتش جاي اعمل سنه احسن بالزبط حاجه يعني بس فهو الراجل قعد معايا وقال لي انا جايبك علشان انت بالنسبه لي شايفك من كام سنه من افضل لعيبه مصر وانا جايب كده اهو ادي الملعب ورينا وانزل وورينا بقى. هو كان بيحمينا الحقيقه سيد بشكل كبير جدا طبعًا. بيننا وبينه مش عايز اقول لك كان بيعمل فيك انت عارف طبعا كل حاجه يعمل فيك ايه. طب قبل بس ما نكمل كلامنا خلينا ناخد ايضا احد نجوم النادي الاهلي وكان ساعتها ناشئين لما كان معانا كان لسه ناشئين دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني كبر في السن حتى كمان بس عامل شغل جامد جدا مع المقاولين العرب كابتن محمد سمير. يا كابتن اسلام ازيك يا سمير؟ ده احلى حلقه في العالم دي والله. حبيبي يا صبر اخبارك ايه؟ وحشنا كابتن اسلام حضرتك عامل ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي الحمد لله. كنت نجم وكابتن سيد وعم ناصر ايه يا جماعه يا باشا كده يا باشا عم سمير حبيبي مفيش كده بصراحه ازيك عم ناصر؟ الحمد لله تمام يا كابتن الحمد لله تمام يا عشوه في الاخر طيب اهم حاجه ولا احنا كلنا يا ابني احنا لسه هنستنى احنا لسه هنستنى ما في ما تاكلوا بعض برضه لا ما اصل احنا بقالنا كتير قاعدين بقى فكلنا في النص برضه في البريك اللي بيطلع ده اللي هي السندوتشات السندوتشات يا كابتن اسلام اللي هي كانت بتيجي في المعكرات دي اللي هي السجق على الكبده يا عم سمير ما تقعدش بقى ما لا لا ما لا لا بلاش بلاش خلي بالك خلي بالك ناصر ربنا يديله الصحه ناصر ربنا يديله الصحه قاعد ومكمل مع يعني يديله الصحه والعمر كمان 10 سنين ده في اجيال طالعه وانا خدام والله الفريق والله فريق محترم وناس محترمين ربنا يوفقهم بنجاح دايما كده حبيبي سمره يعني عاملين شغل كويس جدا مع المقاولين العرب يمكن اول ماتشين ثلاثه كانت او ماتشين الحقيقه كانت الامور صعبه شويه بس دلوقتي احسن اعتقد بعد الفوز الاخير طبعا برحب اول كابتن اسلام طبعا كلكم كل سنه وانتم طيبين ومنورين كده دايما و طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن طبعا بدايه مش كويسه خالص يمكن اول ثلاث ماتشات اتغلبنا بس طبعا احنا مرينا بظروف صعبه جدا السنه دي يمكن دخل علينا لعيبه كتير كويسه السنه دي بس ما فيش وقت طبعا نعمل فتره تعداد عشان الموسمين متلخبطين يعني بعد كده كورونا ضربت الفرقه بشكل كبير عندنا 10 اصابات كورونا واغلبنا ناس كانت موجوده في الملعب و وانت عارف دايما لما بيبقى في لعيبه جديده داخله على الفرقه تبقى محتاجه تاخد وقت شويه عشان تدخل في التشكيل الاساسي مظبوط محتاجه ان هي الاول ان احنا نقدر نساعدهم كلعيبه قديمه عشان يبداوا يدخلوا واحده واحده فاللعيبه اللي اتصابت كورونا كان اغلبنا من الناس القدام والناس اللي موجوده في التشكيل الاساسي فاكيد الفرقه اتاثرت بشكل كبير اضطر الكابتن عماد ان هو يدخل اللعيبه الجديده واللعيبه الجديده لسه محتاجه اصلا وقت عشان تبدا تتاقلم وتبدا تفهم اسلوب لعب الكابتن عماد ف اكيد الموضوع ده اثر علينا بشكل كبير اتغلبنا ثلاث ماتشات ورا بعض كان الموضوع بالنسبه لنا طبعا صعب جدا الحمد لله الماتش اللي فات يعني امبارح الحمد لله قدرنا نعمل نتيجه كويسه بس الموضوع صعب برضه يا سمير في بالنسبه لي برضه يا بركات يا سيد الموضوع صعب في ايه؟ ان سمير كان بيلعب معانا وبعدين بقى عماد المدير يعني كابتن عماد بقى المدير الفني يعني عارف ازاي بتتعامل ازاي يا سمير يعني في يوم من الايام هو هي التجربه بالنسبه لي طبعا يعني جديده جدا ان انا الكابتن عماد في يوم من الايام يعني لعبت طبعا معاه ده كان اكيد شرف ليا وفجاه يبقى المدير الفني بتاعي فهي تجربه يعني تجربه حلوه طبعا جدا لان انا يعني كان ميزه بالنسبه لي ان الكابتن عماد عارفه وعارف شخصيته وعارف هو بيفكر ازاي واحنا يعني قريبين من بعض وهو فاهمني وانا فاهمه يعني ما خدتش وقت عشان افهم كابتن عماد بيفكر في ايه يعني حتى كابتن عماد اول ما جه كانت اللعيبه كلها بتسالني طب هو بيفكر ازاي ايه دماغه يعني كان اي حد عايز يعرف تفكير الكابتن عماد كان بيجي يسالني يعني طبعا دي كانت ميزه بالنسبه لي بشكل كبير والكابتن عماد الحمد لله كمان عنده ثقه فيا بشكل كبير وانا طبعا اكيد هو فرق معايا جدا فنيا السنتين اللي فاتوا طبعا هي حاجه حلوه يعني تجربه حلوه جدا وكابتن عماد طبعا
يعني من الشخصيات انت عارف يا كابتن اسلام هو كمان يعني كانت اللعيبه كلها قلقانه بس خلي بالك الزربونه لما هتطلع هتبقى قصه انا ولا ما فيش بقول لك ما فيش زربونه تطلع ما انا هو ده اول ما الكابتن عماد لا ده محمد ما شاء الله عليه دلوقتي سمير من يعني من كبار الفرقه انا بقول لك عايز اقول لك على حاجه مستوى تطور في المستوى بسم الله ما شاء الله ما شاء الله غير محمد سمير اللي كان طالع في وسطينا الواحد ما هو بيبقى طالع بيبقى لسه صغير لسه خايف بيشوف اسماء ولكن فنيا وقرايه في الملعب وحاجات كده تطور غير طبيعي على مدار السنين دلوقتي اللي كمان بيجيب اجوان وعندك من ال 18 لحد مثلا قبل نص الملعب بشويه ما شاء الله عنده ميزه يعني ربنا مديله بطن رجل في برضو؟ في الثوابت برضو حاجه عامله بص حاجه زي عمرو الحلواني كده يعني الاثنين والله يعني بجد في لعيبه اسلام ما بيلعبوش لا في اهلي ولا زمالك اتكلم في مقاولين وبتكلم في الحرس عمرو راح اسوان تقريبا عمرو اسوان في اسوان دلوقتي كمان يعني ما شاء الله يعني الثوابت ديت انت مثلا وانت قاعد بتتفرج بتقول 75 80% جول فبرضه ديت موهبه هو شغال عليها كويس وباصمام امام جدا لكل الانديه اللي لعب فيها خصوصا الفتره بتاعت المقاولين دي بصراحه كان يعني عامل معاكوا ايه بقى ايام ما كنا ما كان طالع في وسطك كده كان بيفضل عمال يجي لنا يشتكي لنا يقول لنا هو الجمعه هيبطل امتى لا 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 هو ساله كل شويه يفضل يعني هو مشي وهو ما كانش بطل خلي بالك لا 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 وائل كان وائل ربنا العطشان وائل انا بطلت قبل وائل على رأي وائل اخر واحد فينا بطل وائل 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 اخر وائل بقى لا سيد انا بعدي وائل سيد اصغر كان على الجيل اتفضل يا سمير هي الفكره كمان يا كابتن اسلام يعني طبعا انا اكيد ليا الشرف وطبعا دي حاجه يعني هتفضل في تاريخي وهفضل احكيها لاي حد ان انا شفتكم وتعاملت معاكم في الملعب وفي اوضه اللبس وتعلمت منكم حاجات كتير وكان بالنسبه لنا انت عارف الفتره اللي انتوا كنتوا موجودين فيها ما كانش في ناشئين خالص بتطلع مهما كانت الناشئين دي كانت مستواها عامله ازاي كان في ناس كويسين بس طبعا وجودكم في الفريق الاول كان مصعب الامور على الناشئين كلها ايوه ان انا اصلا كنت اطلع وابقى موجود معاكم اربع خمس سنين في الفريق الاول دي كانت ميزه بالنسبه لي طبعا يعني اكيد ولا في الاحلام ان انا عاشرتكم وعاصرت الجيل الذهبي في النادي الاهلي بس هي في نفس الوقت كانت حاجه بالنسبه لي صعبه ان انا ابقى اقدر اكمل او اقدر العب على اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده فكان الموضوع بالنسبه لي صعب ان انا اخد فرصتي بشكل كبير فهي دي فكان نفسك وائل يبطل الوحيده وهي المشكله ان طب بقول لك ايه هو لو وائل بطل حقيقه شادي احمد السيد عماد بس الكابتن شادي مشي وانا موجود والله عايز يزحزح اتقل حته الاول مشي وانا موجود هو جمعه واحمد السيد هم اللي كملوا بقى هم اللي ما قدرتش اعمل معاهم حاجه بصراحه وبعد كده طبعا الظروف بقى صعبت اكتر لان انا طلبت اطلع اعاره عشان يعني العب تلعب واخد خبرات بعد لما طلعت اعاره بقى حصلت بقى مصيبه بورسعيد ثوره يعني الدنيا بقى اتلخبطت اصلا بس ما عرفتش برضه تبطل وائل جمعه لا ما عرفتش خالص للاسف والله ما عرفتش مشكله كبيره دي بطلهم الجمعه اصلا مبطل سته باكات رايت يعني سته ايه يا ابني انت واوعى يا سمير تنسى ان انا جيت لك العقيقه ها يعني اقسم بالله عمري ما انسى ده انا سجدت كنت فاكر اول ما لقيتك داخل من العدوات كده سجدت على الارض لا والله ما انت عارف انا ما كنتش بروح في اي حته استحاله مستحيل فسمير عزمني عدى عليا ايه عزمني كده فقال لي بقول لك ايه في كذا كذا وعاملين العقيقه وبتاع فعدي كان يجي اللي هو ايه يعني انا قلت لك عدي يا كابتن اسلام مثلا ايه يقول لك فانا قمت واخد بعضي انت يبقى عندك فرح وقمت لابس وقمت رايح ده حصلت ازاي؟ بركات عشان انت عارف ان بركات سيئة لا بقول لك ده هو جاي لك كده مثلا قبلها يقول لك ايه ده ينفع كده ما تعزمنيش ما انت كده كده مش جاي بس يا اخي عزمني انا كده كده جاي قلت له ما بيجيش برضه انت عملتها ازاي؟ انا معكوك تبني وبتاع والله العظيم خدت القرار ورحت ليه؟ انت عارف تحب محمد سمير عارف والده قال لي ايه ساعتها؟ لا قال لي يا اخي لا 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 قال لي انا بقول لك ايه انا دلوقتي بس اتاكدت ان انت بتحب ابني قلت له اشمعنى قال لي عشان جيت بصراحه ما حدش كان متصدق والله ما بيعملهاش يا نجم حتى مع يلا بعدين متشكرين يا سمره زعلت ناس كتير دي يا كابتن اسلام ايه زعلت ناس كتير دي في الفرقه انا عارف انت هتقول لي طبعا حبيبي يا سمره كل سنه وانت طيب وسنه جميله عليك يا رب ان شاء الله انتوا طيبين يا رب وربنا يكرمكم كده ومن نجاح لنجاح في عملكم يا رب ان شاء الله ربنا يخليك يا حبيبي ربنا يخليك توفيق يا سمير بقالك كتير قاعد حبيبي يا كابتن اسلام حبيبي يا كابتن بركات حبيبي يا كابتن سيد حبيبي يا يعني سيد ساكت بقالك ولا عايز تنام ولا ايه هو ايه في ايه لا سيد اصله يعني مش سهير قوي يعني ممكن يسقط عادي مش سهير تصدق
طيب ولا بركات يعني بمناسبه سمير وقال لك ان هو راح له وبتاع عشان انا افتكرت دلوقتي بقابل حد كتير بقابل صديق احمد جميل صديق بركات في اوضه اللبس وايام ما كنا بنلعب وصديق معانا في الفرقه كان محسسه ان هو الحب يعني اكتر حد بيحبه في الدنيا فمن يوم ما صديق مشي طبعا هو طبعا صديق اللي بيمشي بنعمل ايه بيكلمني ويرد عليه بتاع مش عارف فالمهم يقول لي انا بكلم بركات ما بيردش فاقول له مش عارف والله صديق طب كلمه تاني فقعد سنين طويله اخر مره بقى قابلني يعني من فتره كده فقال لي انا عايز اسالك سؤال هو بس كان معدي في اوضه اللبس كل شويه يا صدقي يا صدقي يا صدقي واكلمه ما يردش قلت له يا ابني ده يعني بعد ما تخرج من الباب هيقفل الباب وراكم مش هعرفك اقول لك شكرا يعني مش هقول لك شكرا الموضوع منتهي اللي بيمشي بنعمل فيه ايه بص صديق اللي بيمشي بنعمل فيه ايه المفروض يداس عليه يبين له ان هو حبيبه قوي حبيبه فصديق مصدوم يعني مش مفيش حد حبيبه بص اكيد هتشوف صديق كتير لان صديق حتى بيجي قناه الاهلي كتير اما اشوفه قول له لما يتكلم بركات بيرد عليكم بتقعدوا تتكلموا ولا عشان ده مفتري يا سيدي ده مفتري ده المهم الاكل عجبكم النهارده ولا بصراحه جاهز والله ولسه ده لسه العكاوي يا جماعه لسه في العكاوي هو كان الحواوشي وكان الكبده كان السيكو ستيك وما شاء الله ربنا يحرسه والسيكو بومبار بس دلوقتي جه وقت العكاوي الساره شغاله واللي عاوز يتكلم يتكلم وانا قاعد وبحب الساند دي هتقعدوا مع ناصر بقى يا جماعه خلاص لان احنا خلصنا يعني سيبكم تقعدوا معانا كمل يا ناصر اتفضل لا والله العظيم انا سعيد جدا النهارده والله العظيم ثلاثه اشكر ربنا سبحانه وتعالى عشان انا جيت الحفله التاريخيه دي بكلمك جد والله العظيم من قلبي الكلام ده والمصحف بجد والله النهارده امبارح انا عرفت الموضوع الساعه 4 وانا كنت مع اولادي في مول مصر سبت العيال ومشيت اما قال لي بس با سا اما قالوا لك ايه بس كده الحرف الاول حرف بس والله سبت نسيت ربك الملاي بصراحه شرفتنا ونورتنا واكلتنا وعملت لنا حاجه حلوه ونشكر استفنا اللي استحملنا النهارده ونشكر اعزائي المشاهدين هرجع لكم تاني من كل القنوات واحده واحده وتقالوا عليا تشكرين على الصوره حبيبي يا ناصر ربنا يخليك كابتن مصر كابتن بركات شرفتني ونورتني من اسعد الحلقات اللي انا بعملها دايما اللي بتكون انت فيها وسيد معاوية بس سيد حكي له لوحده برضه لا من انت اسعد الحلقات بجد اللي ببقى طيب دايما طيب خلينا برضه نفكرك احنا برضه ان احنا فاكر الحلقه اللي كنا عملناها مع بعض وكنا احنا الثلاثه طبعا من احلى الحلقات طيب كان ايه اللي حصل بعدها كان وشك حلو علينا ورحت منتخب مصر بعد الحلقه دي على طول تاني يوم على طول انا تعرف انا افتكرت ان هم يعني انا قلت له بركات انت قال لي والله العظيم معاك قلت له لا انت ما قلتليش بتخبي عليا ولا كنا نعرف اي حاجه خالص فانت يعني وشك حلو علينا ربنا يكرمك ان شاء الله الحلقه دي كمان يبقى وشك حلو علينا وكل مره نقابلك وشك حلو علينا بقول لك كل سنه وانت طيب بقول لجمهور النادي الاهلي كل سنه وانتوا طيبين بقول لجمهور مصر كله كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله السنه الجديده تبقى سنه احلى كتير ان شاء الله وربنا يعني يتوب علينا بقى من اللي بيحصل فينا بقى وينتهي باذن الله كده وربنا يعني يرحم كل فقيد ويشفي كل مريض باذن الله يا رب ان شاء الله كابتن سيد شرفت ونورت يعني اخويا وحبيبي وعشره عمر يعني عشره كبيره جدا 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 وبشوفك كده الواحد بيبقى مبسوط يعني بسم الله ما شاء الله محافظ على جسمك لا والله بجد يعني عشان بكسبك في الساحل بس لا والله انا اللي بقطعه على طول في الراكت بنقعد نلعب راكت في الساحل بس بقطعه فشرفت ونورت ده بيتك يعني في اي وقت طبعا ربنا يخليك طبعا كنت مبسوط جدا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي الواحد بيحس فعلا ان هو في بيته وطبعا معاك ومع بركات وعم ناصر النهارده كل الناس اللي احنا كلمناها في التليفون يعني فكرنا بالايام الحلوه احلى ايام ما عشناها اتمنى ان شاء الله يعني يبقى سنه سعيده على الشعب المصري وعلى الامه الاسلاميه والعربيه كلها ان شاء الله ربنا يزيح عننا البلاء والوباء اللي موجودين دول وان شاء الله يعني نتمنى الامور تبقى جايه او رايحه في سكه الخير والايام الجايه تبقى افضل من اللي فاتت بكتير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا بشكركم شكرا جزيلا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل سنه وحضراتكم طيبين راس سنه كان حلقه استثنائيه خاصه جدا عشان راس السنه ومفيش اعز من في ناس عزاز كتيره جدا علينا ولكن بركات وسيد وكل المجموعه اللي كانت موجوده وائل جمعه وشادي وكل المجموعه وعماد النحاس ومحمد سمير واينو وكل المجموعه الحقيقه سعيد جدا 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 بهذه الحلقه وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا خلال هذا الشهر اشكركم ان شاء الله التقي مع حضراتكم قريبا